نطلع بره كده لورا ونقول حته كده مقدمه انا سجلت اقولها لك بسرعه. كنت قلتها زمان، فاكر لما قعدنا نشرح القصه بتاعت النشأة بتاعت شركات المساهمة، اللي في شركة مساهمة اللي هي اسمها الكوربريشن، فاكر فاكر المدينة ولا لا؟ رسم رسم قلنا أنا عامل الكوربريشن دي اللي هي الشركة المساهمة، بيبقى فيها مجموعة من المساهمين، احنا مستنيين من المساهمين شير هولدرز يعملوا الكشن، بيجتمعوا الكشن بورد، الكشن بينتخبوا مين؟ بورد اوف دايركتورز، بينتخبوا البورد سيلكشن اوفيسرز. وقلنا ان البورد اوف دايركتورز بيعمل ايه؟ سيلكشن اوفيسرز بيختار. ها قلنا ان المانجمنت دي هي اللي بتعمل حاجه اسمها ران دي توداي، دي بتعمل بتدير الشؤون اليوميه. اما البورد اوف دايركتورز ده بيحط حاجه اسمها الاوفر اول بوليسي، هو اللي بيحط السياسه بشكل ايه؟ بشكل عام. وقلنا ان المانجمنت دي الحقيقه بتيجي في النهايه كل سنه بيطلع لك حاجه اسمها فاينانشال ستيتمنتس، ده القوائم الماليه. بيجي واحد اسمه الاكسترنال اوديتور اللي هو المراجع الخارجي، بيراجع القوائم الماليه دي اكسبريس اوبينيون على الشروط الراي او تست فيشن. وبعدين قلنا ايه؟ في بقى بعد كده تطورت العمليه، فبقى في جوه الشركه حاجه اسمها يا جماعه، ها حاجه اسمها ايه؟ فاكرها فاكرها دي ولا لا؟ الانترنال اوديت. الانترنال اوديتنج دول بقى هيعملوا ايه؟ هيراجعوا على مين المفروض؟ المانجمنت. ويطلعوا برضه يا جماعه ها تقريبا المفروض الريبورت يا اما يروح للبورد اوف دايركتور، او لو في حاجه اسمها قلنا ايه؟ ها اوديت كونسلتنسي. احنا النهارده بنتكلم على مين بقى؟ على اذا الانترنال اوديتنج دول موظفين جوه الشركه، موظفين يا فندم ها جوه الشركه، بيراجعوا الشغل اللي بتعمله اداره الشركه. وافكرك قلنا بتوع الانترنال اوديت دول بيراجعوا ايه؟ بيراجعوا الفاينانشال ولا فاينانشال وحاجات ثانيه؟ الانترنال اوديت من الحقيقه بيراجعوا حاجتين، مش حاجتين اسف، بيراجعوا بشكل اساسي الفاينانشال اذروايز اي حاجه. عايز اقول لك ان ساعات مثلا يسمعوا ان في اختلاس في فرع الشركه اللي في السويس، ده اللي جاب بتاع الانترنال اوديت. يسمعوا مش عارف ان الموظف الفلاني مش عارف عمل ايه، اللي هو شركه ماليه ولا ايه؟ يقول لك روح بعته بتاع مين يا ابني؟ ها بتاع الانترنال اوديت، يعني بيشتغل كل حاجه بتوع الانترنال اوديت. ويقال ان المفروض ان الانترنال اوديت دول هم عين بورد اوف دايركتور، عين مجلس الاداره ايه في الشركه، يعني عصفوره يعني. لا مش عصفوره، هم العين. كلام واضح يا فندم ولا لا؟ يبقى احنا بنتكلم على مين دلوقتي؟ ها؟ على مين دلوقتي؟ ها؟ على الانترنال. الانترنال اوديتنج دول اسمهم ايه بقى؟ احنا عندنا في مصر او في الدول بتاعتنا يقول لك الانترنال، المصطلح بتاعها الانترنال اوديتنج، احنا نقول ديبارتمنت صح؟ دي اداره المراجعه الداخليه. هم يسموها في يعني في الادب المراجعه، يعني في المراجعه بيسموها انترنال اوديتنج اكتيفيتي، نشاط. ماشي، بيعتبروا ان المراجعه الداخليه هي نشاط مش وظيفه ولا اداره. فيبقى لو قابلك مصطلح انترنال اوديت اكتيفيتي تعرف ان احنا بنتكلم على مين؟ على الانترنال اوديت ديبارتمنت. يعني ما تهش مني، يعني الانترنال اوديت اكتيفيتي يقصد بيها مين يا كابتن؟ ها الانترنال اوديت ديبارتمنت اللي هي اداره المراجعه الداخليه، وليها اختصار مشهور قوي كده اسمها اي اي اي. يبقى ده الانترنال اوديت يا جماعه، ها اكتيفيتي. طب مين رئيس بقى او مدير او اعلى راس؟ اعلى راس يعني ها في الاداره دي اللي هو المدير، مدير المراجعه الداخليه اللي احنا عندنا في مصر او في الدول الاخرى، الدول العربيه يسموها انترنال اوديت مانجر او الانترنال اوديت دايركتور. هم يسموه ايه عندهم بقى؟ شيف اوديت اكزيكتيف. بيسميناه كده ولا لا؟ شيف اوديت اكزيكتيف. يبقى الرئيس الاعلى الهيد بقى، الراس الكبيره بتاعت الناس دول، واحد اسمه يا ابني ها اسمه ايه بقى؟ ها الشيف اوديت اكزيكتيف. يبقى لما يقابلك المصطلح بتاع الشيف اوديت اكزيكتيف تعرف ان هو يقصد بيها مين؟ الشيف اوديت اكزيكتيف يا ابني هو مين بقى؟ هو مدير اداره المراجعه الداخليه. مدير اداره المراجعه يا جماعه الداخليه، الكلام واضح؟ فيها مشكله؟ والناس الحقيقه اللي بيشتغلوا في مهنه المراجعه الداخليه، الناس اللي بيشتغلوا في مهنه المراجعه الداخليه بيبقى فيها شهاده محترمه كده، ويقال انها سهله جدا. يعني الحقيقه لم اشرف للحصول على هذه الشهاده يعني، بس بكل اصحابي اللي خدوها بيقول لك دي سهله جدا يعني. وانت اوديت هو كتر شهادات، كتر شهادات مش كتر شهادات. يلا خلينا بس انا عامل بيها ايه؟
محمد سي بي اي وسي ام اي وسي هل هل يعني هل انت تعلم مثلا ان انا في 3 4 شهادات ممكن اخدهم دلوقتي من غير امتحانات ومن غير اي حاجه محطوط على السي في؟ بص كده يا جماعه 8 شهادات انت عشان تسوق ليها صح، هم بيدوها لك عشان يا عم خلينا ناكل عيش بقى. لا نرجع لموضوعنا بقى. فالناس بتوع اللي بيشتغلوا في مهنه المراجعه الداخليه عاده بيعملوا شهاده مشهوره او اسمها شهاده ايه يا جماعه؟ ها السي اي. السي اي دي مين اللي بينظمها بقى؟ مين اللي بينظمها؟ معهد زي معهد الاي ام اي بتاعنا كده اللي احنا بنمتحن معاه ده. اسمه ايه المعهد ده؟ اسمه انستيتيوت معهد اهو. وفي يا جماعه اوف انترنال، يا جماعه ها اوديتورز اللي هو معهد المراجعين اللي يا جماعه الداخليين، معهد المراجعين يا جماعه الداخليين. تصوروا ايه بقى؟ هاي اسمه كده انستيتيوت في انترنال يا جماعه. ده حقيقه الريفرنس بتاعنا، يعني اي حاجه في المراجعه الداخليه بنرجع للمعهد ده. يعني لما اجي اقول لك عرفت المراجعه الداخليه ارجع للمعهد ده اشوف بيعرفها ازاي، معايير المراجعه الداخليه ارجع للمعهد ده اشوفه بيعملها ازاي، وهكذا. واضحه يا فندم ولا؟ يبقى ده المقدمه بتاعتنا اللي هي بتاعه القصه دي عشان المصطلحات دي لو بدات تروح مش هينفع الانترنال اوديت تبقى ايه ومعايا يعني. الحقيقه في امريكا في بعض البورصات ليه بتصوت ليه بتدور فيها الاسهم بتشترط على الشركات المقايضه في البورصه واسهمها بتدور عندها ان يكون عندها اداره من مراجعه داخليه. وكان الحقيقه قالوا هيعملوا كده في مصر فتوسمنا خيرا، قلنا بس شهاده السي اي دي يا باشا ايه هتشتغل بقى. تخيل بقى كل شركه مقايضه في البورصه لازم يكون فيها اداره للمراجعه الداخليه، يعني السوق السي اي هيمشي. بس للاسف ما نفذوش الكلام ده. مركزنا هو اللي بدا في تطبيقها للاسف يعني. والله بدا فيها هيطلب كل الانترنال اوديت بعد كده البانكينج ان يبقى معاهم سي اي، تبقى حاجه محترمه يعني. المهم نرجع لموضوعنا يعني. في امريكا معظم البورصات او كثير من البورصات بتشترط ان الشركات اللي بتدور اسهمها في البورصه ان هي تكون يا فندم معاها يعني فيها اداره للمراجعه الداخليه. برضه عشان تبقى في الصوره احكي لك قصه كده الاول في البراكتس في العمل يعني، وبعدين ايه قبل ما نبدا نخش في الجزء بتاع النظري. افكرك ان في قانون خدناه المحاضره اللي فاتت اسمه الفورين براكتس كوربت اكت او حاجه كده، مش فاكر اسمه حاجه ولا لا، هو الفورين كوربت براكتس اكت. هذا القانون هو اول قانون الزم الشركات اللي يكون عندها نظام للانترنال يا جماعه. ايه علاقه الانترنال كنترول بالانترنال اوديت بقى؟ او ايه علاقه الانترنال اوديتنج بالانترنال كنترول؟ يقول لك وجود نظام للمراجعه الداخليه جوه الشركه هيساعد على الانترنال كنترول. خلي بالك الانترنال كنترول مش اداره، لكن الانترنال اوديتنج هي الاداره. فلما يبقى عندك في نظام للانترنال اوديتنج او اداره للانترنال اوديتنج دي بتساعد على تحقيق اهداف الانترنال كنترول. تلاقي الراجل بتاع الانترنال اوديت كده ينزل يشوف الراجل بتاع الامن واقف ولا لا، لو مش واقف ليش تقرير، يشوف محمود ده لما دخل ها دفع الفلوس ولا لا، وهكذا. فوجود الانترنال اوديتنج بيساعد على تحقيق يا جماعه اهداف الانترنال ايه كنترولز. كلام واضح في القصه دي ولا لا؟ هحكي لك حته بره الموضوع هنحتاج لها بعدين بس نقولها دلوقتي. عاده ايه اللي بيحصل في الشغل بقى في البراكتس يعني؟ ده بيحصل عندنا في الشغل، بيجي الراجل في بدايه السنه اللي هو الشيف اوديت اكزكتيف، بيجي في بدايه السنه بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه اسمها internal audit plan. بيعمل حاجه اسمها كده internal audit plan، خطه المراجعه بتاعتنا احنا بنسميها الانوال internal audit plan، يعني خطه المراجعه الايه السنويه. ويقول لك ايه؟ والله يا جماعه احنا ان شاء الله الخطه بتاعتنا دي بشكل مختصر يعني، يقول لك الخطه بتاعتنا كده احنا ان شاء الله السنه دي ناويين نراجع الاتي، ناويين نخش نراجع على الناس بتوع السيلز، وبعد ما نخلص السيلز هنراجع الناس بتوع البيرشيز، وبعد ما نخلص الناس بتوع المشتريات هنراجع الناس بتوع الاتش اور، وبعد كده هنخش نراجع الناس بتوع الفاينانس. نعم؟ في حد يا جماعه قدامه ديسك فيه مجات عليه حاجه شويه تشرب ولا حاجه؟ مفيش؟ مفيش. بس هما الناس دول اصلا دول المجموعه الثانيه، المجموعه الاولى مشيت. ايه اللي بقى اللي حضروا عنهم هم ماشيين؟ ده حاجه ثانيه، لكن دول مجموعه بعيده اصلا. انا نسيت اقول له عايز اشرب حاجه يعني. اقول له بقى مشي خلاص، انا عايز اشرب كوكا، مفيش حاجه اكتر كوكا. لا خلاص، مفتوح انا بشرب طيب بس.
نرجع لموضوعنا كنا هنقول ايه يا عم نسيت. قلنا هنعمل بلان اللي احنا نراجع السيلز. الراجل ده صاحبنا بيعمل بلان على فكره كده بالظبط يعني. بس بيعمل ايه بقى؟ هو بيعملها لازم يحدد يقول لك والله احنا متوقعين ان السيلز تاخد شهرين شغل. يقول لك ان احنا هتاخد مننا شهرين او يقولها شهرين بقى بيعملوها ايام عمل يعني. هتاخد مننا مثلا 40 يوم عمل مثلا 40 يوم عمل ومحتاج عشان اراجعها 3 مراجعين سي او واختارك ويجي يقول لك البرشيز مثلا هراجعها في 15 يوم بلان اهي. ويجي مش عارف الاتش ار يقول لك هراجعها في 10 ايام ويجي مش عارف الفاينانس يقول لك هراجعها في 7 ايام ويجي مثلا يحط لك حاجه كده يقول لك دي خليها السبيشال اساينمنت. ايه السبيشال اساينمنت دي؟ الطلعات اللي في النص اللي هي المهام الخاصه كده يقول لك روح اعمل كذا مش عارف ايه. يقول لك دي مثلا هنقضي الله مثلا 15 يوم في السنه. والبلان دي على فكره اسمها بروبوست. بروبوز يعني ايه؟ مقترح. ليه؟ لان دي مش النهائيه. هو ممكن حد يعدل فيها بيعرضها على مين؟ الشيف اوديت اكزيكتيف. يعرضها على مين؟ على الاوديت كوميتي. الاوديت كوميتي تشوف الخطه وتناقشوا فيها تقول لا 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 ده انت كتير قوي في الحته دي، لا ده هنا نقص، ده هنا زق، بتناقشوا فيها مش كده ولا لا. وهو ممكن بعد ما يعمل الكلام ده يقول لها ايه؟ ان انا عندنا في فرع في العباسيه مش هقدر اروح اراجعه. ليه يا عم؟ يقول لك اصل انصار شفيق قاعدين في العباسيه فمش هينفع نراجع الفرع ده. او في فرع في جنوب شرق اسيا مش هنعرف نراجعه لان ما عنديش مراجعين يسافروا. فبيبتدي يحدد ايه الحاجات اللي هيقدر يعمل لها كفرج. كفرج يعني ايه؟ تغطيه. وايه الحاجات اللي مش هيقدر يحددها؟ فيبتدي يحدد عنده حاجه اسمها الجاب. الجاب يعني الفجوه اللي عنده او العجز او العجز اللي عنده. الجاب اوف كفرج يعني او العجز اللي موجود ايه عنده. فبرضه عشان وانا شغال معاك لو شفت مصطلح الانترنال اوديت بلان تبقى عارف ايه المقصود بكلمه الانترنال اوديت بلان، تبقى عارف مين اللي مسؤول عن اعدادها، مين اللي مسؤول عن اعدادها تاني اللي هو الشيف اوديت بلان. وتبقى بروبوز بيعرضها على مين؟ على الاوديت كوميتي ويبتدي يناقش معاها فيها وتشيل منه ايام وتحط ايام وبتاع. واضحه الفكره دي يا فندم ولا لا؟ برضه من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها او مش قلناهاش ما اعرفش ان الراجل ده ما بيشتغلش بمزاجه، ده بيشتغل وفقا لحاجه اسمها تشارتر. تشارتر يعني ايه بقى؟ قلتها بكده الشارتر ده قلتها شيء لو قلتها شيء بقولها. تشارتر يعني زي نظام اساسي او لائحه. لازم يا جماعه الانترنال اوديت اكتيفيتي يكون ليها ريتنج تشارتر مكتوب. يعني انا مثلا لو جم قالوا تعالى امسك مدير اداره مراجعه داخليه في الشركه، اول حاجه اعملها اول حاجه افكر فيها ان انا اعمل ريتنج تشارتر زي لائحه اساسيه كده مكتوبه بتعرف مين هو الانترنال اوديت اكتيفيتي، موقعنا ايه في الهيكل التنظيمي، واخد بقى حركه لا، ايه الواجبات اللي احنا مسؤولين بيها، مين الاشخاص اللي احنا المفروض نراجع عليهم، السجلات اللي احنا من حقنا نطلع عليها. معايا يا فندم ولا لا؟ وعاده الريتد شارتر ده الحقيقه بيعمل سبورت لينا كاوديت. انا يعني انا اخش اراجع اي حته اللي يكلمني ومطلع له يا ريس ها، اقول له في شارتر، والشارتر ده قبل ما بعمله باخد راي الاداره، الادارات كلها، وبعد كده اعتمده من مين؟ من بورد اوف دايركتور او من الاوديت يا جماعه كوميتي. واضحه الفكره دي حتى الان؟ دي مقدمه بنقولها قبل ما نخش في الشغل بتاع كل دي مقدمه لموضوع الانترنال. ايه يا استاذ ايه؟ خد الفلوس يعني خلاص. لا تتدخل في الشارتر لا، تاخد رقم انا اللي بعملها، لكن الموافقه النهائيه بتيجي من مين؟ من بورد اوف دايركتورز. زي انترنال اوديت فانكشن مش هدي عليها دور ولا ايه؟ دي بقيه الاسئله. زي انترنال اوديت فانكشن قال لك ان اديكوت انترنال اوديت اكتيفيتي is now considered to be so basic. So basic يعني أساسي to the governance of modern corporation. يبقى في حوكمة للشركات الحديثة. that some stock exchange. كلمة stock exchange يعني بورصة أوراق مالية. require all companies registering to trade their stocks to have one. خلاص بقى بيطلبوا من كل الشركات المقيدة عندهم ان هي يكون عندها واحدة يعني إدارة يعني مجرد. under The Foreign Corrupt Practice Act القانون بتاعنا دوت. Organizations are expected to maintain reasonably detailed and accurate accounting records and reasonably effective system of internal يا جماعة ها control. احنا قلنا ان القانون ده بيلزم الشركات يكون عندها سجلات وتفصيلات وبتاع ونظام للانترنال ايه control. الاوديت بقى تعمل ايه؟ الانترنال اوديت تعمل ايه؟ بتساعد على تحقيق اهداف الانترنال ايه control. Maintaining an effective internal audit activity انك بتحتفظ بقى باداره للمراجعه الداخليه يعتبر انتجرال بارت يعني جزء مكمل للاشيفنج ذيس جول لتحقيق هذا الايه الهدف. هدف ايه؟ ان يكون عندك انترنال كنترول فعال.
مين بقى لو حبينا نعرف الانترنال اوديت؟ مين اللي يعرف لنا الانترنال اوديت؟ احسن حد يعرف لنا مين بقى؟ المعهد بتاع مين يا كابتن؟ ها بتاع انستيتيوت اوف انترنال، ده احسن حاجه اللي يقدر يعرف لك الانترنال ايه. لما جم بقى يعرفوا الانترنال اوديت قال لك ايه؟ قال لك الانترنال اوديت ده مش نشاط في الشركه ولا لا؟ نشاط جوه الشركه بس مستقل او اداره. فلازم هذا النشاط او الاداره اولا لازم يضيف قيمه للشركه، لازم يبقى يضيف في حته الفاليو اديت. فاليو اديت يعني بيضيف يا جماعه والحقيقه هم بيركزوا على ايه بقى بشكل اساسي؟ الناس دول بيركزوا على حاجه اسمها الافكتيفنس اللي هي الفعاليه. الافكتيفنس يا جماعه الفعاليه. طب سؤال لحضرتك، هو المراجع الداخلي بالظبط كده بيعمل ايه يعني؟ يعني عايز افهم بيعمل ايه المراجع الداخلي، دوره ايه يعني؟ نفكر كده قبل ما نقرا التعريف. بيراجع السايكل، بيراجع. طب طالما راجع مش هطلع تقرير نوتس؟ طب التقرير اللي هطلعه ده مش هقول رايي فيه ولا رايي؟ الراي ده احنا بنسميه اشورنس. بنسميه يا جماعه اشورنس. يعني ايه يا جماعه؟ تاكيد. بيسموه يا جماعه اشورنس يعني ايه تاكيد. وفي بعض الاحيان نطلب استشاره، ناخد رايه. بيحصل وانا عارف الشغل كده على فكره، يتصلوا بيا يقولوا لي ها لو سمحت عايزين نعمل كذا، عايزين نعمل كذا دي يا فندم، يبقى بقوم بدور ايه؟ ها كونسلتنج. دور يا جماعه كونسلتنج. طب وانا بقول رايي المفروض ابقى متحيز لحاجه ولا اقول رايي بشكل موضوعي؟ حياديه. لازم اقوله بحياديه اوبجكتيف، ونفس الوقت يكون في عنصر من عناصر الاستقلاليه. الاستقلاليه دي نعرفها ازاي؟ ان اداره المراجعه الداخليه عاده تبقى تابعه لمجلس الاداره، ما بقاش حد ضاغط عليه يعني. اه يعني بيشتغل بحريه في استقلاليه. فجم عرفوا الانترنال اوديتنج قال لك ايه فيها بيه؟ قال لك ان هي تكون اندبندنت، مستقله. اوبجكتيف يعنيها موضوعيه. اشورنس تاكيد يعني ده رايي. اند كونسلتنج اكتيفيتي استشاره. ديزاين بيتم ادد فاليو تضيف قيمه. اند امبروف اورجانيزيشن اوبريشن، تحسن عمليات الشركه. تهيلب ذا اورجانيزيشن، بتشجع الشركه بقى تو اكومبلش اتس اوبجكتيف، تحقق اهدافها. باي برينج اسيستماتيك، حاجه منتظمه. ديسبلاين يعني برينج بتحضر او بتجهز. اتفضل يا بيه، اتفضل يا حبيبي، ازاي سيادتك؟ ديسبلاين يعني حاجه، او ديسبلين يعني نظاميه برضو. ابروتش تو ايفالويت اند امبروف ذا افكتيفنس، الفعاليه. وفي ريسك مانجمنت، اداره المخاطر. كنترول اند جافرن بروسيس، والرقابه وعمليه الايه؟ الحوكمه للشركه. عايزين بس نناقش فكره ايه الفرق بين اشورنس والكونسلتيشن. الراجل بتاع الانترنال اوديت بقى اللي خد الثلاث بروبلي كده يا عم، انت مفيش اي اضافات خالص؟ لا لسه بتعلم. ها؟ لا يا راجل، انت قلت لي انت خدت الانترنال كنترول قبل كده. ها؟ ايه الفرق بين كلمه اشورنس وكونسلتيشن؟ وايه؟ الكونسلتيشن. مش احنا قلنا في اشورنس وكونسلتيشن ولا لا؟ اتفضل يا اتفضل. لكن الكونسلتنج دي انت مستني حاجه انا هعمل رايي، حاجه انا اقول رايي مثلا. تمام. طب الاشورنس؟ الاشورنس حاجه عملتها وانا رايي. طب شوف يا سيدي، الاشورنس معناه ان انا براجع وبدي رايي، صح؟ يعني على سبيل المثال مثلا قال لك انزل راجع اداره المشتريات، انزل انا اقعد في اداره المشتريات دي 3 شهور، بعد ما امسكها في حصه 3 شهور بتوعي دول، طبعا 3 شهور ده على سبيل المثال يعني، هو يقول لك اقعد اسبوع على حاجه يعني. تقوم مطلع فيها ريبورت تقريبا، ده احنا لقينا كذا وعملنا كذا وراينا كذا، تديها تقريبا. وده اللي بيحصل في ارض الواقع. اه طبعا. ممكن انت بقى ايه، خد بالك انا عملت اشورنس صح؟ ممكن انا بعد ما عملت التقرير وبتاع، وفجأة بالتليفون جاي لي من مدير إدارة المشتريات يرمي التقرير في الضحك. عمل عامل ايه يا ورا بتاع؟ والله ده احنا عندنا مشكلة قابلتنا في المشتريات ومش عارف ايه وبتاع، انت ايه رأيك؟ اقول والله يا والله احنا المفروض نعمل كذا وكذا وكذا وكذا. او يجي مثلا مجلس الإدارة يقوم مكلفني يقول لي بص المشتريات دي مش متظبطة، اعمل لنا دورة ليها، اعمل لنا سايكل خاص بيها. او ما انا مصمم السايكل بتاعها. هنا انا بعمل ايه بقى في هذه الحلقة؟ كونسلتنج. بس يقول لك انت مش هتقدر تعمل كونسلتنج الا ما تكون فاهم اصلا الدنيا ماشيه ازاي، الشرات دي عامله ازاي. فجي قال لك ان الكونسلتيشن اللي هو هي ناتشرال اكستنشن، امتداد طبيعي لعمليه الاشورنس. تاكيد. يعني انت الاول رجعت وقلت رايك فعملت اشورنس، بعد كده بتبقى مؤهل انك تعمل عمليه ايه بقى؟ ها استشاره. هيبقى خلي بالك هيقول لك ايه بقى اللي هي موجوده تحتها على طول، اللي بيقول لك ماست ايه فين ماتش اسف ماتش ايه؟ كونسلت. يعني الكثير من الكونسلتنج هي ناتشرال اكستنشن، امتداد طبيعي. مش امتداد طبيعي لحاجه الساعه، لا امتداد طبيعي يا فندم ها للاشورنس. اند مي ريبريزنت فورمال
or informal advice. ايه المقصود بكلمه formal او informal advice؟ يعني حاجه في شكل ريتن او حاجه اورال كده. بالظبط كده. فاكر لما قلت لك الراجل اتصل بيه بالتليفون عايزين يعمل كذا؟ دي حاجه ايه فورمال غير رسميه، لكن ممكن يبعت لي بقى ميمو بقى وبتاع او جواب وبتاع، اصبحت هي بتاخد شكل يا جماعه فورمال. هو التقرير مش لازم في توصيات، احنا نتحدث عن التوصيات هنا. احنا بنتكلم في حته الكونسلتيشن. انا بحكي لك كيس دلوقتي، انا جالي تليفون، التليفون بيقول ايه؟ ايه رايك في كذا في كذا؟ فبقول له رايي. او جالي تكليف من رئيس مجلس الاداره ان انا انزل اصمم سايكل الاداره الاشتراك. المهمه دي يغلب عليها طبع ايه؟ كونسلتيشن. لكن لو انا نازل اراجع المشتريات، ما انا بقول في التقرير طبعا بتاعي بقول فيه ملاحظاتي وتوصياتي وارائي وكل حاجه. فدي هنا ايه اصبحت هنا ايه؟ اشورنس. لا يا فندم، مش دي اشورنس، تاكيدات. اشورنس ده المبدي رايي، بقول انا شايف ان الحته دي فيها كذا وكذا وكذا ومقترحاتي كذا. حتى لو عملت كده الراي اللي بتقوله اصبح ايه؟ اشورنس. ومقترحاتك اصبحت ايه؟ كونسلتيشن. يعني لو انت عايز تقيسها بهذا الكلام، يعني اصبح ليك راي، يبقى الراي اللي بتقوله اشورنس. اشورنس. ولو عملت توصيات او مقترحات بالتعديل، المقترحات تعتبر هنا ايه بالنسبه لك؟ ها، كونسلتيشن. نقوم مأكلين نفس المعنى، ان الكونسلتيشن هي امتداد للاشورنس. شكرا لحضرتك، ساعدنا بيك والله. اللي بعده بقى بيقول لك ايه؟ لازم الراجل اللي شغال في الانترنال اوديت اكتيفيتي ده، الانترنال اوديت اكتيفيتي، يتمتع بحاجتين: اندبندنس، يعني استقلاليه. ودي بنجيبها ازاي الاستقلاليه؟ اللي هي في هيكل التنظيم يكون تابع لل والاستقلاليه بينظر اليها انها تبعيه للاداره ككل يعني. ولازم هو يؤدي دوره يكون في حته اوبجكتيف يعني الموضوع. وعادة ما ينظر الى الاستقلاليه للاداره، الاداره مستقله لا ككل. والاوبجكتيف دي تتوقف على المراجع نفسه، تتوقف يا استاذ ايه على المراجع. فهي رقم 2 قال لك ان الاي اي از ستاندرد، المعايير بتاع مين الاي اي ده؟ اللي هو المعهد، اللي هو المعهد بتاع بروفايدز جايد، بيديك ارشادات للكوندكت التصرف او السلوك للانترنال اوديت. قال لك ايه يا فندم؟ قال لك المفروض على مستوى الهيكل التنظيمي ومستوى الايه؟ الافراد اورجانيزيشن، اللي هي الهيكل التنظيمي يعني، والانديفيدوال اللي ايه؟ استنوا بقى شويه لما ادور على الورق عشان مش عارف ايه. لقيته. جه قال لك ايه؟ زي انترنال اوديت اكتيفيتي. مين انترنال اوديت اكتيفيتي يعني؟ عشان بقى ابتديت الاداره ماست بي اورجانيزيشن على مستوى التنظيمي، تكون ايه يا جماعه؟ اندبندنت. The activities under the audit. In addition, individual الأفراد بقى اللي الانترنال اوديت ماست مينتين ان اتيتيود، يكون عنده موقف اللي هو بياخده، يكون دايما يكون موقف يا جماعه اوبجكتيف، اللي هو الموضوعيه او الحياديه في عمليه انكارنج او زير ديوتيز، في تنفيذ المهام الخاصه به. اكزامبل ناخد بقى مثال كده، بس تركز معايا في الاكزامبل اللي هقوله. زميلنا استاذ محمود شغال معانا في اداره المراجعة الايه؟ الداخليه. وجاله خبر تسريب من اللجنه العامه للترقيات، اللجنه العامه، قالوا له يا محمود انت بعد ان شاء الله شهرين على اول السنه هتمسك المدير المالي. هتمسك ايه يا استاذ؟ ايه ينفع محمود ننزله يراجع الاداره الماليه دلوقتي؟ لا. او ليه؟ لا، لان هو مش هيكون في موضوعي في في في, في الحاجه اللي هيقولها. انت ما فيش بينك وبينهم حاجه، مش هيبقى اندبندنس، مفيش استقلاليه خلاص. لان انت بعد شهرين هتبقى ايه؟ هتبقى تابع للاداره ايه يا استاذ؟ ايه الماليه. فيقول لك ما ينفعش موظف اخليه مستمر في مهام المراجعه او يراجع قسم او اداره، بعد فتره هيبقى هو مسؤول عنها نتيجه بروموشن او عمليه نقل. هنا مش هيبقى في حته استقلاليه، او بلاش يا عم هتقول لك مدير مالي، هتروح تتعين نائب المدير المالي. بعد شهرين هتعين نائب ايه؟ المدير المالي، وتراجع انت الاداره الماليه. تقدر تكتب فيه كلمه؟ ده تخيل انت لو كتبت فيه تقرير مثلا وطلعت عنده اخطاء، وبعد شهرين رايح له بقى هتطلع عيني بقى. هيعمل فيك ايه؟ هيظبطك مش كده حضرتك ولا لا؟ الاستقلاليه هنا بدات ايه يا استاذي؟ ها، بتاثر. فيبقى ما ينفعش اكون هترقى هتعمل لي بروموشن على اداره، والاداره دي هبقى مسؤول عنها او هبقى جزء منها، واستمر في عمليه الايه؟ الانترنت. ده ياثر على الاندبندنس، صح بيه ولا لا؟ طب خد دي، محمود مراجع مالي جامد قوي، او انترنال اوديتور جامد قوي، قالوا تعالى حوده صمم لنا نظام للمشتريات. فمحمود هو اللي عمل نظام الايه؟ هو اللي صممه، هو اللي حط البروسيجرز الاجراءات. وبعدين بعدها بثلاث اربع اشهر تعالى راجع عليه، حوده روح راجع نظام المشتريات. ما ينفعش يطلع فيه حاجه كده،
طب النظام ده ايه؟ معلش ايه النظام الجامد طبعا مش كده بيقول لا مفيش هنا موضوعيه مش هيبقى في اي يا جماعه ها موضوعيه واضحه الفكره يا فندم شكرا لحضرتك ففي تو اكزامبلز كونتينيو انك تستمر والانجيجمنت مهمه تو ديفيجن مع قسم او لقسم وايل ويل بي سون قريب قوي يعني هتبقى ريسبونسبل فور فور اوف ريسبونسبل اوف يعني تقول مسؤول عنه هذا ريزلت اوف بروموشن نتيجه الترقيه ده ممكن والامبير يا جماعه ها اندبندنس ممكن ياثر على الاستقلال اكزامبل اكزامبل بيقول ايه بقى ديزايننج او درافتنج او انستولينج بروسيجرز ديزايننج بتصمم درافتنج على فكره يعني بتحط تصور مبدئي درافت يعني او بتركب اجراءات معينه بروسيجرز فور اوبريتنج سيستم والامبير يا جماعه ها اوبجكتيفيتي كلام واضح مفيهاش موضوعي يؤثر على الموضوعيه حاجات دي بتيجي في الاسئله حاجات دي بتيجي في الاسئله المهم في الاخر قال لك ايه قال لك الاندبندنت اللي هي الايه الاستقلاليه زي الفور تعتبر اتريبيوت خاصيه للانترنال اوديت ديبارتمنت از ويل صح الاستقلاليه بتعتبر خاصيه ودايما نبص لها كده ها الانترنال اوديت اكتيفيتي تبع مين دايما في الهيكل التنظيم المفروض تبقى تبع مجلس يا جماعه ها اما الاوبجكتيف دي عاده بتختلف او بتتوقف على المراجع نفسه يعني. فقال لك الاوبجكتيف دي تعتبر اتريبيوت خاصيه للأوديتورز ذمسيلف للمراجعين يا جماعة ها نفسهم رقم 2 generally the internal audit function is headed by مين رئيسها اسمه مين رئيسهم chief audit executive اللي هو chief audit executive who reports directly بيعمل تقريره للchief executive officer CEO على فكرة chief executive officer ده هو زي عضو مجلس إدارة منتدب عضو مجلس إدارة ايه مع ملاحظة انا ممكن كراجل مدير مراجعة داخلية اتعامل مع عضو مجلس إدارة منتدب المنتدب اللي هو السي او بس خلي بالك لازم يكون ليا الاكسس في اي وقت لو حبيت اخش على البورد اوف دايركتور لان السي او برده بيقوم بمهام تنفيذيه افرض انا ليا ملاحظات على السي او اعمل في ايه سكليت بقى اخش على طول على طول على مين يا كابتن ها على البورد اوف فقال لك كمل لك العباره قال لك ايه قال لك ذا سي اي اي اللي هو الشيف اود اكزيكتيف شود هاف دايركت ان هندرد يعني بدون تعطيل يبقى دخول اكسس دخول مباشر بدون تعطيل لمين لازم يكون لك حق البورد طبعا السي بورد اوف دايركتور ده خلي بالك مش على طول انت اي حد يخش عليه يعني لكن ممكن يبقى عن طريق الايه السي او اللي هو الشيف الشيف اكزيكتيف ايه اوفيسر ذا بيربس الغرض الاثوريتي السلطه اند ريسبونسبيلتي المسؤوليه بتاعه الاي اي اي شود بي ديفايند ان ريتن شارتر مسؤوليتنا بقى والاثوريتي والريسبونسبيلتي بتاعت اداره المراجعه الداخليه لازم تكون في شارتر يعني انا بحب اسميها النظام او اللائحه بتاعت المراجعه الداخليه سموها شارتر which be consistent with the standard لازم تكون متماشيه مع المعايير بتاعت المراجعه الداخليه طبعا and approved بيوافق بيها مين سينيور مانجر الاول لا البورد لازم اساس البورد اللي بيوافق عليها الايه لكن ممكن السينيور مانجر اخد رايهم furthermore the CEO should seek approval from senior يا جماعه ماشي لكن الموافقه النهائيه بتتاخد من مين من البورد ويجوز الايه المانجر او السينيور مانجمنت ده تشارتر بقى التشارتر ده بيعمل ايه استابليش بيحدد ايه يا جماعه الاي اي ايز بوزيشنز within the organization بيحدد موقفك فين في الاورجانيزيشن وموقعك ايه تبعيتك لمين الاوثورايز اكسس تو ريكورد بيدي لك ترخيص او موافقه هتخش على انهي سجلات ريكورد بيرسونال مين الافراد او الاشخاص اللي من حقك تراجعهم فيزيكال بروبرتيز الممتلكات الماديه اللي ممكن تراجع عليها وكمان بيعرف السكوب في انترنال اود اكتيفيتيز بيعرف السكوب بتاع الانشطه اللي انت ممكن تقوم بيها اتكلمنا كتير ناخد اسئله اوكي معاك اسئله يا ابني ولا ايه معانا اسئله انتوا حليتوا ولا لا حد حل احنا المفروض وقفت عند الاجزاء مين همور حلته ما حلتوش ناخد سؤالين كده يعني في السريع يعني في السريع سؤال رقم 91
91 سؤال رقم 92 94 يعني ممكن نكتفي بهذا القدر يعني. كان في سؤال زي ما انت كتبت قلت لي عليه المره اللي فاتت وقلت لك ده هيبان اكتر مش فاكره انا سؤال حضرتك فاكره كنت قلت كم 12 وناخد 12 بتنوش مش يلا بي حل بي 91 92 92 12 كل حلت كل بسم الله ما شاء الله. لا في ايوه في كام بقى كام؟ لا 92 عايز 92 91 سهل 92 ما انا عارف 92 عارف. مش اللي فيها كلمه تينيور دي؟ ايوه هي دي ولا لا؟ ايوه شفت انا عرفتك ازاي؟ ايوه ناخد 92 يعني ايه لينجس اوف تينيور؟ لينجس هي لينس لينس اوف لينس. طب يعني ايه لينس؟ لينس يعني طول طول فتره بقاء طول فتره بقاء. هو السؤال بيقول لك which of the following is least likely to be a part of the charter يعني ايه اقل حاجه ما تبقاش موجوده في الشارتر؟ انت شايف ايه اقل حاجه ممكن ما تبقاش موجوده في الشارتر النظام الاساسي؟ الاكسس تو ريكوردز وزيز اورجانيزيشن دي المفروض تبقى موجوده في الشارتر. رقم دي مثلا اكسس تو بيرسونال دي برده المفروض تكون موجوده في الشارتر. رقم بي السكوب بتاع كل ده. لكن طول فتره بقاء مدير اداره المراجعه الداخليه يعني هل مثلا احط في الشارتر اقول ان مدير اداره المراجعه الداخليه يقعد سنتين ويمشي او ثلاث سنين ويمشي مده تعيينه يعني؟ مده تعيينه مش شرط. ممكن يفضل معاك 10 سنين ممكن يقعد 12 اصل هو موظف زي موظف في الشركه يعني. فحته ان انت تحدد طول فتره بقائه عندك دي مش منطقيه يعني. طب 94 موافق الاول على 92 ولا لا؟ آه. بجد والله ربنا يكرمك. كلمه اعتقد هي تيري يا جماعه تيري تينيور صح؟ تينيور لينس اوف تينيور 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 اكسس دي يا فندم؟ هو يا فندم انت يعني على سبيل المثال من ضمن الشغل بتاعنا ان انا بروح مثلا اتصل بفلان. هل انت من حقك تتصل بمدير المبيعات ولا مش من حقك؟ من حقك تتصل بمدير المشتريات ولا لا؟ ده الاكس ليك اوثوريتي يعني. اه من حقك انت ممكن احضرك على فكره بيحصل في البراكتس يعني اجي اروح لواحد اقول له انا لو سمحت انا فلان فلان المراجعه الداخليه وعايز امشي معاه تمام اتصل يقول لك انت اه مالكش اكسس ان انت تتعامل معايا دايركت. انت تتعامل معايا ليه؟ روح لفلان كلمني بتحصل في كده يعني يقول لك واحد زمان كلمه. واضحه الفكره يا فندم ولا لا؟ شخص جامد ايه؟ مش هيطلع بره. لا هو مش هيطلع بره. دخل واحد زمان دخل يراجع على واحد دخل عايز اصلا فلان فلان وبتاع فبص له كده قال له مش فاضي الحقيقه. روح لفلان فلان. فبعت له واحد تاني طلع الواحد التاني اللي راح له رئيسه اصلا يعني انت فاهم انت؟ يعني انا جاي لك انت بقول لك انا عايز اشتغل معاك وراجع كذا قال لك انا مش فاضي روح لفلان وفلان فلان اللي رحت له طلع رئيسك في الشغل اصلا يعني. باشا انت تطبون 94 فيها حته ايه لخبطه شويه كده شوفها 94 بيقول لك الاثوريتي بتاعت مين؟ بتاعت الاثوريتي بتاعت البورد. لا هو قال الاثوريتي بتاعت الانترنال اوديت اكتيفيتي. ايوه بياخدها من مين الاثوريتي بتجيله منين؟ لا هو بيقول ليميتد تو ذات مين اللي جراندد باي يعني مين اللي بيمنح مين اللي بيمنح السلطه؟ المفروض الاودت كوميتي. ما هو مفيش اودت كوميتي هو البورد بقى. طب ما احنا قلنا المانجمنت. لا ماشي ما انا موافق معاك انا موافق ان البورد ماشي هو قال مانجمنت اند ذا بورد. ايوه انا هيك مانجمنت ليه المانجمنت؟ طب ما احنا بنتناقش هو مش الراجل ده لما قال لي قلت لك الحته دي فيها كونفيوز شويه فيها لبس شويه ان هو حط لك معاها مين يا جماعه؟ ها هو يقصد بالمانجمنت هنا لا يقصد بها السينيور اللي هي الاداره العليا يعني لما يقول لك بورد اند ذا مانجمنت ما يقصدش بها مستويات الاداره الايه الدنيا اللي هي مستويات الاداره الايه. لكن هو الادق طبعا كان يقول البورد بس فضول الاختيارات اللي عندك فضول الاختيارات اللي عندك لما تيجي تبص هل مثلا ياخد موافقه دي الاوديت كوميتي مع الشيف فاينانشال اوفيسر؟ لا سيف هو ده موظف عادي الشيف ده ما ينفعش. طيب هل ياخد المانجمنت والبورد؟
سي ولا السينيور مانجمنت والستاندردز ياخد موافقه المعايير؟ طبعا الستاندرد دي مالهاش دعوه خالص. هل ياخد ايه البورد اند ذا كنترول؟ كنترول ده هو المراقب العادي. فاكتر واحده اقوى واحده مين يا جماعه؟ المانجمنت اند يا جماعه اند ذا بورد تعتبر الاقوى. ما انت عارف ان في حاجات كتير كده بتشتغل بهذا الاسلوب يعني. ايه اللي بعده؟ خلاص كده خلصنا ولا ايه؟ خلاص 12 قلت 12. طب ما تخلص ما تنجز. انت ما تيجي تبص في الجتاه دي ليه اخطاء يعني مفيش قد ايه يفهم بالظبط 12 خلاص ما اعرفش هو محمود عايز يحله هنخليه لا انت قلت 12 كمان طب ما تحل يا عم انجز بقى خلاص يا فيه 12 خلاص حلته ربنا يكرمك 12 كده بقى اوضح النهارده يا فندم ولا برضو لازال واضح نكمل بقى خلاص السكوب بقى بتاع التن الاوديت طبعا اولا هو المراجع الداخلي دوره ايه واحد دوره ان هو يساعد الاداره العليا يساعد الابر مانجمنت الاداره العليا في ان يكون في انترنال كنترول يعني دور وجود المراجع الداخلي في الشركه بيساعد على الانترنال يا جماعه كنترول حاجه ثانيه بيساعد برضو الاور مانجمنت الاداره العليا ان يبقى في افشنسي في الاوبريشن افشنسي في الاوبريشن في كفاءه في العمليه وكمان حاجه ثالثه جديده اول مره هنقولها النهارده وتكسب معانا هديه حضرتك الانترنال اوديتور ان هو ممكن الانترنال اوديتور يساعد الاكسترنال بيساعد ايه يا استاذ ايه الاكسترنال ايه ينفع ينفع الانترنال اوديتور بيساعد الاكسترنال المراجع الداخلي بيراجع بيساعد المراجع ايه يبقى في نوع من انواع الكوردينيشن الكوردينيشن يعني هنتكلم عنها كمان شويه ان شاء الله وقلنا قبل كده ان السكوب بتاع الانترنال اوديتنج هو نفس السكوب بتاع الاكسترنال ولا اقل ولا اكتر في رايك هو اكتر ليه لانه بياخد الفاينانشال وحاجات ثانيه اذروايز صح ايوه لا نقرا الكلمتين دول The three principal functions. الأساسية. هسه الكلام معتمد على أول. هو بتصل كله. بتاع internal auditing within a modern organization are to aid. إيه يعني بيساعد؟ هيساعد على إيه؟ بيساعد the upper management in the maintenance of the firm's system of internal control. الإدارة العليا إن هي تحافظ على internal control. بيساعد the upper management in improving the efficiency of the firm's operations. تحسين كفاءة التشغيل. The external auditors. In the conduct of the audit of the financial statement بيساعد كمان المراجع الخارجي وهو بيقوم بعملية مراجعة القوائم المالية conduct يعني تصرف أو سلوكه يعني هو بيراجع القوائم المالية B the scope على فكرة وأنا بقرأ يا جماعة بسرعة كده ولا حاجة في أحد في الترجمة وقفنا the scope اللي هو إيه السكوب ده اللي هو النطاق بتاع ال work performed by internal audit department هنا قالك internal audit department ها اللي هي نقص بيها برضو الانترنال اوديت ايه activity is much broader بيبقى اوسع طبعا than performed by the independent external auditor اللي بيعمله المراجع الخارجي لان المراجع الخارجي تركيزه بس على ايه financial لكن الانترنال اوديت activity can perform a wide variety of specific ايه يا جماعة ها يوم مهم جدا تعالوا الموضوع نشوف بقى بيعمل ايه الراجل ده على فكرة الادارة اللي انا براجع عليها او الشركة اللي انا براجع عليها حاليا ادارة المراجعة الداخلية فيها عارف اسمها ايه يا اسم كده مش عارف قلت لكم لا اسمها كده اسمها internal audit and risk management وإدارة المخاطر اسمها كده يعني الإدارة اللي انا يعني الجهة اللي انا براجع عليها هي جهة ضخمة يعني عملاقة يعني يمكن حجم ايراداتها في السنة بيعدي 5 مليار هو انت شغال audit مش هو مش audit صاحب. لا audit يعني لا شغلك audit بجد ولا انا اصلا audit مش account لا audit ايه عايزين ندي المحمود ربنا يوفقك ان شاء الله نرجع لموضوعنا المنظمه اللي انت بتراجع عليها اداره المراجعه الداخليه فيها اسمها كده على فكره اسمها انترنال اسمها انترنال اسمها انترنال اوديت اند ريسك مانجمنت انترنال اوديت اند ريسك مانجمنت شوف بقى الحته دي
سالتهم ليه يا جماعه كده؟ قال لك لا هو المراجع الداخلي ده كده قاعد في، لا ده هو المفروض يساعد اداره الشركه في ايه بقى؟ ان هي تقدر تعمل، فاكر حته الريزمنس، تقدر تعمل ريسك ايدنتيفيكيشن الريسك يخش معاها اسسمنت ويقسم الاسسمنت الريسك، وكمان يعمل ايه يا جماعه؟ كنترول الريسك، يحاول يدير الايه الريسك. فاصبح دوري كمراجع داخلي دلوقتي ان انا اشارك في هذه الايه العمليه. فاول نقطه قال لك ايه؟ قال لك ايدنتيفاين اند ايفالويتنج significant exposure. كلمة significant exposure يعني التعرض بدرجة كبيرة، exposure التعرض، significant بدرجة كبيرة. طبعا identifying تحديد evaluating تقييم to the risk and contributing وبيساهم to improvement of risk management في تحسين إدارة المخاطر and control system وكمان نظم اللي يجمع معها الرقم. دورك انك تعمل كده او دورك انك تعمل، وليها قصة على فكرة risk management إدارة المخاطر بيعملوا حاجة ماتريس كده اسمها مصروفة، بيقيموا المخاطر وبيدوا كل مخاطر درجة او نسبة ويقولك ده عالي ولا واطي، ليها خاصة كده بس مش وقته ان احنا نخش فيه يعني. بياخدوها في بارتو في سيكشن كده او جزء اسمه ريسك مانجمنت ادارة المخاطر، اذا ربنا اراد يعني ودخلنا في بارتو يبقى مش هنعمل. برضو من دوري ان انا اقيم او اتحقق من الافيشنسي والافكتيفنس بتاعه الاوبريشنز بتاعه العمليات والمتعلقه بالجوفرنس، عمليات الحوكمه. احنا قلنا يعني كلمه حوكمه قبل كده؟ لا، جوفرنس ده مفهوم طالع جديد او مش جديد بقى، هو بقى قديم دلوقتي يعني. يقول لك ايه معناه كده؟ يعني مزيد من الافصاح، مزيد من الشفافيه، ان المفروض اداره الشركه دي، اداره الشركه مسؤوله امام طبعا المفروض مسؤوله امام الله يعني، لكن هي مسؤوله امام ايه؟ امام المساهمين وامام الدائنين اللي هم الكريدتس وامام الملاك وطلع مصطلح جديد في القصه دي. احنا كنا نسمع عن مصطلح في حاجه اسمها ستوك هولدر، طلع مصطلح اسمه ستيك هولدر. ستيك هولدر، ستيك هولدر دول يعني معناها اصحاب المصالح. فاصبحت اي شركه مساءله امام اصحاب المصالح، ده ممكن تكون الجهات الحكوميه، وزاره البيئه، المساهمين، الدائنين، مش عارف ايه. فده المقصود بكلمه الجوفرنس دي، بتطلب من الشركات يكون في مزيد من الافصاح، مزيد من الشفافيه. ممكن يوصل بقى سبلاير كمان، كل المصدر ده برضو من ضمن اصحاب المصالح، ستيك هولدرز يسموه كده، مصطلح اسمه ستيك هولدرز مش ستوك هولدرز، ستيك هولدرز. يبقى رقم 2 ايفالويتنج ذا ادكوسي مدى الكفايه اند افكتيفنس اوف كنترولز انكومازنج، تشمل او بتتكون الاورجانيزيشن جوفرنس الحوكمه، الاوبريشنز العمليات، انفورميشن سيستم نظم المعلومات، اند بروموشن بيروج اوف ذير كونتينوس امبروفمنت على التطوير بشكل يا جماعه مستمر. ويقال للحقيقه ان وجود الانترنال اوديتنج بيساعد ان الانترنال كنترول هيبقى موجود. يعني مش احنا قلنا ان الانترنال اوديت بيساعد على تحقق الانترنال كنترول، اهداف الانترنال مش كده؟ لا، وخلي بالك الانترنال اوديت ده في الشركه، عارف في الشركه يعني، فبيساعده ان الكلام ده موجود دي تو دي يعني بشكل يومي، عكس المراجع الخارجي. المراجع الخارجي بيجي فتره ويمشي فتره معينه في السنه وبيمشي خارجي، لكن الداخلي عادي جوه. ايه يا استاذ ايه؟ فبيقول لك ان المراجع الداخلي ده طالما موجود في الشركه هيدي لك حاجه اسمها ريزنبل اشورنس، تاكيدات معقوله، تاكيد مقبول ان الكنترول شغال بشكل مستمر او بشكل دايم او بشكل يومي. مع فندم ولا لا؟ وجود المراجع الداخلي بيطمننا يعني، انا لما اخش جوه شركه ولا ان فيها جوه المراجع الداخليه للوهله الاولى كده تتوقع ان في كنترول. يعني طبعا ممكن تخش تلاقي الدنيا بايظه، لكن اللي بتكلم كناحيه كده شكليه، طالما في اداره للمراجعه الداخليه يفترض ان فيها استاذ. ها، وخلي بالك المراجعه الداخليه اللي احنا بنتكلم عليها مش زي المراجعه اللي هي تقول لك روح لواحد يمدلك على حاجه. لا مش انا، المراجع الداخلي لا يقوم باي عمل تنفيذي، دوره بس بيراجع، يخش يفحص ويراجع وبتاع. يعني مش زي المراجعه اللي عندنا في مصر، خش عند المراجع تلاقي المراجع ده بيجمع لك الفاتوره ويمدلك عشان تصرف شيك او حاجه، دي قصه ثانيه اللي بيسموها المراجعه قبل الصرف. لا، المراجعه بتاعتنا مراجعه بشكل تاني خالص. كلام واضح حبيبي ولا لا؟ ربنا يكرمنا ان شاء الله ويوفقنا. من ضمن الحاجات اللي بيعملها المراجع الداخلي evaluating the reliability and integrity of financial and operational information، بيقيم مدى الاعتماديه والسلامه او الصحه بتاعه الفاينانشال اند اوبريشنال انفورميشن. انتجريتي هنا بتيجي بمعنى سلامه المعلومات يعني، او بتيجي ساعات بمعنى النزاهه، بس هو نقول معلومات نزيهة مش ماشي، لكن ممكن تقول المعلومات فيها نوع من انواع السلامة. ممكن تيجي بمعنى تجانس مثلا، انتجريتي. لا انتجريتي معناها النزاهة او تكامل او لا. اربعة evaluating بيقيم effectiveness and efficiency of operation، بيقيم مدى الكفاءة والفعالية بتاعة العمليات. سيبار بين الفرق بين effectiveness و efficiency ولا مش انتو؟ قلناها صح؟ خمسة
evaluating the safeguarding of assets. يعني ايه safeguarding يعني ايه؟ ها النقديه محطوطه في خزنه مقفوله ولا لا؟ طب المخزون بتاعنا محطوط في مخزن، والمخزن ده حواليه سور وفي اقفال ولا لا، وهكذا. فده كلمه safeguarding. يعني الكلام ده طبعا اتشرح زمان بالتفصيل، مش هقول ايه safeguarding of assets. هو بيعمل evaluating. طب 6 evaluating compliance with laws، يعني بيشوف مدى الالتزام، بيقيم مدى الالتزام بالقوانين regulation، التنظيمات contracts، العقود. طب 7 asserting، بيضمن لك whether management has established adequate control criteria to evaluate the accomplishment of objectives and goals. اوف هنا بقى، ما معنى بيتاكد اذا كانت الاداره بتاعتنا حطت adequate control criteria؟ ايه الكلام الجامد يعني؟ معايير مناسبه. يعني ايه معايير مناسبه يعني؟ ما انا عايز افهمها. هي الترجمه حرفيه كده establishing، يعني بيقول لك بيحدد لك اذا ما كانت اداره الشركه حطت كنترول كريتيريا. انا مش عارف بقى. بص يا سيدي، احنا قلنا قبل كده، فاكر حته الكوزو بتاع زمان؟ الكوزو ده الراجل ده قال لك انا ما شرحتهاش وراهنته عليها وطلعتها له من الورق. فاكر الكوزو ده؟ هو انت الكنترول ده كويس ولا وحش بتقيسه على ايه؟ يعني كنترول على كريتيريا معينه. هل الكريتيريا اللي الاداره دي محددها كريتيريا صح ولا غلط؟ انا ممكن الكريتيريا تكون الكوزو، ممكن مثال تاني دي مثال تاني يكون مش الكريتيريا هنا اللي هي البوليسي والبروسيجرز، ولا كريتيريا تيجي خلص. ممكن الكريتيريا، هديك مثال تاني، اديك مثال وبعدين نرجع لها. سي مثلا ان انا لقيت اداره المبيعات بتقيم نفسها على مبيعات السنه اللي فاتت، حلو الكلام؟ ما هو منطقي ان انا بقارن بايه؟ السنه اللي فاتت. بس السنه اللي فاتت كان في ازمه ماليه طحنه، وكانت المبيعات على مستوى العالم كلها ايه؟ منخفضه. فانا ممكن اقول لها خلي بالك لما تيجي تقارن بالسنه اللي فاتت، لان هي الكريتيريا بتاعتها بقت السنه اللي فاتت، اقول لها ان الكريتيريا دي مش مظبوطه، غير كافيه، ان اديكوت. المفروض المقارنه بتاعتك تبقى على حاجه ثانيه، على مثلا متوسط 3 سنين، او الكريتيريا بتاعتك اللي تقارن بيها يبقى البادجت. فنفس القصه، اما بحط كنترول، الكنترول ده بقارنه بايه؟ هل بتقارنه مثلا بالمطبق عالميا؟ هل بتقارنه بمتوسط الصناعه بتاع السنه اللي فاتت؟ هل بتقارنه بايه؟ ايه الكريتيريا اللي بتقارن فيها؟ انا دوري ان انا اعرف الكريتيريا ايه، وابدي رايي اذا كانت الكريتيريا دي كافيه او غير. يا جماعه او غير كافيه. فجي قال لك فيها ايه؟ اقراها تاني كده، اللي هي كام؟ Ascertaining whether management has established adequate control criteria to evaluate accomplishment، عشان يقيم متى تحقق الobjective and goals الاهداف. رقم 8 preventing، امنع، and detecting يعني ايه؟ تكتشف مين؟ فرود. هو الـ يعني اللفظ الادق ما بقولش فرود، يعني انا متحفظ في الحته دي شويه، المفروض اقول ماتيريال فرود او ماتيريال ميستيتمنت، او ماتيريال ميستيتمنت خليها اشمل ماتيريال، يعني الحاجات الماتيريال عشان تبقى شامله الايرور كمان ومش فرود بس. يعني انا دايما في الفرود والحاجات دي انا دور ان انا اكتشف قوي الحاجات اللي هي يا جماعه الماتيريال. 9 برضو قلناها قبل كده بس نكررها مره ثانيه، دورك انك تعمل كوردينيشن. يعني ايه؟ انك بتنسق مع مين بقى؟ مع الاكسترنال، مع شيرنج انفورميشن ويز الاكسترنال. ايه ده ينفع يا جماعه المراجع الداخلي؟ ينفع بيوفر جهد. طب انا مراجع خارجي على فكره، بس اقول لك ان انا اكسترنال اودت مراجع خارجي. انا مراجع خارجي دخلت جوه الشركه راجع عليها، لقيت ان فيها انترنال اودت ديبارتمنت، حلو الكلام زي الفل، على طول اقوم داخل على تاني اوديت. ايه هعتمد عليهم بقى؟ بس ينفع كده اخش اعتمد عليهم؟ الاول بروح اقعد مع الانترنال اوديت مانجر او الانترنال اوديت دايركتور، اقعد معاه واشرب معاه الشاي. الواد ما جابش حاجه من الشنطه دي، المهم يعني. ونشرب معاه ايه يا ابني؟ الشاي. ايه المهم بعد ما نشرب الشاي اساله انت ايه؟ ايه قصتك؟ تخصصك ايه وبتاع؟ اكتشف يا عم الحاج اذا مفاجاه ثانويه عامه، اكتشف ان هم ايه الثانويه عامه؟ ان هو خريج كلية علاج طبيعي. بسم الله ما شاء الله. ايه العلاقة؟ انت عايز تربط. يعني ايه علاقتها؟ طب هل نشاط الشركة فيها مثلا حاجة طبية مثلا ولا حاجة؟ مالهاش علاقة بقى. على فكرة انت ممكن في الانترنال اوديت يكون عندك مهندس، يجوز لو انا شركة صناعية وبتعمل محتاج في التيم بتاعي مهندس، ممكن في الانترنال اوديت يكون معاك تخصص واحد يعني مش لازم بتاع الانترنال اوديت ده على فكرة يكون محاسب او خريج تجارة، لا خالص، ممكن فيها تخصصات مختلفة. بس تخصصات مختلفه ريليتد بالمجال. فاول حاجه بتكلم على الكفاءه، مفيش مؤهلات، مفيش. طب الخبرات السابقه ايه يا عمي؟
انا مثلا شغال في شركه صناعيه، براجع شركه صناعيه مثلا او حاجه صناعيه، هو كان شغال في الصحه بيجينا اداره الصحه، وزاره الصحه بيجينا، يعني حاجه بره الايه، طب مجال خدمتك ده ينفع اعتمد عليه، اعتمد على الشغل ده ولا ايه؟ فعايز اقول لك ان كان وغير دي مثال تاني، اجي اسال اشوف التبعيه بتاعت المراجعه الداخليه لمين، الاقي التبعيه للمدير المالي، مفيش استقلاليه، فلازم الحاجات دي لازم المراجع الداخلي الخارجي قبل ما يستعين بعمل المراجع الداخلي لازم يقيم المراجع الداخلي، يشوف الكفاءه المهنيه، يشوف استقلاليته، يشوف تبعيته للمدير الداخلي. واضحه دي يا فندم ولا؟ شكرا. External auditor, external auditor may decide to use work of the internal auditor. صح، المراجع الخارجي ممكن يقرر ان هو يستعين بعمل المراجع الداخلي. If the work of internal auditor is relevant, لو الشغل بتاع اللي بيعمله relevant يعني مرتبط بيه، يعني مرتبط بشغله، هو المفروض relevant خد سلاش وكمان ويكون independent طبعا، لازم يكون مستقل. And efficient، في نوع من انواع الكفاءة. And internal auditor is sufficiently competent and objective. Competent هنا ده الكفاءة المهنية. efficient الكفايه، efficient معناها فيها شغل وفي نوع من الرانك يكفي يعني، والايه competent هنا معناها الكفاءه المهنيه، يكون كفء مهنيا يعني، ويكون في حته objective للموضوع يعني. شكرا لحضرتك. ناخد سؤال ولا مش لازم؟ ها نكمل الحته دي ولا دي سؤال بس؟ خلينا الحته دي. indicate that should be reported. indicate instance يعني الحالات should be reported اللي المفروض تعمل بها تقرير. الحالات اللي المفروض تعمل بها تقرير اللي هي تشمل الاتي بقى، الفرود الغش، illegal acts اي افعال غير ايه قانونيه، والماتيريال ويكنس. احنا خدنا قبل كده يعني ايه الماتيريال ويكنس ولا لا؟ عرفناها قبل كده، اللي هي اللي قلنا ان هي عباره عن deficiency، مجموعه عيوب او مجموعه من العيوب اللي هي ممكن تؤثر على قدرة الشركة في التسجيل في الدفاتر. قلناها هي بكده تعريف الماتيريال ويكنس، متأكد؟ خلاص صرنا قلنا خلاص. الماتيريال ويكنس and significant deficiency in internal control. significant penetration، penetration يعني لو في اختراق جوهري. of information security يا جماعة، الحاجات دي المفروض تعملها ريبورتنج. يعني أنا راجل مراجع داخلي اكتشفت إن في حاجة فرود، على طول ريبورت. legal act، legal acts report، material weakness في التنة كنتو report، تهديد لنظم المعلومات بتاع الشركة. الحاجات دي على طول تديها أستاذ إيه، حاجات ما تستناش يعني. مش كده بس، في حاجة عايز أقولها لك. نعم. material weakness ده في التنة كنتو نفسه، أنا ينفع report أنا عليه؟ طبعا، ده أنا براقي التنة قلت هنقولها كمان شوية، هيراجع التنة كنتو. يعني اديك مثال، انا قصدي هو هيريبورتو للاودت كوميتي. اه لا، هو في البراكتس، في البراكتس بنبعت التقرير نسختين. يعني في البراكتس ايه اللي بيحصل؟ انا نزلت راجع مثلا على الاداره الماليه، فلقيت عمنا محمود هو اللي بيستلم الشيكات وهو اللي بيسجلها وهو اللي بيحطها البنك. ده بالنسبه لي يعتبر ايه؟ ريسك فاكتور. ريسك ده يعتبر سيجنيفيكانت ويكنس في الانترنال كنترول، او ماتيريال ويكنس في الانترنال كنترول. اعمل ريت واعرضه على مدير محمود، مدير اداره المراجعه الداخليه، او اسف مدير الاداره الماليه يعني الماليه، واشوف المدير هيعمل ايه. لو المدير نفذ خلاص الموضوع انتهى ومشى محمود او جاب واحد تاني معاه خلاص. لو المدير ما عملش حاجه بصعد الامر للاوديت كوميتي، كريت للاوديت كوميتي. واضحه الفكره؟ ده اللي بيحصل، ده اللوجيك اللي بيحصل، لان الاوديت كوميتي يعني في ملاحظات انا ممكن اقول الاوديت كوميتي تضغطها خلاص. واضحه ولا لا؟ وبيجي في الاخر على فكره السنه بنعمل ايه؟ بنعمل تقرير في الاخر بقى نحط فيه كل الملاحظات اللي طلعناها، والملاحظات اللي هي كلوزد اللي هي اتقفلت، واللي هي حاجات اللي لسه ايه اوبن مفتوحه. بتاع بقى الاوديت كوميتي يركز على الاوبن، الكلوزد خلاص يركز على الايه، على الاوبن. انا كنت اقول حاجه قبل زميلك يخش كده يقطع حبل افكار. اه في مره من المرات، احد المرات يعني، لقينا محمود جايب لي كوبايه عصير كده، شايف العصير اللي هو كان ميكس ابو 2 جنيه 75، ده عارفه ولا ايه؟ شفته ولا هنا ايه اللي حصل؟ الراجل ده يعني مش طبيعته يعني، وكل يوم هو جاي يجيب لنا حاجات حلوه وياكلنا ويشربنا ويعزمنا. كرم. طب منين الراجل ده؟ جاب منين ده؟ احنا عارفين حكايه ان هم كل اللي بيقبضهم كلهم 1500 جنيه في الشهر، يعني ايه القصه يعني؟
فيجي يقول لك هنا في حاجة اسمها بيسموها فرود انديكيتور. فرود انديكيتور يعني ايه؟ مؤشرات، مؤشرات غش بتحصل في البلاتس. تلاقي واحد زميلك في الشغل كده مره واحده لبس ساعه مش عارف النعمه بنت عليه. ايوه هي النعمه بنت عليه. لبس ساعه لبس ساعه راضي وجاب لك مش عارف بدله شيك وغير ايه يا عم اللي حصل. ودي على فكره الحاجات دي بتكتشف كتير وبتبقى احد الاسباب اللي بتشوف حالات سرقه وبتاع. لذلك انت لما تيجي تفتكر تشوف الافلام العربي زمان لما يعملوا سرقه يوزعوا الفلوس على بعض يقول له اوعى تصرف في الفلوس دلوقتي. ليه؟ ارقامهم متاخده. لا غير ارقامهم متاخده. بيجي مثلا ضباط المباحث والكلام ده لما يلاقي واحد كده من المشبوه فيهم بيصرف فلوس كتير يعرف ايه؟ سارق. هو سارق على طول يقوم جايبه ويقبض عليه عشان بيصرف فلوس بس. فده بيسموه انديكيتور. انديكيتور يعني مؤشر. مؤشر. انت كمراجع داخلي لو شفت محمود بيعمل كده تعمل ايه؟ هرزع ريبورت. لا مش هرزع ريبورت ازاي؟ ما يمكن وارث يا اخي. يمكن محمود ورث حاجه. اتحقق بقى انفستيجيت. يبقى هنا طالما في فرود انفستيجيت في فرود انديكيتور مؤشرات الغش انا دوري ومفيش غش بس في مؤشر انفستيجيت ان انا اعمل فيردر انفستيجيشن او ترفع لو انت شايف الموضوع مهم ممكن ترفعه الاداره العليا يعني. لكن بتحاول تشوف بتاخد قرار هل اعمل فيردر انفستيجيشن ولا اتحرى عن الموضوع ده. هتلاقيني كده كتب لك بالايطالي نوت الملاحظه دي هتلاقي على فكره سؤال بس مش في الكتابه هتلاقيها في السي دي في السي دي اللي هي الانترنال اوديت شود ايفالويت بيقيم بقى الفرود يا جماعه انديكيتورز مؤشرات الغش اند ديسايدنج وبيقرر ويذر اني اديشنال اكشنز اذا كان محتاج بقى افعال اضافيه او اجراءات اضافيه نسري ضروريه اور ويذر انفستيجيشن شود بي ريكومندد او يعمل توصيه بالتحقيق توصيه اذا كان يحصل فيه فيرذر انفستيجيشنز يعني تحريات او تقصي حقائق يعني. ناخد سؤال كده مثلا نقول سؤال رقم 90 و95 حد حل 90 كلهم فعلا كلهم ايه كلهم شغالين كلهم صح بس الاخير يعني كلهم صح شغالين هو السؤال هو السؤال بيقول لك الموست بيقول لك which one of the following statement ايوه represent ايوه the most important benefits of the internal audit activity. حلو قوي. ايه الموست بقى اول واحده هي بتعمل كل ده assurance that published financial statement are correct يعني تتاكد ان الفاينانشال ستيتمنت صحيح دي اولى. طب ما دي تم ده طبعا دي اكسترنال يعني هو انترنال لو لقيت حاجه غلط مش هتقول بس مش هو اللي بيديك الاشورنس بيديك الاشورنس الاكسترنال القوائم الماليه دي شغل اكسترنال ماشي اشورنس فرودلنت اكتيفيتي الانشطه اللي فيها غش والبي ديتكتد سوف. طب مالها دي سوف مش لا ما تديش تاكيد هي اولا هي الماتيريال لازم في مين. طب اخر واحده دي اشورنس ذات زير از كنترول اوفر داي اوفر داي تو داي هي دي اقوى دي دي قالك اشورنس تيك تاكيد ان في ريزم كنترول اوفر داي وجود وجود الانترنال اوديت بيديك تقييم ان في كنترول موجود ايه كده سفر برضه نوع من اللخبطه دي الانترنال كنترول كلها كده اسئله الانترنال كنترول كلها بس انت قلت بتيجي صريحة يعني بسيطة 95 ايوه يعني بتيجي مفهاش 95 لا قلت كده صحيح قلت كده خالص انا قلت سهلة ذاكر اللي احنا بنقوله هتيجي سهلة مبقاش عنده مشكلة ان شاء الله. Which one of the following activities سهلة ده انت هنيجي ضلمة طب شوف السؤال ده هتحله ازاي طب ليه كده طب حل السؤال ده حفزنا طب يلا عاملين من اول الكورس مكسر في ما حدش كله بيجي ده كله بيجي خلاص
صفصفت علينا بس مش كده ايه يا بقى حلو يا ابني لما بقى 20 طالب قاعدين قدامنا اهو كويس. لا هي الناس بتيجي في الجزء النظري وتكسر يعني. حليتها ولا لا يا اخي؟ حد حليتها؟ لا. طب ليه ما حليتهاش بقى؟ برضو كلهم برضو لا. بص يا عم الحاج، لو انت رجعت بالذاكره او مش بسجله، مش الراجل ده بيسجل لنا ولا لا؟ السيف جارد بتاعت المسجد. السيف جارد يعني الناديه جوه الخزنه صح كده ولا ايه؟ شويه بس. الراجل ده بيسجل لنا ولا ما بيسجلناش؟ بيسجل. لما يجي يسمع تسجيل المحاضره هيجي وانا بقرا كده في صفحه 23 عند الجزئيه رقم 5. قلت لك ايه في 5؟ ايفالويتنج سيف جارد اوف اسيتس. هيلاقيني كلمه ايفالويتنج دي قلتها 4 مرات. ايفالويتنج فكده ده لا لدرجه ان انت فكرتني علقت. مش كده ولا انا يا جماعه؟ مش انا اللي مسؤول عن السيف جاردنج اوف اسيتس، هو انا اللي مسؤول كمراجع داخلي عن وضع النقديه في الخزنه؟ لا، انا اجي ابص واشوف النقديه في الخزنه ولا لا. هو انا اللي مسؤول ان انا احط المخزون في اوضه والاوضه دي تكون في حواليها اسوار، لكن انا دور ان انا ايه؟ اقيم بس. الغلطه اللي عندك في السؤال رقم 4، هي كام السؤال الحلو ده؟ 95. حته مفيش ايفالويتنج، قال لك ان هو مسؤول عن السيف جاردنج اوف اسيتس. انا اسف، مش هو اللي مسؤول، ده كل فيما يخصه مسؤول عن تمام. هو مسؤول ان هو يشوف مدى كفايه لازم هو بيعمل ايفالويتنج وليس سيف جاردنج. السيف جاردنج ده مسؤوليه اشخاص اخرى. انا دوري اقيم مدى واضح ده فندم ولا لا؟ الباقيين كلهم بينا كده. شكرا لحضرتك. انا كنت متاكد انك الحل غلط. حلو السؤال. ايه هو على فكره انا وريتش وانا بشرح اقولها لك. احنا جايين بنتعلم. انا قلت اسيبها عشان ايه؟ اشوف هتمشي معاك ولا لا. بس انا تعمدت ان انا وانا بقراها لك اقول لك ايفالويتنج. قلت نرجع لموضوع ده. فايده ان انت تاخد كورس في المنظمه العربيه. والله احنا بنتكلم فيها. اوه متعدش بقى، انت راجل بقى خبره عارف. بس انت قلتها قبل كده، هي حظ برضه. يلعب بيها دور توفيق. توفيق مهم. بس ماشي، يعني ممكن تبقى مذاكر كويس بس مفيش توفيق. ممكن طبعا ده اكيد يعني. انا ممكن على سبيل المثال اديك مثال. انت قلت في السي بي اي جايب 75 في ال هديك مثال. يعني هديك مثال على التوفيق. انت ممكن مثلا حضرتك ما تذاكرش الانترنال كنترول وتخش سي كويشنز في الانترنال كنترول. سؤال مقاله كامل. مش هقعد طيب بقى خلاص. طب ايه حضرتك قلتها امبارح؟ مش كده حضرتك؟ وممكن ما تبقاش مذاكر الانترنال كنترول، ما يجيش في المقاله، يجي لك في الاسئله الاختياريه مثلا، يجي لك عليها 10 اسئله تضربهم بلايكه تحل 5 صح و5 غلط فتنجح. مستر عبد الله جايب 75% بالظبط في بارت في السي بي اي. مش لازم تشغلها بالظبط. قول لهم طيب يا باشا، قول لهم طيب، قول لهم. مش عارف انا ايه الراجل ده. انا ما بشربش ده يدل على نجاحك يعني. ما اقولش حاجه. جبت بارت 75% بقت تفضحنا يعني. ايوه يعني الحظ برده حالفك في مش حظ، التوفيق يعني 1% حددته. ربنا بيذاكر يعني، لازم يذاكر. واحد ما جابش 5% ده كان زمان اللي بياخد السي ام اي يمتحن الماده كمان اضافيه. ما اتلغت خلاص ده. اما عدلوا الشهاده بتاع السي ام اي دخلوا الموضوع في بعضه. دخلوا في بعضه. الامتحان ما بتجيش الحته بتاعت الكنترول دي ورا بعضها. لا يا فندم، الامتحان بيجي لخبطه. السمك لامن طن بهند. مالناش جواب زمان بقى. ما يلغوا الشهاده بقى خلاص. ممكن مع السبعين معاهم. ولا صعب ولا شهاده يا عم. ذاكر ان شاء الله ربنا هيكرمك. ذاكر وخش امتحن ربنا هيكرمك. وبص ما تطولش. هتطول كتير هتتعب. يعني انا رايي كده انجز. خش في شهر 9 وامتحن على طول. هو 10. هو 10. لان الشهاده المهنيه لما تطول. وبعدين انتوا عندكم ميزه، انتوا هتخلصوا الكورس في كام؟ هناخد الكورس في كام شهر؟ فاضل شهر يعني. ده وبدانا امتى احنا مع بعض؟ هتخلص
خلاص يعني انت فرصه حلوه جدا تخش يعني يا عم بص عايز انا قبلكم قبل كده برضه عشان الراجل ده ما احبطكش انا بفضل الله تعالى انا خدت السي بي اف سنه الكلام ده حقيقي مش بكذب يعني وليس للشهره يعني في حاجات ثانيه بيقولوها للشهره يعني لكن ده حقيقي انا واخدها في سنه خدتها في 98 كورس في نوفمبر 98 نوفمبر 99 كنت بمتحن الاربع مواد كان الامتحان زمان على يومين مادتين كل يوم مادتين كل يوم مادتين طلعت على الاربع مواد زي ما الراجل ده قال بقى طالما انت فضحتنا يعني ايوه قول لهم بقى 75% وجبت ماده 76% وجبت ماده 84% وجبت ماده 86% اللي جبت 84% مش مهم بقى تفرق معاك في حاجه كوست شكلها مفيش كوست جامد بتكلم على السي في اه لا طلعت واخد الاربع مرات حطهم في يومين ورا بعض يعني ورا بعض يعني فهو توفيق في عنصر توفيق طبعا بس انا كنت مذاكر ما كنتش مذاكر كنت مذاكر الاربع مواد ومذاكرهم كلهم على نفس قدر الاهميه ومش سايب حاجه ومذاكر فربنا وفقني جبت في المادتين دول ونجحت دي كانت ماده اللي هي البيزيس 2 ودي التاكسيشن اللي كان اسمها الار ضرايب يعني وال 84% دي كانت في الاوديت وال 86% دي كانت في الفور فالحمد لله هو توفيق بس انجز انت وخش يعني وبعدين دايما ما تخافش انك مش تنجح لا خش وامتحن بس انت اعمل اللي عليك اعمل اللي عليك ويبقى عارف ان الشهادات المهنيه هي معروفه كده نسبه النجاح من اول مره مش عاليه يعني نسبه النجاح من اول مره مش عاليه لكن تاني مره بتبقى افضل ان شاء الله هو ده على اساس اللي احنا نخشها مره ما عدناش نخش الثانيه معلش لا حد هيسالك بص حضرتك بعد ما تاخد الشهاده ان شاء الله بالنسبه لك اذا ان شاء الله خدت الشهاده لا حد هيسالك انا مثلا انا معايا السي بي اي مثلا حد بيسالني انت جايب سكور كام ده انا بقول لك طب ما انا كان ممكن اقول لك ان انا جايب 99 و98 و96 و97 وطلعت من احسن 10 على المستوى هي شهاده بس اقول لك على حاجه هي فرصتك في اول مره بس محدش هيسالك بعد كده خلاص من اول مره ولا من ثاني مره ولا من ثالث ماشي بس بعد كده هتحبط ماشي بس هي اول مره تحبط ايه اول مره ما جبتهاش من اول مره خلاص انت عايز تفهمني ان انت طول عمرك عبقري في المدرسه يعني وكنت بتطلع من الاوائل يعني في عادي ايه مشكله تخش مخش ثاني هو في ايه حالش ما بتوقفش هي نسبة نجاح أصلاً ورور الدوائز ما بتزيدش على حاجة 20% يعني هي كده بس حاجة 20% يقصد بيها إيه؟ إن كل 100 يخشوا في الويندو ده ينجح منهم 20 إيه المشكلة إن أنت تبقى واحد من 20 يعني؟ إيه اللي يهمك؟ وزي ما كنت قلت لك زمان أنا راجل سيلف سبورتد يعني إيه سيلف سبورتد؟ يعني انا لا كنت بوصف على نفسي يعني في 98 لما كنت باخد كورسات كنت اقول لنفسي ايه الفرق بيني وبين الراجل اللي بيحضرني السنه هي السنه اللي بيني وبينه اللي هي خلصها واخد فيها السي بي هو احسن مني في حاجه انت شايف ان انا احسن منك ايه ده بقى لو انت شايف ان بقول ان انا ده اشيك انت على دماغي يا باشا ربنا يخليك فمفيش حد احسن من حد اجتهد صح ولا بقول غلط فكل ما كل اللي اجتهد ان شاء الله ربنا نرجع لعمل وبعدين الشهادة على فكرة حتى لو انت ما خدتهاش ما قصدش ان شاء الله هتاخدها الناس اللي بتشتغل بالذات هتفيدها في الشغل حتى لو الحاجة مش ابليكابل او مش بتطبقها قوي الشهادة فيها ميزة بتفرمط دماغك صحيح والله وتخليك تفكر بشكل مختلف وحاجات كتيرة بتقابلك يعني بقولك ناس كانت بتخش الفار بس عشان تعمل انترفيو تخليك تعمل انترفيو لا عايز اقول لك بقى ان انا زمان في الفار بقى ما حكيتلكش انا كانت الناس تاخد كل البرطات في كل حتة بس كان لازم يجي ياخده عند البارت الفار عشان ينجح في الانترفيو ويعمل ايه كان لازم يجي يحضر معايا البارت بتاع الفار يعني كان خص ايه انتوا ليه انا حضرت معايا الحته زمان ده كان قصة يعني كان بكلم بجد والله انا لاحظ الناس مستنيش انا وعمار عادي كده ما هو بص يا فندم الناس بتطول وانا قلت لهم ما تطولش خلص واخلص لكن الشهاده المهنيه ميزتها انك تاخدها بسرعه تقعد لي بقى سنتين تاخد الكورس وبعدين تمتحن في 6 شهور ما ينفعش هي يعني بكتير قوي سنه ونص خلاص قلبه وقوم ما ينفعش فاضيين بقى يا عم الحاج فاضيين بقى ولا ايه وبعدين واحد يقول لك يا اسطى انا باخد عشان اتعلم لا اتعلم بعدين طب هات الكتب في البيت واقرا اقعد في المكتبه واقرا الشهاده مهمه بتفرق معاك في الشغل ومش عارف ايه وبتاع وهرجع اقول لك تاني يعني الناس اللي بتقول لك ان احنا ما بنشتغلش بالشهاده المهنيه والكلام ده انا قلتها قبل كده الشهاده المهنيه دي عباره عن البرواز اللي انت بتحط صورتك فيها انت عايز تحتاج برواز شيك هي ده البرواز الشيك اللي هتحط ممكن يبقى معاك الشهاده ومش فاهم
اكم من الناس هتلاقيها معاهم السي بي اي والسي ام اي والسي اي ما بيفهموش، بس هيخليك تحط بس رجلك على اول سلمه بس هو برواز كده حاطط فيه نفسك، يعني لازم يبقى برواز شيك كده. جوه البرواز بقى بيختلف، واحد شيك كده زي حالتي واحد زيك يعني بيختلف. الله 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 الله، ماشي. ايش فين؟ في دبي. يلا يا عم نرجع لموضوعنا. ايه انواع الاوديت بقى اللي ممكن يقوم بيها الانترن اوديت في رايك؟ المراجع الداخلي اللي ممكن يعمل انواع ايه اوديت؟ اوه اوه ما تعدش بقى. اول حاجه سهله نقولها، ممكن يعمل فاينانشال اوديت، صح ولا لا؟ يراجع فاينانشال ممكن، اه ممكن يراجع اوبريشن، ممكن يراجع بيرفورمانس، وممكن يراجع مش عارف بروسيسنج داتا. اوبريشن يعني السيلز مثلا، اي حاجه في العمليه الانتاج. ممكن يخش المصنع يراجع عمليه التصنيع نفسها، عمليه المبيعات وهكذا. فهيقوم بانواع ايه يا جماعه؟ كتيره، بس احنا هنركز هنا على نوعين اساسيين، يعني اشهر نوعين. فجي قال لك ايه؟ التايبز اوف اوديت كونتاكتد باي انترنال اوديتور. ايه انواع اللي ممكن يقوم بيها المراجع الداخلي؟ قال لك التايبز اوف اوديت كونتاكتد باي انترنال اوديتورز. باشا اتفضل يا جماعه. نعم فين يا ابني الاكتنز بقى؟ بس الناس دول واضحه دي يا فندم ولا ايه؟ زي بيقوم بانواع متعدده من الايه؟ من الاوديت. في سؤال يا فندم؟ الكومبلاينس بس. اه عايز اعرف يعني ايه كلمه كومبلاينس؟ ده سؤال كويس. ده العنوان رقم 4 اللي هنقوله، حاجه اسمها الكومبلاينس اوديتنج، ودي خلي بالك بتيجي ساعات كتير في الاسي كويشنز، بيسموها مراجعه مدى الالتزام. التزام بقوانين مثلا؟ التزام بقوانين، التزام بعقود، التزام باتفاقيات، فبيسموها مراجعه مدى الالتزام. مثال رقم 1، واخدين قرض من البنك الاهلي سوسيتي جنرال بمبلغ 50 مليون دولار، ومتفقين ان البنك دوت او القرض دوت يتم صرفه في اوجه معينه او في حاجات معينه. مين اللي يجي عشان يراجع؟ ممكن المراجع الداخلي بقى يجي يراجع عشان يتحقق من مدى التزامنا بايه؟ بشروط القرض. ينفع ولا ما ينفعش؟ اه ينفع. طب شركه حضرتك بتشتغل في صناعه الاسمنت، والمصنع بتاعها بيطلع انبعاثات ضاره بالبيئه، وفي متطلبات متعلقه بقوانين البيئه الانفايرمنت، مين اللي يجي يشوف الموضوع ده؟ المراجع الداخلي يجي يشوف، يراجع السيستم بتاعنا والنظام مدى التزام بقوانين البيئه. عاملين بوليسي تامين، بوليسي تامين انشورنس، بوليسي تامين بتشترط ضد الحريق ان يكون في كل دور طفايه حريق، طفايه حريق وحنفيه حريق ومش عارف ايه وايه 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 وايه، واشتراطات معينه. وخلي بالك الاشتراطات دي لو مش موجوده وحصلت الحريق ما بتدفعش فلوس التامين. لازم نلتزم بقى. مين يجي يراجع ويتحقق ان احنا ملتزمين بمتطلبات فلوس التامين؟ مين يراجع بيقول لك الانترنال اوديت وهكذا. الانترنال اوديت حال الكومبلاينس دي بيقول لك زادت اهميتها اكتر مع زيادة التنظيمات والقوانين والجهات الحكومية والجهات الإشرافية، بدأت دور الكومبلاينس اوديت يزيد أكتر، لأن أصبحت الحاجات اللي أنا مطالب إن أنا ألتزم بيها بقت إيه يا جماعة؟ بقت واضحة يا فندم ولا؟ الكومبلاينس اوديت ممكن ما تلاقيش عليها أسئلة عند حضرتك في الكتاب، وممكن ما تلاقيش كمان في السي في، لكنها موضع سي، موضع سي، ممكن يجي لك سي. أنا أفتكر مرة جالهم سؤال في أحد المقالات، كانت بيئة، شركة ومش عارف إيه وبتاع، والبيئة ومش البيئة و... ايه نوع المراجعة اللي نعملها يعني؟ فكانت الإجابة بمنتهى البساطة إن احنا هنعمل نوع من أنواع الكومبلاينس يا جماعة، ودي عشان نتحقق إن الإنبعاث كان فيها حتة الإنبعاث يعني يتماشى مثلا مع المعادلات المسموح بها وفقا للإيه؟ للقوانين. كلمتين كده بتخلص القصة يعني، قصة. وإن كان في ديفينيشن هنا تعريف صعب للكومبلاينس أوديت هحاول أقراه معاك إن شاء الله. نكمل يا بيقول إيه؟ بيقول لك الكومبلاينس أوديتنج اللي هي مراجعة الالتزام أو مدى الالتزام زي ما بيسموها، قالك ان الانترنال اوديتورز شود اسس بيقيم الكومبلاينس ان سبيسيفيك اريا، يعني بيقيم الالتزام في اريا معينه يعني، از بارت اوف ذير رول ان ذا اورجانيزيشن جوفرنس، كجزء من دورهم في حوكمه الشركه. زي اولسو شود كونداكت فولو اب، بيعملوا عمليه متابعه، اند ريبورت اون مانجمنت ريسبونس، وبيعملوا تقرير عن مدى استجابه الاداره للريجولاريتي
بودي ريفيو. كلمه هنا ريجولر بودي ريفيو بقى يعني ايه بقى؟ ريفيو يعني مراجعه او متابعه. ريجولر اللي هي الجهات الحكوميه او التنظيميه، ريفيو اللي هي المتابعه. يعني ايه؟ يعني جت وزاره الصحه جت قالت لك انت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا، ها هل اداره الشركه هتستجيب لطلبات اداره الصحه ولا لا؟ جه موظف الامن والسلامه قال لك انت المفروض تعمل كذا وكذا وكذا، هل هل اداره الشركه هتستجيب لو فهمني بيه ولا لا؟ فكلمه الريجولتي بودي ريفيوز دي اللي هي مراجعه بقى وزاره الصحه وزاره الامن والسلامه وزاره البيئه، بتيجي تطلب منك طلبات ومواصفات معينه، اداره الشركه بتلتزم ولا ما بتلتزمش؟ فاهمين يا جماعه اقصد ايه ولا واضحه؟ نتمنى كده. given the ever expanding scope، بيقول لك بقى هنا ايه؟ السكوب بتاع الكومبلاينس بقى واسع قوي. طب ليه واسع؟ لان بقى فيه يا جماعه governmental ايه regulations، these duties of internal order have assumed increased importance. يعني اصبح دور المراجعه الداخلي في القيام بمهام الكومبلاينس زاد قوي مع زياده ال regulation. بقول لك في اكسبان given هنا اسمها مع الاخذ في الاعتبار ان في اكسبان توسعات في الجوفرنمنتال ريجوليشن في التنظيمات الحكوميه، دور المراجعه الداخلي في القيام بعمليه الكومبلاينس زاد واصبح اكثر اهميه. واضح دي يا فندم ولا صعبه دي؟ هما الكلمتين دول كفايه قوي في الكومبلاينس اوديت، اكتر من كده ما تقولش. في حاجه انت عاملها بولد كده، ما البولد ده التعريف بتاع الاي اي مش كده؟ انا شغال يعني برضه اه تعريف صعب شويه. كومبلاينس بروجرام اسيست اورجانيزيشن. ايوه يا سلام عليك، انت بتقرا؟ نشوف التعريف ده بيقول ايه كده. يعني الديفينيشن دي مش لازم تحفظها، ما بيجيش بالظبط. يعني بيقول لك ان الاي اي از، طبعا في ناس بقى تقعد تحفظ الكلام ده، التعريف دي ما تحفظهاش، تفهمها بس، تحاول تجيب منها جنب. بس الكلام ده عايز اشوفه. مفيش اكتر من اللي انا بعمله معاك ده، مش هتلاقي الراجل اللي جنبك ده يقول لك، اللي قاعد جنبك ده يحكي لك. ان انا مثلا في نظري مثلا اللي كتب كده، كل اللي بعمله هو واخد مثلا ايه، بيبقى مثلا السؤال ان هي ايه اللي مش في دول مثلا، هو انا واخد السؤال من ده كده ودول دول اللي معايا، تمام؟ ده مش لاقيه يعني، ده اسئلته ملخبطه، انا عايز مثلا انجلش الاسئله بتاعه راجيه وعايز انا اتكلم وخلاص، ولا مش عارف يعني، فاهم سؤالي؟ يعني عايز يقول لك محتاج حفظ. في حضرتك اي سؤال وقف معاك وانت بتحله ما بتشوفش كويس ولا واقف معاك؟ لا مش كده، انا قصدي ان انا عايز اذاكر، انا مش عايز يعني، انا عايز اذاكر تمام، بس مش الانترنال مش لاقيه حاجه، مش لاقيه ان انا وانا بحل كده ابقى مثلا ايه ورقه ارجع له، انا لازم اخش في البتاع واقرا البتاع واقول له اخد بالي، فاهمني؟ ايه؟ ما انا مش فاهم. كان السؤال البعد النظري بتاع يعني حفظ يعني كله مرتبط ببعضه، كله مرتبط ببعضه عامه جدا تمام، ان انا مش عارف حاجه، ولا مثلا سي كويشن انا هتكلم يعني بتكلم بقى. لا يعني هدي حضرتك مثال، مثلا سي كويشن لسه جه لواحد اول امبارح في الامتحان، جاب له كيس اكونت ريسيفبل وراجل بيحصل وبتاعه وبيسجل ومش عارف ايه وبتاع، قال له قول لي ايه الويكنس، قول لي سكور النقطتين ويكنس في الكيس ديت والنقطتين ستريس. ده كان السؤال اللي انت كنت في السيكوس عايز فهم. السؤال الثاني نفس السؤال، هو قال له قول لي ايه اللي تعرفه، ديسكاس بريفلي الكوزو. هو كله عايز يفهم. ها؟ يعني هو مثلا اسئله مش مع حد، اسئله يعني احد مذاكر. طب ما ده اللي انا قلته لحضرتك في الانترنال كنترول، اي حد مذاكر الانترنال كنترول احنا شارحينه ان شاء الله هيجاوب. اي حد مذاكر اي حاجه هيجاوب. لا اللي احنا قايلينه ازاي؟ لا انت حضرتك ما دخلتش امتحانات قبل كده اصلا. الامتحانات ما بتجيش زي اسئله كتاب. امتحانات ما بتجيش زي السي دي ولا تيجي مختلفه. الامتحانات دي مختلفه. والشهادات المهنيه طبيعتها كده يعني. لسه مش سيت الكتاب دي فهم الامتحانات. ايوه يا فندم. بس بتتغير يعني، متغيره يعني. يعني انا نفس الافكار ولا هجيب افكار؟ يعني ممكن طبعا تقول حوالي 70% بتبقى نفس الافكار و30% افكار جديده، بس مش سؤال بالارقام. لا ملهاش الارقام، بس نفس الافكار، نفس الماده العلميه كده مكرره بس كده. امال الناس بتنجح ازاي يعني؟ او مثلا واحد دخل وجاب 340 مثلا، فاضل له 20 درجه، جاب 340 دول ازاي؟ ما هو جاوب برضه حاجات يعني. لكن انت لو انت عايز تقول لي ايه الطريقه الموسته لمذاكره الانترنال كنترول، اقول لك الطريقه الموسته هي الطريقه اللي انا بعملها معاك دلوقتي، اللي هي الطريقه حتى وسؤال، حتى وسؤال، الجزء وسؤال وتقرا جزء وسؤال وتقرا جزء وخلاص على كده. بعد كده هتقراها مره واحده خلصت.
مش كده يا فندم؟ ده زي ما قلت حضرتك التكرار، يعني ذاكر مرتين ثلاثه ورا بعض هتلاقي العمليه تمشي. يعني مش محتاج تحفظ تعريف مثلا؟ لا، تعريف ما تحفظ، النقط الاساسيه تعرفها، لكن الحفظ والكلام ده ما بيقس قدرتك على الحفظ. كي وورد يعني لكل حاجه كده، بيقس قدرتك على الحفظ. زائد ان انت بتعبر في الاسي كويشنز عن ما تفهمه، يعني عن ما تفهمه. هو بس يمكن عشان ما بداش يذاكر، ما بداش يحل التحليل. انا مش بديتك، انا مش بديك هوم ورك سؤال اسي كويشنز بتاع يونت 9 حليته. يونت 9 ده اسي كويشنز مثال اللي بيجي في امتحان كيس ستادي، بيقول لك قول لي بقى في الكيس دي ايه مسؤوليه الاداره. هتقول له كلمتين، مسؤوليه الاداره ان هي مثلا ريسبونسبل، مسؤوله عن وضع نظام للانترنال كنترول، وتكون الانترنال كنترول يكون من حيث الاوبريشن مش عارف ايه والافكتيفنس كلمتين. طب ايه مسؤوليه المراجع الخارجي؟ طب ايه مسؤوليه الانترنال اوديت؟ حضرتك فاهم مقصودي؟ ربنا يكرمك. نرجع للتعريف. التعريف ايه كنا بنشرح فيه قبل؟ الراجل ده بقى حبل افكارنا. تعريف الكومبرا الاي اي اي ايه؟ تعريف الاي اي اي ده انا قلقان عليك، ده انت طلعت بتضرب الحاجات التانية اللي قبل كده. لا انا عايز اقول لك كل ما اجي ابقى عايز اذاكر الانترنت بتقول لي ايه بذاكر انا قلت لك من الاول قلت لك من الاول لازم ذاكر التنه كنترول من الاول باول محاضره وركزت معاك قلت لك ابدا معايا واحده واحده هتلاقيه سهل. الراجل ده بيذاكر من الاول ماشي معاك ولا؟ الحمد لله ذاكر اول مره هتلاقيه سهل، لكن هتسيبه كده وتيجي تذاكره مره واحده تقول تناظر يا مره واحده مش هتعرف تقراه. انا كده قلنا قبل كده برضه هرجع اقول لك الراجل اللي خد التنه كنترول قبل كده جنبك ده هيحكي لك هيقول لك ايه الشغل بسموه. هو يحكي لك ويشرح لك ان شاء الله. دي نقرا التعريف بقى يلا. قال لك كومبلاينس بروجرامز برامج الالتزام اسيست بتساعد الاورجنايزيشن المنظمات ان بريفنتنج، خد بالك بريفنتنج يعني بيمنع ان ادفيرتنت امبلوي فايوليشنز. ايه الكلام الجامد ده بقى؟ بدانا بقى الكعبله بقى. ان ادفيرتنت هنا يعني غير متعمده، غير متعمده غير مقصوده يعني. امبلوي فايوليشنز اللي هي المخالفه. ايه يا عم ازاي ده؟ هو انا دوري كمراجع المدى الالتزام ان انا امنع المخالفه غير المتعمده؟ اللي انا اعرفه ان انا امنع المتعمد وغير الايه؟ متعمد. يعني اللي يقصد واللي ما يقصدش حاول ما يحصلش مخالفه. طب ليه قال فايوليشنز هنا مخالفه؟ لان انت بتشوف مدى الالتزام بشيء ما، الالتزام بالقانون، الالتزام بعقد، الالتزام باتفاقيه. فلو حصل فايوليشن يعني انت بتخالف الاتفاقيه، بتخالف العقد. طيب ديتكتنج يكتشف الليجال اكتيفز الانشطه غير القانونيه اند ديسكوريجنج ولا يشجع على الانتنشنال اهو العمد بقى. البوليز ايه يا جماعه؟ ها فاليوشنز المخالفه المتعمده. يبقى انا دور الاثنين امنع غير المتعمد ولا ايه يا جماعه؟ امنع الحاجات اللي فيها فروض، امنع الحاجات اللي فيها الليجال الاخر. برضو ممكن تساعدك زي كان هيلب، زي كان اولسو هيلب تو Prove insurance claims. دي بتساعدك على فكرة برضو في انك تطلب حاجة سموها insurance claims اللي هي مطالبات التأمين. عارفة دي مطالبات التأمين؟ اللي هي مثلا لو حريقة وقعت وعايز اعمل مطالبة كليم ان انا استرد التأمين. الانترنال اوديت تساعدك عن طريق ان انت بتبقى عامل ريبورتس معين ان انا ملتزم بشروط البوليسة. فطالما انت ملتزم بشروط البوليسة يبقى من حقك ان انت يا استاذ تسترد الطالب. احنا عندنا بتتعمل على الكليم ده على الميديكال. على الميديكال؟ يعني ازاي بقى؟ يعني لو واحد مثلا راح لدكتور وهو خارج خارج الهيئه الطبيه بتاعت اليكو مثلا فبيجيب الفاتوره دي ويقدمها وياخد يعني ياخد كليم. انت بتشرح معنى كلمه كليم يعني. كليم معناها مطالبه. هي معناها مطالبه بس احنا بنتكلم على مطالبه الايه؟ التامين يعني. They can also help to prove insurance claims to determine director. بتحدد المديرين عند officer المسؤولين. director يعني مدير كبير او مجلس عضو مجلس الإدارة. officer المدير الكبير برضو. liability مسؤوليته create or enhance corporate identity. corporate identity هنا identity معناها الشخصية. مش معناها كده identity الشخصية. and decide the appropriate of punitive damage. وتحدد كمان مدى مناسبة او ملائمة العقوبة الجزائية. طب ليه بيونيتيف دامج؟ ليه دخل عقوبات هنا في القصة؟ لأن في اتفاقيات أو في عقود أو في قوانين، فاللي بيخالف بيوقع عليها يا جماعة عقوبة. Internal audit should evaluate an organization regularly compliance program. المفروض بيقيم مدى كفاية برامج الالتزام. يعني هو تعريف صعب شوية، يجوز إن أنت تسكبت يعني ما تعديش عليها أوي.
الاوبريشنال اوديت. حد يعرف ايه المقصود بكلمه الاوبريشنال اوديت ولا برضه من اللي بتيجي في الاسئله بتيجي في السي في الـ في الاسي كويشنز الاوبريشنال اوديت بيسموها مراجعه ساعات على فكره ليها اسم تاني ساعات بيسموها البرفورمانس اوديت وفيش اوبريشنال اوديت ساعات بيسموها برفورمانس اوديت مراجعه الاداء. اتفضل يا بيه. اللي هي فندم اي تي كان في جزء اي تي كنترول قبل كده طب ما تخلينا طب نعيش اللحظه بتاعتنا ونتكلم بعدين. انا ما اعرفش ايه اللي تقصده اي تي ده كده. هو انت يا عم عشان واخد قلت لك كنترول كده هتصعب علينا يا عم. حرام عليك بقى. كل واحد يا عم واخد له كورس قبل كده. خلي بالك بقى ده نجم. خلي بالك نجم ايه بس يونت 10 ان شاء الله احنا لسه في يونت 9. نرجع لموضوعنا يلا. نرجع لموضوع الاوبريشنال اوديت او بين قوسين حاجه اسمها يا جماعه البرفورمانس اوديت. الحقيقه مشهوره جدا البرفورمانس اوديت او الاوبريشنال اوديت بمراجعه بيسموها ال 3 E. على فكره السؤال ده انا اتسالته وانا بعمل انترفيو وانا مسافر. وانا قاعد قال لي تعرف ايه وات دو نو اباوت ذا برفورمانس اوديت. كانت الانترفيو بالانجلش وانا اصلا في الانجليش يعني بخبط يعني كده يعني. فقلت له يعني فقال لك ايه بقى وات يو نو اباوت ذا بيرفورمانس اوديت. فقلت له البيرفورمانس اوديت دي عباره عن 3 ايز اللي هي بتركز بشكل او كونستريت بتركز على 3 ايز. ايه يا عم 3 ايز دول؟ بتركز على الافكتيفنس. افكتيفنس الفعاليه. بتركز على الافيشنسي. افيشنسي يعني الكفاءه. وبتركز على حاجه يسموها الايكونوميك مدى الاقتصاديه او الجدوى الاقتصاديه. مثال بسيط قوم قال لك تعالى اعمل ايه راجع الاوبريشنال بتاعت مثلا اداره المبيعات السيلز. انا نازل اراجع اداره المبيعات انا اصلا ما فهمش قوي في المبيعات يعني. بس اول حاجه بسالهم يا جماعه كمبيعات ها انتوا دوركم ايه هدفكم ايه؟ قال لك هدفنا ان احنا نحقق مبيعات ب 100 مليون دولار. فشوفهم هل هم حققوا ال 100 مليون دولار دي ولا لا؟ حققوا ال 100 مليون دولار دول يبقى نزلوا الافكتيفنس عندهم فعاليه. بس حضرتك عشان يعملوا مبيعات ب 100 مليون دولار صرفوا اعلانات في الجرايد ب 50 مليون دولار ولا 60 مليون دولار. يا نهار ابيض فين الافشنسي بقى؟ انت بتضحكوا علينا بقى. فاقول لك مفيش افشنسي. وبعدين في الاخر كاتب تقرير كده زي الفل انصح برفض الناس دول او انصح باغلاق قسم او تحويل اشوف بدل الاقتصاديه الايكونوميك. انا كده رجعت اوبريشن. هي دي الاوبريشن. طب معلش اتفضل امرني. الفرق ما بين الافشنسي والافكتيف. استاذ محمود قلتها قبل كده بس انا عايز اعرف عايز يسالنا ايه الفرق. ما انا لسه قايلها وانا بشرح صدقني. الافكتيفنس معناه بيحقق الهدف. انا شرحتها قبل كده. لا تحقيق الهدف. انت قلت على السي ام اي واحد بياخد كورس سي ام اي في سنه واحد بياخدها. طب ما هي نفس القصه اهي. الافكتيفنس معناها النجاح في تحقيق الهدف. حققت الهدف. الافشنسي انك بتحقق الهدف باقل موارد باقل جهد باقل تكلفه. واضحه فني ولا انا في رايي الكلمتين دول مع اللي هنقراهم دلوقتي دول كفايه قوي. لو قال لك لو سالك سؤال زنقك في سؤال قال لك قول لي ايه الاوبريشنال يا جماعه قول لي يعني السؤال بقى بعد اذنك امرني. انت قلت في انترفيو قلت له 3 اي. يبقى منك انترفيو فاهم يعني ايه 3 اي. ما انا قلت له بقى الايكونوميك والافيشنس. لا هو بتبتدي بايه يعني هو حب اللي هو ايه هو مبقاش عارف الكلام ده بس يعني شوف رد فعلك انت بتقول ايه. انا حكيت لك مره وانا بشرح لك الكاش فلو لما اتسالت سؤال في الكاش فلو بيقول لي الديبريشيشن بيظهر فين. بس انت ما قلتلكوش الحته دي. مش انا مره شرحت لكم الكاش فلو زمان. فوانا بعمل انترفيو مره لقيت الراجل بيسالني بيقول لي الديبريشيشن بيظهر في انهي. الاول قال لي ايه الاكتيفيتيز بتاعت الكاش فلو. قلت له والله الاكتيفيتيز بتاعت الكاش فلو كذا. قال لي طيب الديبريشيشن بيظهر فين. فقلت له انت بتتكلم على الدايركت برضه كانت الانترفيو بالانجلش دايركت ميثود ولا اندايركت ميثود؟ قال لك ها؟ قال لي ام ذا وان هو اسكينج. قال لي انا اللي بسالك يعني. فقلت له لا. قلت له في يعني الدايركت ميثود ما بيظهرش لكن في الدايركت ميثود بيظهر في الاوبريشن از ان ادجستمنت تو نت انكم. فساعات انت ممكن فعلا هو مش عارف يعني. دي حصلت معايا فعلا. قلت له كده. قلت له انت بتتكلم على شكله كان ضايق. قال لي انا اللي بسالك. ايه؟ والله لا هو خد بالك اصل برضه في نقطه عشان للامانه انا عشان بحاضر وبحاضر على مستوى يعني بشكل موسع يعني الحمد لله فكل المعلومات بتبقى حاضره في ذهني كلها حاضره في ذهني وفكر وفكر يعني سيستماتيك. ففي الانترفيوهات بيصعبوا عليك لا غير بيصعبوا عليا. هو ممكن يسال واحد تاني زيي بمؤهلاتي ومعاه سي في ايه بس ما اعرفش اجاوب. ما
انت فاهم قصدي ولا لا؟ المعلومه مش حاضره، المعلومه مش حاضره، هي النقطه في كده يعني. عاده اللي بيعمل انترفيو بيبقى تايتله ايه؟ لا حسب حسب الجهه اللي انت رايحها. اصل انت هنا في مصر عاده اللي بيعمل انترفيو بيبقى صاحب الشركه. لا بص حضرتك، انا طول عمري الانترفيوهات اللي بعملها بشترط الاتي، تكون حاجه مالتي ناشونال او حاجه حكوميه، جهه حكوميه اروحها، ولازم الانترفيو تتعمل في فندق فايف ستارز. انا مش بهزر، انت بتتكلم بجد؟ اه. لو جه مثلا اتصلوا بيا قال لك تعالى احنا عاملين لك انترفيو في شركه، هتقول لهم اعملوها لي ريكروتمنت؟ ما اروحش المقابله. لو اتصلوا بيا قال لك عاملين لك انترفيو مثلا في فندق مش عارف، مره اتصلوا بيا قال لك عاملين لك انترفيو في فندق الاهرام اللي في شارع الهرم او في شارع فيصل ده، في حد يعرف شارع الهرم؟ ايوه اسمه الاهرام باين، ساكن الهرم. ما رحتش، سالت عليه قال لك ده 4 نجوم باين ولا مش عارف ايه، ما رضيتش اروح كده يعني. انا الثلاث مرات اللي سافرتهم مقابله عملتها في شركه الجزيره دي مرتها بظبط، ومقابله الثانيه عملتها في اللي هو اللي كان زمان اسمه المريديان اللي هو قصاد الفور سيزون ده، وتغير اسمه بقى اسمه حاجه جنسي اسمه جراند حياه. هي مرتين في جراند حياه، دول الثلاث مرات. وبقى عملت طبعا في انتر كونتيننتال وعملت في المريديان كده، روح الفريد فيش فور سيزون مش كده. اصل انت بتروح اما تروح تقابل واحد نازل في فندق 5 نجوم وبتاع هتطلب منه فلوس طول. انا لكن واحد نازل في فندق الاهرام ولا في فانسيون طب حتى لو عمله لك في في في, 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 في مكتب توظيف ولا ليه؟ مكتب توظيف ليه؟ مكتب التوظيف يقول لك اديني عموله ومش عموله والكلام ده، ماليش يقتصد دي. انا اتعاقد مع الناس مباشره بشكل مباشر، انا ما بقللش من قيمتك. ما تروح مكتب توظيف يعني. بصراحة أنا لو واحد بعمل انترفيو مع واحد وجي قال لي نعمله في الفور سيزون أنا ما بروحش، لا مش هكلمه أساسا خلاص. أنا لما يتصلوا بيا ويقول وأعرف إن أنا رايح مثلا شركة توظيف أو فندق صغير أنا ما بروحش، لأن أروح أقول له أنا عايز مثلا مرتب كذا، هو مش هيجيب يعني المرتب ده. دول مش فاهم إيه قصدي ده؟ فاهم أقصد إيه ولا مش فاهم؟ هي دي الفكرة يعني. يبقى كل واحد بقى حسب هي الكواليفيكيشنز بتاعتك هي اللي بتخليك تبقى عندك ثقه كده بس. طيب خلاص ربنا يدين بس جبنا درافه خلاص، جبنا درافه كده. لا طب احكي لك واقعه بسرعه كده، والله احكي لك واقعه بسرعه طالما احنا خرجنا. هي مره واحده للامانه، طب انا تعقدت كفايه. لا لا هي مره واحده للامانه رحت فيها شركه توظيف ريكروتمنت، شركه توظيف، وكنت رايح يعني ايه. بس اللي عجبني فيها ايه، ان الشركه دي ان قبل ما الشركه تنزل اتصلوا بيا من قطر فقالوا لي لو سمحت فلان فلان انت مقدم عندنا انك تمسك انترنال اوديت مانجر. قلت لهم اه. قالوا لي احنا جايين يوم الخميس والجمعه، يناسبك انهي يوم من قطر؟ قلت لهم والله يناسبني يوم الخميس. وراح متصلوا بيا مره ثانيه قالوا لي احنا بناكد عليك ميعاد يوم الخميس. ولما جم مصر اتصلوا بيا تاني قال لك احنا هنقابلك بقى في شركه ريكروتمنت في المعادي، بريمير اي جنب المصريه، هي اسمها بريمير جنب الشركه المصريه للسيارات. هي بيجيبوا حاجات قطر ولا هي بريمير دي؟ لا فرحت، هي دي المره الوحيده اللي رحت فيها مقر الشركه. بس دخلت جوه بصراحه يعني شركه نظيفه جدا، شركه نظيفه من جوه جدا وتجهيزاتها حلوه. اول ما دخلت كده لقيت لك البريك كافيه والحاجه الساقعه والشاي والقهوه والبتيهات والكلام ده. ودخلت كانت شركه ايه بقى، قطر للالومنيوم، شركه قطر للالومنيوم. فدخلت قعدنا، شو بقى الشركه كانت جامده جدا على فكره. جاي السي اف او وجاي معاه الاكاونت مانجر. السي اف او كان امريكي، اللي هم الامريكي اللي هو الافريقي اللي عارفه انت، اللي هو امريكي اسود يعني، ومعاه الاكاونت مانجر هندي. فقعدنا الاول عرفك بالشركه، الشركه كذا ومش عارف كذا وهنعمل ايه واحنا هنفتتح امتى والكلام اللي انت بتسمعه ده. انت واقف في التسجيل ولا لا؟ لا ليه واقف في التسجيل؟ مش الكلام ده. والثري ايز هم 3 ايز بتوع ايه بقى؟ بس يا عم يبقى الاوبريشنال اوديتنج. قالك اوبريشنال اوديتنج كان بي ديفايند ايه، تعرفها ايه؟ ان هي كومبرهنسيف ريفيو، مراجعه شامله اوف ذا فاريد فانكشن، الوظائف المختلفه وزين ان انتربرايز خلال المنظمه او المنشاه. دي بتركز على ايه بقى؟ كلمه هنا ابريز يعني بتقيم ايه؟ قلنا بتقيم ايه؟ ثلاث حاجات. هم ثلاث حاجات ها، افشنسي والايكونومي واللي يا جماعه والافكتيفنس وذوز فانكشن اشيفز الاوبجكتيف، اذا كانت هذه الوظائف بتحقق الاهداف بتاعتها ولا. كلمتين زي دول لما يجي في سي كويشنز يقول لك يعني ايه الاوبريشنال او البرفورمانس اوديت، لو كتبت له الكلمتين دول خلاص هو عارف ان انت ايه فاهم الموضوع يعني. فاهم الاوبريشنال اوديت بيراجع على ايه؟ انا ممكن اراجع على اداره، انزل اراجع اداره، اراجع قسم،
راجع وظيفه اي حاجه، وهي دي مقصود بكلمه الاوبريشنال. فقال لك ان الاوبريشنال اوديت ذا ثرو ان اكزامينيشن، هي فحص لديبارتمنت، ممكن تراجع اداره ديفيجن قسم فانكشن وظيفه الاخ الاخ يعني. البيربس زي ما قلنا ان انا بعمل ابريز بقى، قيم المانجيريال اورجانيزيشن الاداء الاداري، بقيم البرفورمانس الاداء نفسه، بقيم يا جماعه التكنيكس الاساليب الايه المستخدمه. هي زي ما قالك في التعريف هي كومبريهنسيف ريفيو، مراجعه شامله للاداره او للنشاط يعني. خلي بالك البرفورمانس اوديت هدفها المكتوب خط التالت دي رقم واحد، دي بتجي لك في السي دي، اسئله في السي دي دايما، ان انا اتحقق ان اداره الشركه او الشركه بتحقق اهدافها. ده الهدف الاساسي هو تحقيق يا جماعه الهدف. فقال لك ان اوبريشنال اوديت اتيمس بتحاول تدرماين، بتحدد المدى اذا اكستنت المدى تو ويتش اورجانيزيشن اوبجكتيف هاف بين اتشيفد، اذا ما كان اهداف المنظمه تم ايه تحقيقها ولا لا. برضو الاوبريشنال اوديت على فكره اسينشالي نعم ضروري. لا 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 هنشرح بس هنشرح خليك. طب انت رجعت دلوقتي تراجع اداره المشتريات، طب عمليه الشراء بتتم صح ولا غلط تعرف منين؟ المفروض ان في اي شركه في بروسيجرز وبوليسز، سياسات وادارات، هل هم ملتزمين بعمليه السياسات والادارات ولا لا؟ يبقى انا بقيس مدى سلامه وصحه عمليه الشراء بايه؟ بالكريتيريا. طيب عايز اقيم مثلا اداره المبيعات، اداره المبيعات دي ناجحه ولا غير ناجحه اعرف منين؟ حجم المبيعات. ممكن اقارنها بالسنه اللي فاتت او اقارنها بحاجه يسموها الافريج اندستري اللي هو متوسط يا جماعه صناعات البنزين، او اقارنها باداء اداره تانية. يعني دايما عمليه الاوبريشنال اوديت هي عمليه بتقوم بحاجه اسمها بنش ماركينج. بنش ماركينج يعني عمليه ايه؟ قياس. فاكر احنا خدنا زمان فكره البنش مارك دي ولا لا؟ فجي قال لك ايه رقم 2 ان اوبريشنال اوديت از اسينشال بنش ماركينج اكتيفيتي، هو نشاط بيقيس بيعمل عمليه قياس. ذا انترنال اوديتور كومبيرز، بيقارن الديبارتمنت اوبريشن العمليات بتاعه الاداره with company policies مع السياسات بتاعت الشركة procedures إجراءاتها industrial average متوسط الصناعة and departmental trends. ما معنى كلمة departmental trends؟ اتجاه الإدارة. ما معنى اتجاه الإدارة؟ يعني مثلا إدارة مبيعات بيقارن السنة مبيعات السنة دي بالسنة اللي فاتت بالسنة اللي قبلها، بيشوف الترندز هل في زيادة ولا في نقص. ده مثل المقصود بكلمة trends يعني الاتجاه ده. واضح يا فندم؟ طب وانت بتراجع بتعمل ايه كمراجع؟ انا بعمل حاجات كتيره يعني، من ضمن المراجعات اللي بعملها ممكن اعمل حاجه اسمها فاينانشال اناليسيس، تحليل مالي. ممكن اعمل حاجه مهمه جدا بيعملها المراجع الداخلي وساعات الخارجي برضو، حاجه اسمها اوبزرفيشن. اوبزرفيشن يعني ايه؟ ها الملاحظه او المتابعه، ملاحظه يعني اتابع اتابع النشاط المعين. ممكن نعمل حاجه اسمها كويستشنير. كويستشنير يعني ايه؟ استقصاء. نعمل حاجه اسمها انكوايرز، استفسارات الى اخره. فقال لك هنا حضرتك ان البيزك تولز اوف ذا انترنال اوديتور فور اوبريشنال اوديتنج، ان هو بيعمل مراجعه تشغيليه. ايه البيزك تولز؟ الادوات الرئيسيه بتاعته بتشمل ايه؟ ها فاينانشال اناليسيس، اوبزرفيشن بيعمل ملاحظه اوف ديبارتمنتال اكتيفيتيز الانشطه بتاعه الادارات، كويستشنير قائمه استقصاء، انترفيوز يعمل مقابلات اوف ديبارتمنتال امبلويز قبل الايه يا جماعه الموضوع. كل دي ادوات ممكن يستخدمها في عمليه الايه المراجعه. أربعة إذا operational audit evolved. evolved يعني إيه؟ يشمل والله ولا تطورت، ولا التطور يعني revolution دي معناها تطورت يعني. تطورت as an extension. extension extension يعني بقى توسع امتداد. the typical financial audit is in that it goes beyond what is ordinarily considered to be accounting function. عايز أقول لك إن مراجعة operational تطورت واصبحت اوسع من اللي هي فاينانشال، دي بتاخد اكتر من فاينانشال. واضح هبيه الكلام ولا لا؟ بتشمل ايه بقى؟ ممكن يعمل ريفيوينج للبرشيزنج بوليسيز، ممكن يراجع البرشيزنج بوليسيز سياسات الشراء، ممكن ابريزنج يقيم الكومبلاينس مدى الالتزام بالكامبلي بوليسيز اند بروسيجرز بالسياسات والاجراءات. ممكن يعمل ايه كمان؟ سيفتي، يقيم مدى الامان، معايير الامان، مينتيننس ايكوبمنت، مدى صيانه المعدات. عارف انت دخل في حاجات ايه بقى؟ ملاش علاقه بالاكاونتنج، ملاش علاقه بالفاينانسي. ريفيو بيراجع البرودكشن كنترولز، الرقابه على الانتاج والسكرابز ريبورتنج والتقارير بتحصل على الخرده الاخ بقى، مع ملاحظه ان الانترنال اوديتور يا جماعه لا يجوز باي حال بالاحوال ان هو يقوم بوظائف اوبريشنال، يعني ما يقومش باعمال تشغيليه.
يعني انا كمراجع داخلي مش مسؤول عن التسجيل في الدفتر، لكن اجي اراجع الحاجات اللي اتسجلت في الدفتر. انا كمراجع داخلي ما ينفعش اقوم بعمليه شراء، لكن اراجع عمليه الشراء. انا كمراجع داخلي ما ينفعش اقوم بعمليه بيع، لكن اراجع عمليات البيع. ما ينفعش اعمل سيف، لكن اراجع عمليه السيف. عشان كده بيقول لك ايه في الاخر، ان الانترنال اودر شود ايه، شود نوت اسيوم اوبريتنج ريسبونسبيلتي او اوبريشن، ما ينفعش اي مهام يا جماعه متعلقه. للاسف الشديد الحته اللي احنا قلناها دي على الرغم ان هي مهمه بتاعه البرفورمانس بتاعه الكومبلاينس، معلهاش اسئله في الام اس كيو كسي دي او كمالتي تشويس كويسشنز، يعني هتلاقي عليها سؤال او اتنين في السي دي، لكن بتيجي كتير في الاسي. يعني اكتر من طالب دخل امتحن وجات له اسي. حضرتك لو معاك كتاب الاي ام اي، اتوقع ان حضرتك يكون معاك كتاب الاي ام اي. معاك؟ لا دلوقتي معاك كتاب الاي ام اي سوفت كوبي خالص؟ معايا سوفت. السوفت كوبي دي زمانك الاي ام اي في الاخر خالص، في الاخر خالص، في اخر الكتاب بعد ما مش سيكشن اي، في الاخر خالص هتلاقي فيه براكتس سيناريو كده، اسئله سي كويشنز، هتلاقي فيه حوالي 10 او 12 مقاله مش عددهم انا بالظبط يعني، لكن اسئله المقاله دي مهمه جدا. اسئله المقاله اللي في الاخر، اللي في الاخر دي بتاعه ال بتاعه الام اي مع الاسئله اللي موجوده في جلايم، ده انف بالنسبه لك انك تخش تمتحن ان شاء الله. كلام واضح؟ هتلاقي الاسئله بحلها، الاسئله بحلها. الابروتش ازاي حضرتك برضو اقول لك ازاي بتيجي تذاكر السي كويشنز، يعني ايام زمان يعني لما كنت طالب هتقرا السي كويشنز وتشوف ايه المطلوب، واوعى تقرا الحل، وتحاول على قد ما تقدر، على قد ما تقدر تكتب ايه المطلوب، تحاول يعني. حليت انت طبعا، محمود هيحل غلط، هيعمل ايه محمود؟ هيقلب ويشوف الحل. تقرا الحل مره، تقرا الحل ايه مره، تقوم راجع تاني قرا السي كويشنز تاني وتحله تاني بنفسك برضه، وتشوف هل حلك بقى زي الحل ولا لا. ما عرفتش هتحل، هتقرا الحل تاني، تقراه ما تحفظوش، وتقلب تقرا الاسي تاني وتحل تالت. كلام واضح ولا لا؟ لغايه ما توصل لمستوى انك تقرا الاسي تعرف تحل من نفسك اول مره. بقول لك الكلام ده ليه؟ لان هرجع اقول لك تاني ان الاسي كويشنز اللي جايلك في الامتحان مش زي دوت، هيجي لك اسي جديد، بس انت عشان قربت مره واثنين وثلاثه بالقياس تقدر. انا افتكر مره في ماده الاوديت، ماده الاوديت دي كنت الماده اللي جبت فيها 84%، كان عندنا في الكتاب 51 سؤال مقالي، الكتاب اللي بنذاكر منه يعني، كنت حافظهم زي اسمي 51 عارفهم يعني، مش عايز اقول لك يعني. دخلت الامتحان جالي سؤالين مقاله مش ولا واحد منهم. في ناس دخلوا على فكره امتحنوا جالهم بالظبط سؤال من 51 دول، انا السؤالين اللي جولي مش من 51، واول مره اشوفهم في الامتحان. وانا دكتور عربي زي ما انت عارف، زي محمود كده دكتور عربي مجالات التعليم، جاوبتهم. جاوبتهم ازاي؟ اول مره بالقياس يعني، ما انت حليت كذا سؤال قبل كده، فبالتالي لازم عندك برضو ايه قدره انك تقدر تكتب او تعبر عن نفسك. كلامنا واضح يا فندم ولا لا؟ هل بقى الراجل بتاع الانترنال اوديتور دول هم دول مهام المراجعه الاساسيه بتاعته، ولا ممكن في اثر تايم، في اثر بقى في حاجات اشكال اخرى يعني، من ضمنها مثلا يعني حاجه اسمها البروجرام انجيجمنت. بروجرام يا جماعه انجيجمنت، احكي لك مثال كده للبروجرام انجيجمنت. انا الشركه بتاعتي، الشركه بتاعتي طقت في دماغهم في الشغل عندنا ان هم يعملوا ايه يا فندم، يعملوا كورسات للطلبه للاستاف. فقال لك احنا عايزين نعمل كورسات، هنعمل ايه؟ قال لك هنعمل لهم كورسات سي ام اي. طب يا جماعه نجيب مكتب من بره؟ قال لك ليه نجيب مكتب، احنا عندنا واحد زي الفل العبد لله يعني يشرح لهم كورسات ايه سي ام اي. فقال لك خلاص احنا هنعمل كورسات سي ام اي للاستاف. فراحوا عملوا مجموعه حوالي 25 طالب من الصف بتاعنا في الشغل، وقال لك هنعمل لهم كورسات ايه سي ام اي، وهنعمل بروجرام للسي ام اي. طب يا عم هتعمل ايه؟ قال لك التكلفه كام؟ قال لك تقريبا التكلفه حوالي 3000 جنيه. طب هنعمل ايه في 3000 جنيه؟ هنخلي الطالب يتحمل 1500 اللي هو الموظف، والشركه بتاعتها تتحمل كام؟ 1500. حلو؟ مين اللي بقى دفع ال 1500 دي؟ الشركه. فده اصبح بيسموه كده، بص اسمه ايه؟ فاندد اكتيفيتي، يعني نشاط بيتم تمويله. مين اللي بيموله؟ الشركه بتاعتنا. وخلي بالك النشاط ده is not part، ليس جزء من الكونتينينج اوبريشن، ده حاجه كده يعني على الطاير كده يعني، مش حاجه متعلقه بالتشغيل الاساسي. واللي حصل حضرتك ادي الكورس بتاعنا اهوت،
وتم التموين وكل حاجه. ال 25 طالب دول دخل امتحن منهم اربعه بس، الاربعه دول نجح ثلاثه واحد ما نجحش. فجم بقى بعد ما خلص الدوره الجايه، الدوره الجايه عايزين يعملوا كورس جديد للسي ام اي، فلازم ياخدوا موافقه المدير العام. المدير العام قال لهم ايه؟ قال لهم طب الكورس اللي فات ايه اللي حصل فيه؟ انا عايز الانترنال اوديت يقول لي ايه رايه في الكورس اللي فات. ينفع الكلام ده ولا ما ينفعش؟ بيحصل. تلاقي التليفون على طول، طالما المدير العام اللي قال بقى ما فيش فيلات والكلام ده، تليفون على طول للراجل بتاع الانترنال اوديت، انزل قيم لنا السي ام اي بروجرام اللي حصل. يبقى هو نازل يعمل ايه دلوقتي؟ الكيس دي عمليه ويلا حقيقي حصلت. قول لي بقى ايه رايك انت كراجل مراجع داخلي؟ هتقيم ايه في الموضوع؟ قيم الكوست وقيم اول حاجه اعملها اشوف ايه البيربوس من السي ام اي، ايه الغرض من الكورس؟ انت تعال هكتشف مثلا يعني مثلا ان انا شركه نشاطي مراجعه. طب ليه بتعمل كورسات سي ام اي؟ هتخلي الناس مور كواليفايد؟ لا انا ممكن على طول من الاول كده وانا براجع رخم يعني اقول لك انتوا ليه بتعملوا سي ام اي؟ ما تعملوا سي اي اي او تعملوا سي بي اي. السي اي اي والسي بي اي هي دي هقول خلي بقى خلاص مشيها يا عم، مش لازم نضرب في الحته دي. ما احنا كده المراجع الداخلي بينزل كده ينزل يخبط في الناس يعني. خلاص يا عم لا هنمشي السي اي، هنقول ان السي ام اي شغاله وفيها حته انترنال كنترول بتاعه ماشي. طب يا عمي انت عندك كام طالب دخل؟ 25 طالب. كام واحد منهم دخل الامتحان؟ 4. كام واحد نجح؟ 3. فبيبتدي يشوف مدى الافكتفنس، الافكتفنس اللي عاملها الفعاليه، هل الكورس ده حقق الهدف منه ولا لا؟ طب احنا دفعنا كام؟ حملنا. طب لو كنا جبنا مكتب خارجي كان خد كام؟ فيبتدي يدرس حته ايه يا جماعه؟ ها الافشنسي، فاهم؟ يعني بيدرس الموضوع ككل ويبتدي يقول ايه يوفاليو. فده نوع من انواع بيسموه اوديت بروجرام، او اسف البروجرام انجيجمنت، ان في برنامج معين وانا نازل اراجع هذا الايه البرنامج. فجاء قال لك البروجرام ريزلت انجيجمنت اللي هي المهام المرتبطه بقى بنتائج البرامج. قال لك ايه البروجرام؟ بيقصد ايه بالبروجرام؟ قال لك سميه ايه يا استاذ البروجرام؟ سميه هاند اكتيفيتي نوت كونتينيو، مش مستمر، اور نورمال اوبريشن اوف ذا اورجانيزيشن، او من العمليات المستمره بتاعه الشركه. قال لك انتند الغرض منه تو اوبتين انفورميشن اباوت كوست، بحثوا على معلومات التكلفه، اوتبوت المخرجات، كم طالب دخل وكم طالب خرج، مخرجاتنا، البنفيتس المزايا، اند افكت اوف ذا بروجرام، ومدى التاثير بتاع هذا البرنامج. It attempts بيحاول to measure the accomplishment بيقيسلك مدى تحقيق and the relative success النجاح of the undertaking. Undertaking هنا لما تم تنفيذه، كلمة the undertaking يوصل بيه مدى نجاح ما تم تنفيذه. على فكرة program result engagement دي مش هتلاقيها لا موجودة في الكتاب ولا موجودة في الـ IME ولا حاجة، هتلاقي عليها سؤال بس في الـ CD، لما تيجي تحل الـ CD هتلاقي بيسألك سؤال على program engagement. بعد كده في حاجة اسمها privacy. ممكن ناخد بريك؟ عايز بريك؟ كم واحد عايز بريك؟ الا ربع سبع الا ربع. هو المغرب ده؟ طب انت عايزين بريك دلوقتي ولا ايه؟ ها؟ كمل حتى خلاص نخلص من 5 ناخد البرايفت ماشي. طب انا بس هجيب كوبايه ميه بس خلص البرايفت بس مش فاضي انت سيب ده بس مش هل يلا معك يا ياسمين؟ نت عرفت منين ان الراجل ده حط مليون دولار في البنك؟ مش في حاجه اسمها سريه المعلومات؟ مش في حاجه اسمها سريه المعلومات ولا لا؟ فسريه المعلومات هي دي، انا ممكن انزل اراجع البنك الاهلي عشان اتحقق من مدى التزام البنك بسريه ايه يا جماعه؟ هذا المعلومات.
فده تحت عنوان اسمه ايه حاجه برده بتدرب سبيشال اساينمنت المهام الخاصه اسمها البرايفسي يا استاذ ايهاب توب سيكريتي البرايفسي مش عنوان اسمه كده لو قلت المفروض كانت برايفسي مع عنوان خصوصيه مش كده بس هو مش مقصود بيها خصوصيه المقصود بيها سريه اللي هي يا استاذ ايهاب للمعلومات سؤال رقم واحد انت نازل تراجع بنك او تراجع جهه ما عشان تتحقق من مدى التزامها بسريه المعلومات اول حاجه تفكر فيها ايه فكر ما بعرف كلام دتش على فكرة مهنة المراجعة فيها نوع من أنواع الابتكار برضه يعني أنت نازل ممكن تنزل تراجع حاجة أول مرة تشوفها يعني عمرك ما شفتها بكده ولا تراجع أراجع إيه يا عم أنا ما أعرفش الناس دي بتعمل إيه بس لازم يكون عندك إيه سنس معين كده تفهم ده أنا لما أجي أراجع حاجة كده أول حاجة أسأله أقول لهم إيه هي في قوانين يا جماعة بتلزمك إن في سرية للمعلومات ولا أنت كده لنفسك مش ده أول حاجة تشوفها ده والقوانين دي بتقول إيه فلازم تتحقق من القوانين اللي بتمصدر عمليه سيستم يعني صح بيقول ده برضه حته مهمه جدا في اي سيستم بتراجع حته الكوست بينفيت يعني هو خمره ينفع كده ايه ده بس شكرا شبر لا عايز اسكرك ولا ايه ينفعش سابني شغال هنا من الساعه 10 الصبح ليه ليش مش عاوز ننسى ايه حلال ليه يعني من الساعه 10 انت عارف تقريبا 10 الصبح هيبقى واقف على رجلي يعني في المشروع وبعدين ايه معظم الطلبه كده احمد عاملين زي حالاتك كده على طول يعني ايه كلام 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 ما اعرفش ده المجموعه اللي قاعدين ضايعين خالص مازال فل بقى لا والله ضايعين ما بيتكلموش ما دي حلاوه في واحد من المجموعه اللي قاعدين قاعد بيكلمك يا عم عادي رأي يا عم ايه يا عم لا رأي. لا انت من حقك انت اقولها في وشه يا عم ده راجل رشح بشفيق عايز ايه يعني تتوقع ايه من واحد رشح بشفيق هيقول ايه يعني هيقول ايه يعني رأيك خلاص كده انت عربيتك ايه عشان نكسرها لك تحت هتلاقي حاطط عليها بوستر برضه قال لي بس لا 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 ما بحطش بوسترات طب انت مكشوف ليه كده هي النتيجه بانت ولا لسه بكره الساعه 3 بكره الساعه 3 اه والله بعتوا مسج قالوا بكره الساعه 3 هو ايه اللي معطلها يعني في مشكله ولا مش عارفين يزوروها ازاي يا باشا المطاعم الاخيريه دي هي المستنيين مش عارفين يطبخوها ازاي دول خلاص مش عارفه يا مش عارفه حتى لو عمره رجع هيجيبوا اللي هم بيتكلموا هو مرسي وخلاص هو مرسي خلاص يعني لو فيها يعني مش هتعرف على نتيجه اكتر هو اللي هيشيلها العمل يعني انت من انصار مرسي دلوقتي مرسي ويخلصونا اي حاجه اي حاجه بس نخلص يجيبوا عم عبد البواب اي حاجه بس نخلص المهم يا عمونا ايه اللي حصل بقى مشوا من عندنا 300 واحد والله الشركه عندكم 300 واحد حرام والله عارف عشان عندهم وعندهم عيال ومتجوزين وبتاع من شركات كتيره جدا ما فيش شغل يا عم اه والله بس هما بقى ما بيمشوش صراحه كده يقولوا له هتحول اي بي اس شركه اوت سورس يقعد فيها سنه بعد كده مع السلامه ما معروف على القصه مش عندكم بس على فكره في شركات كتيره يعني البلد واقفه يا عم الله الله سامحهم الحمد لله على كل شيء نرجع لموضوع كنا نقول يا ابن سيدي برايفسي انجيجمنت اه نتحقق الاول ايه ان هو في التزام بالقوانين هل في قوانين بتقول لك الكلام ده ولا لا برضه حته الكوست بنفيت يعني هل سريه المعلومات اللي انت اسست نظام السريه اللي انت عامله ده التكلفه بتاعته تتماشى مع المنفعه ولا تيجي مثلا واحد حاطط لك مثلا فلوس بخمسة دولار وتعمل له سيستم سريه معلومات مثلا مكلفه لا لازم يبقى فيه التكلفه وليها والعائد ده في اي اساس حاجه ثانيه برضو نظام سريه المعلومات اللي انت بتعمله ده لازم تتحقق من حدوته مهمه جدا ايه هي ما يجيش مثلا حودة يروح البنك احنا قلنا حودة ليه كام في البنك مليون دولار يخش على البنك بتاعه يقول له سمحت انا عايز اطلع على حسابي يقول لا والله معلش ده انت لازم تقدم لنا طلب الاول ونعرض الطلب على المدير العام والمدير العام ياخد موافقه ونعرض ليه يا عم يقول لك سريه المعلومات سريه المعلومات ده انا صاحب الحساب يعني ده في سريه بس لازم انا اخش على حسابي صح ولا لا فنشوف هل سريه المعلومات اللي انت عاملها دي متمشيه مع البروموت افيلابيليتي يعني ان يبقى في اتاحه في الحال للشخص اللي من حقه يخش على حسابه ولا لا صح ولا لا وكمان سريه المعلومات عايزين نتحقق ايه ان الشخص لو في حد دخل على الحساب ما يعملش اي معامله قبل اسرائيل لا اسرائيل يعني غير مصالح في الاخر انا كمراجع بيطلع وعرفت ان حوده حسابه في البنك الاهلي مليون دولار ما اجيش افضحه كده على العامه
لازم كمان المراجع الداخلي اللي بيقوم بعمليه المراجعه دي يبقى عنده هو سريه برضه. هو عنده كمان كونفيدنشال يكون عنده يا جماعه سريه. حتى دي بتحصل كتير على فكره في الاجور لما بيجي يراجع الاجور. تعرف الشركات الموظفات بيبقى فيه الموظفين بيبقى فيه مرتبات مختلفه، اللي بياخد 7 بياخد 8 بياخد 3 اللي بياخد 100 كده يعني. فلما بتيجي تراجع انت الاجور فيها نوع من انواع السريه برضه، المفروض ما تقولش ما تفصحش عن لان بتاخد عينه كده ممكن مثلا 5 موظفين. لا لا انا بتكلم على السريه، انا براجع الاجور عرفت انت بتاخد كام وده بياخد كام، ما اجيش اقول بقى ما افصحش عن الكلام ده. الشركه بتفصل اللي بيتكلم عن عن الاجور. اه اللي بيتكلم بيفصل على الاجور. واضحه دي يا فندم؟ شكرا لحضرتك. احنا بنقول ايه دلوقتي؟ هنقراها ولا خلاص كده؟ هنقراها طبعا. البرا في الجيت وفي حاجه ما قرناهاش، في حاجه سبناها من ساعه ما بدانا الكورس جيت على دي نقول هنقراها. تمام. ادريس، ادريس يعني بتحدد او بتعنن او بتوجه. السكيورتي، السكيورتي ليه ايه؟ سكيورتي يعني ايه؟ ماشي. السريه بتاعت البيرسونال انفورميشن، سريه المعلومات الشخصيه. نوت اكيورسي، انا ما بتحققش من الدقه، انا هنا برايفسي جاي اتحقق من مدى سريه المعلومات وليس الدقه. نوت اكيورسي وليس الدقه. And the following issues should be addressed. المشاكل التالية أو المسائل التالية لازم تاخدها في الاعتبار. واحد، compliance with governmental mandates. يكون في compliance، التزام governmental mandates يعني القوانين الملزمة اللي هي الحكومية. هل في قوانين أو تنظيمات بتلزمك إن يبقى في سرية معلومات ولا لا؟ اثنين، protection of personal information، حماية سرية المعلومات from unauthorized intrusion، من التدخل أو التطفل غير المعتمد أو المرخص. And misuse، لو في سوء استخدام by those who have access to the information. واضح المعنى ولا؟ يعني انا امنع اي حد يخش unauthorized. طب لو حد دخل وهو authorized اضمن ان هو ما يسيئش استخدام ايه يا جماعه؟ المعلومات اللي هو وصل لها. documentation of the compliance privacy، يبقى في توثيق للسياسه بتاعه المعلومات دي. البنفيت طبعا المفروض المنفعه، لماذا المنفعه تكون قلنا اكتر من ايه يا جماعه؟ من الكوست. رقم 5، يعمل بالانسنج بين البرايفسي، برايفسي اللي هي السريه او الخصوصيه، والزنيد تو الاو ذا ابروبريت اند برومت افيلابيلتي تو ليجيتيميت يوزرز. ايه الكلام الجامد ده؟ كلمه ليجيتيميت اللي هو الشرعي، يقول لي الحق. يعني بعمل توازن، هل اعمل سريه وبين ان الشخص اللي من حقه يخش على بياناتي يخش بسرعه، ما تعمليش سريه جامده قوي والشخص اللي من حقه يخش على ما يعرفش يدخل. لازم يبقى في عمليه ايه يا جماعه؟ التوازن. الامبيريتيف ايثيكال اللي هي الاخلاقيات الالزاميه للانترنال اوديتور تو مينتين كونفيدنشالتي، يبقى في سريه او ثقه للبرايفت يا جماعه انفورميشن. القصه دي كلها هتلاقي عليها سؤال وحيد في السي دي، يقول لك which of the following is not required for the privacy audit. يعني ايه اللي مش مطلوب من البرايفت؟ هتلاقي من ضمن الاختيارات حاطط لك 4 اختيارات، 3 من 6 اللي انا قلتهم، 6 نقاط اللي احنا قلناهم دول. وفي واحده بيقول لك ايه؟ ان انا مطالب كمراجع داخلي ان انا اتحقق من الاكيورسي بتاعه الحسابات او الاكيورسي. انا ما راجع بالدقه، انا مش نازل راجع دقه الحسابات دي صح ولا غلط، انا نازل اتحقق من مدى. يعني دايما في الاوديت الحقيقه في الايه في الانترنال اوديت بتبقى انت نازل تراجع مهمه معينه او شق او شيء معين، فبنركز عليه. هو هنا تركيزه على البرايفسي وليس يا جماعه الاكيورسي. هناخد برضو الحته بتاعت 6 دي بسرعه نخطفها وبعدين نبقى نكمل، ولا ايه رايك؟ احنا فاضل لنا كتير اصلا. المغرب جدا ها؟ طب اول ما يبدا ناخد الانترنال كنترول ايه؟ دخلنا في الجد بقى. ايه الجد يا عم الحاج؟ بس انا نسيت اقول لحضرتك ان احنا اصلا الموضوع بتاعنا انترنال كنترول، بس احنا من اول المحاضره ما كناش بنشرح انترنال كنترول. احنا شغالين نشرح ايه يا استاذي؟ ها انترنال اوديتنج، انترنال اوديتنج، انترنال اوديتنج. تعالى بقى نقول لك ايه الانترنال كنترول وعلاقته بالانترنال ايه يا استاذي؟ ايه اوديت؟ هو ما تيجي ندردش كده كمان شويه، هنلاقي هنكتشف ان الراجل بتاع الانترنال اوديت برضه وهو بيراجع لازم يراجع مين؟ الانترنال كنترول. ولازم هو بيعمل انترنال كنترول ويعمل تقرير، التقرير ده يبلغه للايه؟ للاوديت كوميتي او لمجلس الاداره. خلي بالك مين اللي مسؤول عن وضع نظام الانترنال كنترول؟ المانجمنت، مش المانجمنت وضع النظام نفسه، لكن انا كراجل انترنال اوديتنج براجع الانترنال يا جماعه كنترول، وعلى الاقل يعني بتطلع فيه تقرير كل سنه.
على الاقل بتطلع فيه تقرير كل يا جماعه. طيب هو بشكل عام ايه الغرض، ايه الغرض للانترنال كنترول؟ يعني الانترنال كنترول هيعمل لك ايه يعني؟ تعال نشوف كلام مكرر هنقوله تاني. يبقى العنوان بتاع اللي بنشرحه اسمه انترنال كنترول اكوردنج تو ذا اي اي اي، المراجعه الداخليه الرقابه الداخليه وفقا للاي اي اي اللي هو انترنال زبير بس اوف ذا كنترول از سبورت ريسك مانجمنت، ان انا بدعم اداره المخاطر اند اتشيفمنت اوف اوبجكتيف تحقيق الاهداف. كنترول انشورز بيضمن لك ايه الكنترول او بياكد لك ايه ريلابيلتي الاعتماديه على انتجريتي اوف انفورميشن على مدى سلامه المعلومات اند انتجريتي اوف انفورميشن افيشنت اند افكتيفنس اوف اوبريشنز او بيرفورمانس سيف جاردنج وفي يا جماعه اسيتس اند كومبلاينس ويز لوز ريجوليشن اند يا جماعه فاكرها دي ولا لا؟ موافقه. موافقه. طب سؤال لحضرتك، مين اللي مسؤول عن وضع نظام للريسك مانجمنت والانترنال كنترول والكلام ده كله؟ مين اللي مسؤول؟ السينيور مانجمنت او الاداره العليا. قال لك سينيور مانجمنت اوفرسيز، هي اللي بتشرف على الاستابليشمنت، على وضع ادمنستريشن اند اسسمنت، تقييم الريسك مانجمنت اند كنترول. يا جماعه ساعات يقول لك كنترول بروسيس، وساعات يقول لك كنترول ستراكشر، وساعات يقول لك كنترول سيستم، كله شغال يعني. ماشي يا فندم. طب سؤال لحضرتك، انا كمراجع داخلي، هل انا كمراجع داخلي او بلاش نقول مراجع داخلي، كراجل سي اي اي، سي اي اللي هو ايه؟ انا اللي مسؤول عن وضع نظام للرقابه الداخليه في المبيعات والمشتريات والاتش ار والكلام ده؟ ماليش دعوه، ده انا دوري ان انا باجي اراجعهم. يعني ايه في البراكتس؟ ايه اللي بيحصل؟ المفروض مدير المبيعات هو اللي مسؤول عن الكنترول بتاعه، ومدير المشتريات هو المسؤول عن الكنترول اللي هنا، والاتش ار هو يعني يقول لك ان كل مانجر مسؤول عن الكنترول اللي في الاريا بتاعته. امال الراجل بتاع الاوت ده بيعمل ايه؟ يراجع بس يشوف الكنترول ده مظبوط ولا لا. ممكن يعدل عليه. هو قصدك كنترول تحت هنا اللي هو نظام العمل يعني، مش كنترول بمعنى كنترول. لا اصل كنترول بمعنى كنترول الرقابه من اول حضور الموظفين وانصرافهم لاجراءات عمليه البيع لعمليه البيع. كان ده كنترول يعني كنترول. عايزين نقول ايه؟ ان المفروض مدير المبيعات ومدير المراجعه الداخليه ومدير المشتريات ومدير الاتش ار دول بيسموهم لاين مانجرز. لاين مانجرز يعني كلهم في نفس المستوى الوظيفي. ما حدش قال ان بتاع المراجعه الداخليه بيرقص بتاع المبيعات رئيسه في الدبل. هم كلهم على نفس المستوى يا جماعه. ومحدش قال ان بتاع المشتريات هو بيفترض ان كلهم لاين يا جماعه. فيجي يقول لك ايه؟ ان كل لاين مانجر يعني كل مدير في على الخط دوت بتاعنا مسؤول في الاريا بتاعته عن الكنترول بتاعه. كان فيها مشكله يعني، لو في مشكله في الكنترول بتاع المبيعات بيجيب مدير المبيعات، لو في مشكله في الكنترول بتاع المشتريات بيجيب مدير يا جماعه. فيجي يقول لك ايه؟ لاين مانجرز. لاين مانجرز يقصد ايه بلاين مانجرز بقى يا استاذ محمود؟ ان كل واحد مسؤول عن ماشي. لا المانجرز اسس بيقيم الكنترول ان ذا اريا في منطقتهم، كل واحد بيقيم الكنترول في منطقته. ذا سي اي اي، مين السي اي بقى ده؟ الشيف اوديت اللي هو بتاع المراجعه بقى. اوبتين سفيشنت اوديت ايفيدنس، بيحصل على ادله اثبات كافيه تو فروم ان اوفر اول اوبينيون، عشان تو فورم، اسف تو فورم يعني عشان يكون، تو فورم عشان يكون اوفر اول اوبينيون وان ذا ادكويسي اند افكتيفنس اوف كنترول، على مدى كفاءه وفعاليه الكنترول. ذيس اوبينيون، الراي ده بقى بيعمل فيه ايه يا استاذ؟ بيوصله لمين بقى؟ كوميونيكيتد تو سينيور مانجمنت اند ذا بورد، او بدل كلمه البورد لو حط مكانها الاوديت كوميتي تمشي يعني. لو حط مكان الاوديت كوميتي ايه رقم ايه الحمد لله طلعنا شرحناها قبل كده. يقول لك ان السي اي ده، مين السي اي ده؟ ده الشيف اوديت اكزيكتيف بقى، لهم دي المراجعه الداخليه ديفلوبز، بيضع بروبوزد مقترح الانترنال اوديت بلان تو بروفايد سفيشنت ايفيدنس تو ايفاليت كنترول. هو بيعمل كده، بروفايد بيعمل اوديت بلان. ايوه هنا اللي قلناه في الاول زمان دي، ولا بيعمل هو بتبقى بروبوز. عارف ايه بروبوز ولا لا؟ عشان بيقدمها ويتوافق عليها ويتعدل الحاجات، ممكن يتعدل عليها. المانجمنت اسسمنت اوف ريسك مانجمنت كنترول اند كواليتي بروسيس، يعني هو بيعمل الاوديت بلان رقم واحد، راح تاني ذا بلان، الخطه اللي هو بيعملها considers relevant work performed by others، بياخد في الاعتبار العمل اللي حصل بواسطة الاخرين including ايه؟ management assessment of risk management control and quality process. اوف هنا مش فاهم الحته دي، عايز افهمها قوي دي برضو المعرفه مش اكتر. انت بتحط بلان صح؟
بتيجي انت لاداره المبيعات بتشوف اداره المبيعات هل عامله عندها ريسك مانجمنت ولا لا. افرض اداره المبيعات قالت لك ان انا عندي الريسك عالي قوي ومش عارف وعندي مخاطر وعندي ايه وعندي ايه طبيعي وانا بحط الخطه بتاعتي اعمل ايه في اداره المبيعات في عدد الايام زودها. طب افرض بتاع المشتريات لقيته راجل محترم كده وعامل ريسك اسسمنت حاجه محترمه وعامل ريسك مانجمنت وعامل كنترول كويس والكلام ده وانا بحط عدد الايام هعمل ايه. فبيقول لك وانت بتحط البلان لازم تاخد في الاعتبار الشغل اللي عملوه الادارات الاخرى هل هم قدروا يقيموا المخاطر بتاعتهم ولا لا. المخاطر دي لما قيموها عرفوا يقيموها صح عرفوا يحطوا لها سيستم عشان يقلل المخاطر ولا لا. كل الكلام ده بناخده ايه يا استاذ ايه في الاعتبار يعني. فقال لك ايه نقراها تاني بقى رقم واحد ذا بلان كونسيدر ريليفنت ورك بياخد في الاعتبار الريليفنت ورك بيرفورمد باي اذر انكلودينج مانجمنت اسسمنت التقييم وفي ريسك مانجمنت اداره المخاطر كنترول اند كواليتي بروسيس ومدى الجوده بتاعه عمليات الايه التشغيل اند ذا ورك كومبليت باي اكسترنال اوديت. يا عم بقى انتوا هتهزروا معانا ينفع كده الورك كومبليت؟ اه ما هو مش زي ما الاكسترنال بيستعين بعمل الانترنال يجوز الانترنال يستعين بعمل ايه يا استاذ ايه الاكسترنال يجوز اه يجوز جدا يجوز الاثنين ايه يا جماعه ها بيستعينوا ببعض. قالك ذا انترنال اوديتور مي كان ريلاي يعتمد ابون ذا ورك اوف ذا اكسترنال ممكن يعتمد على الشغل بتاع الاكسترنال اوديتور ده هو ده عظم قالك از اتس كوردينيتد بيتم التنسيق وذا انترنال اوديتنج ورك تو افويد دوبليكيتو فيها يا جماعه اوف ورك عشان نتجنب اللي يبقى فيه دوبليكيتو فيه. واضحه يا ولا يبقى افهم كده المراجع الداخلي يقدر يستعين بعامل مراجع خارجي ومراجع خارجي يقدر يستعين بعامل مراجع ايه. بمناسبه الاستعانه الحقيقه من ضمن الحاجات ان المراجع الخارجي بيفرح بها جدا خصوصا في المراجعه التقليديه لما ينزل شركه ويلاقي ان المراجع الداخلي عامل فاينانشال اوديت. لا اجين تاني كده معلش مين اللي ايه؟ انا مراجع خارجي مراجع خارجي اكسترنال ودوري ان انا ابدي رايي على القوام الماليه اللي هو الدور التقليدي العادي يعني فيرمس. ونزلت الشركه لقيت في الشركه اداره المراجعه الداخليه واداره المراجعه الداخليه عامله فاينانشال اوديت يا مية مية ده انا هنزل يعني على الطاير كده ليه من الشغل وامشي على طول فاهم قصدي ولا؟ طب ما ممكن تبقى عامله فاينانشال اوديت بتاعها مش صح مش صح خلاص يا عم مراجع داخلي مراجع خارجي نزل الشركه ولقى الشركه فيها مراجعه داخليه والمراجعه الداخليه مش عامله خالص فاينانشال اوديت ايهم افضل فرق؟ اللي عامله ما احنا قلنا قبل كده اسمح حضرتك ايه ان المراجع الخارجي لا يستعين بعمل المراجع الداخلي الاكسترنال اوديتور لا يستعين بعمل الانترنال اوديتور الا لما بالاول بيقيمه بيشوف الكومبيتنس بتاعته بيشوف الاندبندنت بيشوف مش قلنا الكلام ده الاول لا فانا بفترض ان هو قيمه خلاص يعني يستعين ولا ما يستعينش بقى في هذه الحاله هيستعين. فاكر لما قلت لك قعدت مع مدير بتاع المراجع الداخليه ولقيته طب علاج طبيعي بيوقع حقيقي ده ما تستعينش بيه خالص خلاص والله واضحه بيه ولا بقول حاجه صعبه؟ شكرا لك. برضه نقرا هنقرا الحته دي بس عشان شرحتها قبل كده وبعدين ناخد بريك. هي اف مش اف اف المفروض زان في تي ناقصه زان ذا سي اي ايفالويتس ذا بلانز كفرج. ايه يا عم البلانز كفرج دي؟ ايه البلانز كفرج دي مش عارف الخطه بقى هل الخطه غلط؟ فاكر لما قلت لك في لينا فرع في العباسيه مش هروح عشان احمد شفيق المظاهرات او فرع بتاع جنوب شرق اسيا مش عارف ايه لازم يشوف هل يقدر يغطي ولا لا ولو في حاجه جاب يقول لهم على فكره يا جماعه خلي بالكم انا الحته دي فيها جاب وانا انسفيشنت مش هقدر اغطيها يحصل فيها مصيبه بعد كده يقول لك انت المسؤول ولا حاجه يعني. فبيجي يقول لك ايه حضرتك السي او ايفالويتس ذا بلانز كفرج التغطيه بتاعه الخطه اف ذا سكوب اوف ذا بلان از ان سفيشنت غير كافي تو بيرميت اكسبريشن اوف ان اوبينيون ان هو يعبر عن رايه اباوت ريسك مانجمنت اند كنترول. السي اي شوت انفورم لازم يبلغ السينيور مانجمنت اند ذا بورد اباوت ذا جاب ان اوديت. يا جماعه ها منطق كلام صح ولا بالتالي ممكن نوقف هنا احنا بقدرنا 26 و27 وكم ممكن نوقف بس ناخد سؤالين بقى
انت هتقف لغايه 28 اه 28 ان شاء الله هخش في 10. طب تمام. طب من بعد البريك بقى ناخد السؤالين. لا ما طب ما ناخد سؤالين دلوقتي على الموضوع بتاعنا خلاص. سؤال 96 96 بس كده وناخد بريك وبعد البريك ده 96 الراجل اللي بيقسمنا كله يا باشا النهارده الشيخ محمود موجود اهو. يعني بكره بكره الساعه 3 هنفضل قاعدين في البيت بقى نستنى النتيجه. هنكون في الشغل بقى انت هتكون في الشغل يتقفل علينا الطريق بقى واللوس. لا لا ان شاء الله هتبقى خير مرسي مش هيقدروا يغيروا. نعم كل الارقام مرسي ممكن يحاول يقرب الفرق اللي بينهم عشان ايه واخرج مشرف يعني ايه كده كده لا بينه وبينك الدكتور بس هتكلم تفرق معاه هو ارتص الرئيس اللي جاي. لا هو انا ارتص وشرب مخدمات وعنده صفحات كتير هو اللي هيعين يا شكل الحكومه يا باشا. ده جايبين واحد الصبح بيقول لك اللي هيجي هيبقى رئيس على ما تفرج. لا الكلام ده غلط. هو اللي هيعين الحكومه هو اللي هيعين محافظ البنك المركزي هو اللي هيعين رئيس جهاز مركز المحاسبات هو اللي هيعين النائب العام وعايز يتقل واخدوا ايه منه صاحب الموازنة يا عم يعني مش هيكون لي اي كلمة على القاتل. هو هيعمل حاجة في الموازنة هي دي الحاجة الوحيدة لو نرجع القاتل مصلحة يا عم ماشي يا عم الجيش يبقى في دنيا خلي الجيش في دنيا خلي الجيش في دنيا وخدينا يشتغل بقى دي ما فيهاش مشكلة. لكن الموقف بتاع بلدنا بس هي اللي احكام الدستور لا ما قالش كده ده هو اللي عين تشريع ما طبيعي ان هو يبقى مع التشريع هو اللي هيعين يبقى مع التشريع ليه معاه صفته ايه هيفضل كده معاه صفته لا لا لغايه ما يتم الاغلب لغايه ما هو بيتعز الشعب مع مين مع الرئيس اللي احنا متخبناه. لا ده مستحيل يا ابني ليه مش ده اللي احنا متخبناه ليه ما ينفعش يبقى هو التنفيذي وهو التشريعي. طب المجلس العسكري كل حاجه وهو لا لا المجلس العسكري خد السلطات اللي مع مع مجلس الشعب اللي هي التشريعيه مع التنفيذيه ومع كل حاجه. يا عم قبل ما تنتخب حد كان مين مع التشريع هو المجلس العسكري. طب ما احنا انتخبنا حد علشان هو ياخد منه كل الكلام ده يا ابني ما ينفعش يبقى رئيس الجمهوريه معاه سلطه تنفيذيه وسلطه تشريعيه. ما اللي ينفع ان المجلس العسكري يخلي معاه السلطات دي كلها على الاقل احنا انتخبنا الرئيس دوت انما الثاني دوت ما انتخبناهوش. رئيس عسكري التاريخ ما انتخبناهوش انما الرئيس دوت اسمنا في الاول وفي الاخر احنا اللي اخترناه. هو خلاص هو ما ينفعش وبعدين هو قال لي شاب خلاص لازم ما ينفعش سيجريجيشن بروديوسر هو ينفع الجيش يعين الجامعات السيرت. لا ما هو الجيش الجيش ده حضرتك هو المجلس العسكري هو مجلس اداره وهو بيحكم بصفته ايه دلوقتي ما يعينش الجامعات زي ما كان بيحكم زمان. طب مش ما احنا عايزين نغير الوضع دوت بقى ما مش على طول على كده هيفضل كده طول الوقت ما مش متفقين خلاص ما هو جاب لك رئيس وجاب لك كل القوه معايا يعني يعملوا ايه تاني طول ما انت مش متفقين الدستور هيقيم عليك الناس كلها اتفقت خلاص هو فين الدستور وفين بص هو هيعمل ليه يعين جامعته. لا مش هيعين هو لك انتوا عينوا لو في مانع انا هعين صح. بقى لهم ست شهور مش عارفين يعملوا جمعيه ارحمونا بقى ما خلاص الجمعيه دي ست شهور مش عارفين يعملوا جمعيه ما كل واقع على الجمعيه دي كل واقع على الجمعيه دي هيفضل الخلاف ده موجود دول عايزين ياخدوا الاغلبيه ايوه عايزين ياخدوا الاغلبيه هيفضل موجود ما لازم حد يخش يخلص بقى بالظبط يعني خلينا واقعيين. وبعدين ما تسيب يا جدعان برضه لازم يبقى عندك فكره بلاش نظريات المؤامره بلاش انت الجيش سيبه دلوقتي ما تفكرش فيه دلوقتي خد اللي يعني خليك ذكي خد اللي تعرف تاخده منه واشتغل هو خايف بعد كام سنه قدر يعمل الموازنه ازمات بنزين كل حاجه ما فيش في حاجه على موازنه ولا اي حاجه يقع بعد ست شهور مش هيقع. هو انت فاكر ان هو هيبقى فيه حاجه طيب هيبقى ايه يعني يا عم ياخد الموازنه يا عم هيعمل بيها ايه هو الجيش بس احتفظ لنفسه بحاجه واحده بس سلطات المجلس العسكري اللي انت بتقول ده ايه علاقته بال هو احتفظ بنفسه بسلطات المجلس العسكري اللي هي سلطات الرئيس التشريع هو في اكتر من كده ليه ايه
سلطات تنفيذيه. ما هو الرئيس اللي جاي هياخد سلطات المجلس العسكري التنفيذيه اللي ايه؟ ما هو ياخدها كلها. مش كان ما ناخد منه بقى ليه السلطه؟ يعني هو واخد من المجلس الشعبي السلطات التشريعيه، ما طبيعي خد من الرئيس سلطات من سلطات الرئيس اللي هو الحرب مثلا ان هو يعين في وزاره. يا عم اعلان حرب ايه يا عم؟ هو في حرب؟ انت يا عم انت بتتكلم في حاجات استغاثه. اعلان حرب ايه علاقه دي حتى بيت التشريع؟ ما ايه علاقته ده بايه يا حبيبي؟ انا بتكلم يا جدعان في المجلس الدفاع الوطني بقاله 40 سنه موجود يا جماعه، مش جديد. انا اصل انتوا بتقفشوا في حاجات. ما احنا عايزين نغير الوضع دوت. ما ينفعش ان الجيش يخليه متدخل في كل حاجه في الوقت ده. ينفع لما يجي بعد معانا سنه ونص هو عملنا ايه ويوقف الدنيا اقتصاديا، يدي الكيس في العزيز هتلاقي ال 12 مليون يدي خلاص بقى معاه يدي لمحمد مرسي صح كده. ساعتها يبقى معاه 24 مليون هيقوم مطرع على الجيش. اللي مطرع على الجيش صح. طول ما هو كده هيفضل يدوس عليه يا باشا. تركيا بعد كام سنه شفت ضعيف. هو هو الشغل. لكن تيجي انت ناسي ان محمد مرسي دي عايز اشرح حضرتك بس عشان بعد كده تبقى واضح عليك ان محمد مرسي في 12.5 مليون ادوا لشفيق وفي 12.5 ادوا لمحمد مرسي. يعني محمد مرسي نجح بالعافيه. فما تجيش بقى تقول لي اديله كل الصلاحيات واحنا اللي انتخبنا. لان 12.5 مليون اللي ادوا للعالم للعالم اللي فيها بتبقى كده. منهم 7 مليون منهم 7 مليون مش طايقين مش طايقين. فما تجيش تقول لي بقى اشتغل بقى. ايوه بس في افلام كده. انت بنت على حقيقتك اللي مش مع احمد شفيق. لا خالص انا مش مع احمد شفيق. كده انت مع احمد شفيق خلاص. في سيستم مش اوباما السيستم. يلا يلا بينا. ال 30 هم 30. لو تفتكر حضرتك انا افترض جدرا احنا وقفنا عند النقطه الاول جي 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 اللي عليهم. بص يا سيدي انا دلوقتي جيت الاقي اداره المبيعات ولقيت في مشكله في المبيعات اعمل ايه؟ نعمل ريبورت على طول من بتاع المبيعات. ولازم التوقيت تراعي فيه حته التايم. التايم اللي هو التقرير اسف وقت المناسب التوقيت. يعني ما بقاش فيه مصيبه اقول لك طب بعد شهرين بقى لما اخلص ابلغ او اعمل التقرير. لا تفاقمت. يبقى لازم نبلغ. يبقى انت كمراجع خارجي مراجع داخلي وانت بتراجع الفايندنج بتاعتك. احنا بنسميها في الاوديت مصطلح يسموه الفايندنجز. فايندنجز يعني الحاجات اللي انت بتجدها الحاجات اللي انت بتلاقيها. يعني ان انت بتجد او بتلاقي في عمليه المراجعه المفروض او الموجودات الحاجات اللي انت بتصل اليها لازم تعمل لها ريبورت للابروبريت ليفل مانجر المستوى الاداري اللي هو المناسب يعني. ولازم تروح حته دي يا استاذي ها التوقيت فيها مشكله دي عندنا. شكرا لحضرتك. ففي شيء بيقول لك ايه the evaluation of control تقييم الكنترول combines many individual assessment بيشمل او بيجمع تقييمات فرديه متعدده. communication of findings بقى انك تبلغ او توصل الفايندنج ديت للابروبريت مانجر نيد تو بي. يا جماعه ها تايم لازم تكون في التوقيت. فايندنجز انت قلت يعني نتائج او الموجودات اللي توصل ليها. The overall evaluation of control consider whether التقييم العام بقى للكنترول بيشمل بقى. خد بالك التقييم ده بيعمله مين؟ مين اللي بيقيم الكنترول دلوقتي؟ الانترنال اوديت. الانترنال اوديت بيقيم الكنترول. وملاحظه برضه عشان قبل ما نقرا الحته دي كنت بتناقش مع زميلك في البريك، لازال في ناس عندها لبس بين الانترنال اوديت والانترنال كنترول. يا جماعه الانترنال كنترول ده سيستم الشركه، لكن الانترنال اوديت ده وظيفه بتمارس عمل. يعني يجوز شركه يكون عندها انترنال كنترول قوي جدا ما عندهاش اصلا انترنال اوديت، لكن وجود الانترنال اوديت بيساعد في تحقيق اهداف الانترنال كنترول. هيراجع وهيقيم وهيعمل كلام واضح فين. بيقول لك بقى التقييم العام للكنترول بيشمل ايه؟ قال لك بيشمل ان انا باخد في الاعتبار اذا كان في significant weakness ولا لا. ما احنا لازم تشوف اذا كان في نقاط ضعف جوهريه ولا لا. هو هنا حتى سماها مصطلح اسمه discrepancies، يعني ليها برضو خلافات. حاجه مش مظبوطه يعني كلمه discrepancy دي exist. اثنين correction، هل في تصحيح حصل ولا لا او improvement or meet او تحسينات حصل. and a pervasive conditions، حالات سائده leading to unacceptable risk. يعني ممكن تبقى في حالات سائده كده او موجوده. الحالات دي في حد ذاتها مش غلط، بس ممكن تؤدي الى ايه؟ غلط الى اخطاء لازم تاخدها في الاعتبار. يعني انا مثلا ممكن يكون محمود مثلا وابن خاله شغالين في نفس القسم او مش عارف مين وابن عمه زي كده بالظبط كده. يقول لك رئيس الجمهوريه مناسب رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب صفر بتاع المصالح يعني مصالح. فهي شكلها ما فيهاش حاجه يعني الناس امنا وشرفه،
بس ده ممكن يؤدي الى ايه؟ الى مخاطر. فانت ممكن تشوف هل في حالات سائدة في الشركة عندك هي في حد ذاتها مش ريسك بس ممكن تؤدي الى ايه؟ الى مخاطر، فلازم تشير ايه؟ تشير ليها. ده المقصود بيها بيرفيسيف، يعني حاجة اعتقد سائدة يعني او منتشرة. كونديشنز، حالة ليدنج بتؤدي الى ان اكسبتبل ريسك، يعني مستوى غير مقبول من المخاطر. طبعا المخاطر هنا بنقيمها على اساس ايه يا فندم؟ على اساس حاجة مهمة جدا قلناها قبل كده اللي هي نيتشر يعني حسب طبيعتها ايه وحسب الكونسيكوينسز بتاعتها. كونسيكوينسز يعني التبعية بتاعتها، زي ما قلت لك قبل كده ممكن يبقى في حاجة خطر جدا بس الكونسيكوينس بتاعها قليل فنسيبها، ممكن تبقى حاجة قليلة بسيطة بس الكونسيكوينس بتاعت التوابع بتاعتها بتبقى عالية. وضربنا مثال مشهور قوي لو تفتكر، قلت لك مثلا ما هو احتمال ان السيد محمود يخش عندنا الكورس وغير ما يدفع الفيز؟ فكان الاحتمال عالي جدا، احتمال ان محمود ده يخش الكورس ويبقى عالي جدا، بس هي الفيز $5، فاصبح الاحتمال بتاع محمود عالي جدا ان هو يخش وغير ما يدفع فلوس، بس الفيز $5. الفيز $5 دي بسميها الكونسيكونس، تبقى التوابع بتاعت الخطر، يعني الخطر اللي عندك ان محمود يدخل من غير ما يدفع الفيز، بس التوابع بتاعتها $5 خلاص ملهاش لازمه. العكس، احتمال ان محمود يخش الكورس من غير ما يدفع الفيز احتمال قليل، بس الكونسيكونس الفيز بتاعت الكورس $1,000,000، هنا اصبح الريسك بتاعي يا جماعه عالي جدا لان التوابع بتاعتي جامده. فقلناها دي قبل كده في المقدمه، بيقول لك whether an acceptable risk exists، اذا كان في مخاطر موجوده ولا لا، depends on the nature، الطبيعه، and the extent of risk exposure، والمدى انك تتعرض للمخاطر، and the level of consequences، ومدى التوابع بتاعتي. هات يا ابني الكلام ده، الصوت ده ممكن ابقى اشطبه بعد كده لان الكلام ده احنا يعني قلناها قبل كده. طب سؤال، الراجل بقى بتاع الاوديت ده تفتكر هيعمل ريبورت ولا لا؟ طبعا طالما راجع الانترنال كنترول بيطلع ريبورت بيبلغه للاداره العليا على السينيور مانجمنت عاده، وعلى الاقل بيراجع مره سنه يعني كل سنه كنترول بروسيس. بيقول لك زي سي از ريبورت، بيعمل كوميونيكيتس، بيوصل كنترولز بروسيس ار بريزنتد يوجوالي وانس اير، يعني بيعمل التقرير بتاعه على عمليات الرقابة على الأقل مرة في السنة، بيعملوا للسينيور مانجمنت والبورد. وبيعمل ايه في التقرير بتاعه اللي بيطلعه؟ بيقول بيوضح لهم الرول اوف كنترول بروسيس، ايه نوع او الدور اللي بتقوم بيه الرقابة، بيوضح لهم كمان يا جماعة الورك برفورمد شور اللي هو عمله، ولو في اني ريلاينس اون اذر اشورنس بروفايدرز. ما معنى كلمة اني ريلاينس اون اذر اشورنس بروفايدرز؟ بيقول لك ايه في الجزئية دي؟ بيقول لك ان المراجع الداخلي يجوز وهو شغال يحتاج حاجه في الاي تي، فهو ما عرفش يراجع الاي تي، يعمل ايه؟ يستعين بحد تاني يعتمد عليه ياخد رايه. بيراجع حاجه مثلا متخصصه في الصناعه، مش عارف التركيبات ايه، يجيب مهندس ياخد رايه. فهي دي المقصود بيها، هل انا اعتمدت في تقريري على اذر اشورنس بروفايدر؟ يعني واحد بيدينا خدمه تاكيد او خدمه ابداء ايه؟ فاذا حصل انك اعتمدت ريلاينس هنا بقى ريلاينس اعتماد، هل في اعتماد حصل على اذر اشورنس بروفايدر؟ خلي بالك لان اللي بيقدم الاشورنس انا المراجع الداخلي، المفروض الاشورنس بيقدمه المراجع الداخلي، هو اللي بيقدم الاشورنس، هو اللي بيقول رايه. لكن لو استعان باخرين في اداء الراي لازم يوضح الكلام ده للاداره الايه؟ افرض ما فيهاش، نقصد يعني عايز فيها تخصصات مختلفه الحقيقه، يبقى فيها تخصصات مختلفه، ده كلام مظبوط. ناخد سؤال ولا كفايه كده؟ لا، انت عايز نحل 96؟ ما حللناهوش احنا ولا لا؟ انت اللي نزلت، لكن انا حليته مع الناس اللي قاعدين هنا. انا عامل لك ايه؟ حد قال لك تنزل؟ ناخد سؤال رقم 97. انا ذنبي ايه انت نزلت؟ لا، وقت البريك يبدا بعد حل السؤال. كان في واحد معانا من المنوفيه هنا برضه، ليك خلاص كبر الضوء. في كذا حد ده، لا بتاع المنوفيه بقى فتره كان في واحد يعلمه برضه منوفيه برضه. لا بس هو قريب، وكان في اتنين بيقعدوا ورا، كانوا بياخدوا ورا. لا، الاثنين اللي ورا دول كانوا بيعيدوا الكورس.
اللي هم الكبار في السن دول مش كده؟ لا مش اسامه و... لا 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 كان اتنين واحد بالنضاره كده وانت قلت برضو انه فاهم فاهم قلت كانوا بياخدوا في اسكندريه او بياخدوا حلها. طيب وصلنا 18 ما خلاص احنا بنقفل اصلا الكورس خلاص خلص. انا عندي في اسكندريه مجموعه اسكندريه في ثلاثه دخلوا امتحان وانا شغال معاهم هخلص معاهم المره الجايه ان شاء الله. انا مش دخل قبل ما الكورس يخلص دخل امتحان بس المحاضره اوكي وصلوا للسي كانوا كويسين بعده وصلوا للسي وصلوا للسي بس هو المفروض غالبا ينجح بره ما اعرفش دي حقيقه ولا لا يعني لا هو حسب بالظبط يعني حسب اداؤه ايه في الاسي ممكن ما عملش بالظبط في الاسي حسب اداؤه ايه ما ساعدوش هو الاسي لازم برضو يجيب فيه نسبه معينه يعني لو هو جايب مثلا فوق في التشويز 100% مثلا ينجح في كله ودخل في الاسي ما هو مفيش حد هيجيب 100% في الماتش بشويز ما جابش 50 مثلا يا ابني انا لو دخلت الامتحان مش هجيب 100% في الماتش بشويز شوف بقى قد ايه بشرح مش هجيب 100% 70% ماشي ودخل في الاسي جاب كام 5% مثلا ينجح بس انا حاجه جدليه بس ماشي ينجح يعني مش شرط يشترط نسبة معينة في الإيسي كانوا قالوها هم ما قالوش ما فيش شرط يعني محلو حميته منين 97 خلاص ولا روح معاك سؤال 97 بيقول لك ايه The chief audit executives responsibility for assessing and reporting and control process includes بيشمل ايه مسؤوليته بيشمل ايه جاب الصح طبعا إنه هو يعمل communicating to the senior management and the board an annual judgment about internal يا جماعة ها طب ليه ما تنفعش بيه بي بتقول ايه overseeing لا فندي مش هو اللي يعمل overseeing ده اللي بيشرف في senior management ولو انت حليت سؤال 96 كنت عرفت جاب سؤال 97 96 هتلاقي بيقول لك دور يعني الاشراف ده دور الإدارة انا مش انا اللي بشرف صح حبيبي ولا الراجل بتاع سؤال 96 فاكره ولا لا overseeing the establishment of tender control process دور السينيور مانجمنت وليس دور المراجع الداخلي شكرا لك انت لو تلاحظ ان كل الاسئله اللي عن internal control سي اي ما على لو انت اللي تلاحظ في اول محاضره انا قلت لك ايه ان احنا طالما بنتكلم على internal audit هيبقى مرجعنا دايما المعهد بتاع الانستيتيوت اوف انترنال اوديتور وان بيعملوا شهاده اسمها سي اي اي وده المصدر الرئيسي بتاعنا وكلام كده بس يا ابني نعم. مالك انت ليه يا عم انت معاك تليفون كلمني طيب نرجع لموضوعنا كنترول ايه يعني ايه كنترول الكواليتي حد يساعدنا برضو خصائص النظام يا عم تقول لنا عليه كنترول كواليتي حد يا عم يساعدنا ربنا يكرمكم فوقوا كده في سريتنا ايه المقصود بكلمه الكنترول البوليسي والبروسيجرز اللي ممكن يمشوا عليها في كنترول يا سلام عليك الكنترول كاراكتيريا قلنا قبل كده انت دلوقتي عملت كنترول صح ايه الكاراكتيريا اللي بتقيس عليها الكنترول ده عشان اقول الكنترول ده كويس ولا البوليسي والبروسيجرز صح ولا مش قلنا الكلام ده ولا لا البوليسي والبروسيجرز زي الكوزو مثلا الكوزو دي تعتبر كانت كاراكتيريا او ممكن واحد يقول لك ايه والله انا لما باجي اقيم اداره المبيعات تنس مثال تاني بقيم اداره المبيعات بتاعتي بقارنها بمبيعات السنه اللي فاتت قلت لك ان السنه اللي فاتت كان في ازمه ماليه طحينه فما ينفعش قارن بالسنه اللي فاتت فخليها فبتبتدي تشوف الكاركتيريا اول حاجه بيعملها المراجع على فكره اول حاجه بيعملها المراجع قبل ما يبدا عمليه مراجعه اول حاجه بيشوف ايه الكاركتيريا اللي هيشتغل عليها دي اول حاجه يعني بس ناخدها بشكل مالي المراجع المالي لما بيجي ينزل راجع قوائم الماليه اول ما لا لازم اول يشوف المعايير يبقى عارف المعايير ايه لانه هيقيم القوائم الماليه في دول ايه معايير ما هي دي الكاركتيريا بتاعته فاول حاجه بتشوفها لازم تفهم الكاركتيريا اللي بيتم بذوقها تقييم الكنترول وهل الكاركتيريا دي كافيه ولا غير كافيه مناسبه ولا غير مناسبه وبيحكم عليها طب افرض ان شاف الكاركتيريا دي مش مظبوطه يعني قياسهم او تقييمهم للتنا كنترول في كاركتيريا معينه غير مناسب بيعمل ايه انت عارف انا ساعات مثلا باجي انزل ارجع شركه المشتريات الكاركتيريا بتاعتي هتبقى مثلا اللوائح والاجراءات
انا ممكن الاقي ان اللوائح الايجارات نفسها غلط. الراجل اللي بيدي ريكومنديشن بتاع دلوقتي. الراجل بتاع المشتريات راجل ماشي صح جدا. ليه؟ لانه ملتزم باللوائح ولا ايه؟ هي الكريتيريا بتاعته اللوائح الايجارات اللي بيقيس عليها. بس اصلا اللوائح والايجارات مش مظبوطه. تدي ريكومنديشن بقى اللي هي اعمل اجيب الاداره العليا او اداره المشتريات اقول لها يا جماعه اللوائح والايجارات دي بتاعتك مش مظبوطه المفروض تغيرها. واضح الكلام ولا لا؟ هي دي الفكره عايزينها. الكنترول كريتيريا يعني ممكن الكنترول كريتيريا تكون لوائح الايجارات ممكن تكون المعايير بتاعت المراجعه الداخليه اللي هي المعايير. قال لك كنترول كريتيريا ذا فيرست اليمنتس ذا فيرست اليمنتس العنصر الاول اوف ذا كنترول بروسيس لعمليه الرقابه از تو استابليش ستاندرد ان احنا بنحط معايير فور ذا بروجرام للبرامج الاوبريشن العمليات تو بي كنترول اللي انت هتعمل عليها كنترول اكسبتبل اندستري ستاندردز ممكن تكون معايير الصناعه المقبوله ستاندردز ديفلوبد باي بروفيشنال اسوسيشنز او المعايير اللي بيتم وضعها بواسطه الاتحادات المهنيه زي المعايير اللي بيحطها المعهد مثلا ستاندردز اللوز او المعايير الموجوده في القوانين اند جوفرنمنت ريجوليشنز والتنظيمات اند اذر ساوند بزنس براكتس والممارسات الساوند بزنس براكتس بيسموها ايه يا جماعه ممارسات العمليه السليمه في حاجات كده بيبقى متعرف عليها كممارسات يعني ار يوجوالي ديمد تو بي ابروبريت كاريتيريا عاده بيبدو وانها كاريتيريا وكانها كاريتيريا سليمه يعني كلمه ديمد تبدو تو بي ابروبريت كاريتيريا ان هي كاريتيريا او مقياس او معيار سليم الاي اي اي بقى هاز ادريسد ذا سبجكت اس فولز الاي اي اللي هو مين الاي اي ده قال لك الانترنال اوديتور شود اسيرت بيتحقق ذا اكستنت ويتش اوبريتنج اند بروجرامز جولز اند اوبجكتيفز هاف بين استابليش اذا كان في تم تحديد اهداف للبرامج والعمليات اند كونفورم تو ذوز اوف ذا ريجولش ويجب ان تكون الاهداف بتاعه البرامج متماشيه مع ايه مع الاوبجكتيف حتى دي حاجه مش فاهمها يعني لا انا مثلا كمنظمه منظمه هنا المنظمه بتاعتها دي اسمها ايه منظمة عربية الشهيرة بإيه؟ أراضي. ما ينفعش منظمة عربية الشهيرة بأراضي أجي ألاقيها مثلا إن هي بتمول نشاط فريق كرة قدم. أنت إيه علاقتك أصلا بكرة القدم؟ الأوبجيكتيفز بتاعة البرنامج اللي أنت عامله ده أو النشاط اللي أنت عامله ده هل يتماشى مع أهداف المنظمة ككل ولا لأ؟ أنت شايف إيه؟ ملوش علاقه لكن هم لو بيعملوا مثلا كورسات هم حاليا مثلا بيعملوا كورسات في تبع جامعات الجراحيين في انجلترا كورسات تدريبيه ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا لان ده مرتبط بيه يا جماعه بنشاطهم فاول حاجه بتشوفها انت اي بروجرام او اوبريشن لازم تتحقق ان اهداف البروجرام او اوبريشن تتماشى مع اهداف المنظمه ككل مفهوم الكلام ولا لا؟ نروح تاني كده عشان الحته دي صعبه شويه انترنال اوديتورز شوف اسيرت ان بتحقق الى اي مدى الاوبريتنج اند بروجرامز جولز الاهداف بتاعه البرامج والعمليات هاف بين استابليش تم وضعها اند كونفورم يعني ايه بقى بتتماشى مع او بتتطابق مع زوس اوف ذا اورجانيزيشن زي كلمه زوس دي عايده على الاهداف يعني تتماشى مع اهداف يا جماعه المنظمه ككل اتنين لازم نتحقق بالاديكوت كاريتيريا ايه الاديكوت كاريتيريا بقى قلنا قال لك كافيه تكون كافيه كلمه الاديكوت كافيه قال لك ار نيد تو ايفاليت كنترولز انترنال اوديتورز ماست اسيرت لازم يتحقق او يتاكد من الاكستنت ويتش مانجمنت هاز استابليش اديكوت كاريتيريا تو ديتيرماين ويذر اوبجكتيفز اند جولز هاف بين اكوبش لازم يتحقق ان الاداره بقى لما اختارت كاريتيريا يا جماعه كافيه عشان نقدر نقيم بيها ونشوف الاهداف اتحققت ولا لا اربعه During consulting engagement أثناء عملية الاستشارات internal auditors must address controlled consistency with engagement objectives and be alert alert يعني يكون على وعي أو على إدراك إيه يا عم ده إيه اللي دخل عملية الconsulting بالcontrol مش فاهم الحتة دي مين يقول لي ايه علاقه الكونسلتنج بالكنترول حبيبي ايوه لا احنا ضربناها مثالين ما انا ممكن يجي مثلا يقول لي يا عبد الله تعالى اعمل لي سايكل او حط لي لوائح واجراءات للبرشيزنج صح ولا لا مش ده كونسلتنج انا جاي ادي احط اللائحه بس وانت بتحط لائحه المشتريات لازم اكون فاهم ايه الكنترول بتاع المشتريات ما هتحط اللائحه ازاي
لازم اكون فاهم ان عمليه الشرى ليها قطاعات معينه واجراءات معينه، وان الشرى فيه طرق شرى معينه، طريقه اسمها مش عارف بيقول لك بالامر المباشر او يعمل بنقصان او يعمل ايه، عشان وانت بتعمل الكونسلتيشن تكون مدرك للكنترول، ولا هتحط ازاي انت اللوائح والاجراءات وانت مش فاهم الكنترول. فعايز اقول لك عمليه الكونسلتيشن المراجعه الداخلي قبل ما يقوم بعمليه الكونسلتيشن لازم يكون فاهم الكنترولز بتاعه الحاجه اللي هيعملها عشان يقدر يدي رايه او يقول استشاره. تنفع تدي استشاره على حاجه انت مش عارفها؟ تدي استشاره على حاجه انت مش فاهمها؟ فقال لك ايه ان الكونسلتيشن نورها تاني بقى ديورينج كونسلتنج انجيجمنت، انت بتعمل حاجه استشاريه. انترنال اوديتور ماست ادريس كنترولز، لازم يحدد الكنترولز كونسيستنس اللي متماشي مع الانجيجمنت اوبجكتيف، مع اهداف المهمه بتاعته. اند بي اليرت، اليرت هنا يكون على وعي، وعي يعني عارف يعني ان السيجنيفيكانت كنترول ايشوز المشاكل المتعلقه بالرقابه الداخليه بشكل كبير. تاني الاوديتور ماست انكوربريت نوليدج، لازم يبقى يستخدم او يوظف المعلومات اللي عنده اوف كنترول جيند فروم كونسلتنج انجيجمنت من اللي اكتسبها من عمليات الاستشارات اللي بيعملها انت ايفالويشن اوف ذا اورجانيزيشن كنترول بروسيس، وهو بيقيم الكنترول بروسيس بشكل ايه بشكل عام. Once relevant internal controls have been identified، مجرد ما بيحدد الانترنال كنترول اللي هو عايزه بيبدا يعمل ايه بقى؟ انا كمراجع داخلي نازل اعمل استشاره او نازل اراجع المشتريات، انا ببقى عارف ايه الكنترول بتاع المشتريات فببدا ادور عليه. يعني هديك مثال، قال لك انزل راجع المشتريات، اول حاجه في المشتريات مثلا يعني بنطلب حاجه اسمها سلطات الاعتماد. ايه سلطات الاعتماد؟ ان مثلا لو هشتري حاجه ب $1,000 يعتمدها المدير المالي، حاجه ب 2000 يعتمدها المدير العام، حاجه ب 3000 مجلس اداره كده، يعني بيسموها سلطات الاعتماد. فانا عارفها، عارف ان لازم يكون في سلطات ايه، فببدا اعمل انكوايري اسالهم يا جماعه ها عندكم سلطات الاعتماد ولا؟ ما انت هتنفع تعمل انكوايري على حاجه انت مش عارفها؟ يعني انت لازم تشوف الكنترول اللي على المشتريات، هتعمل انكوايري عشان تعمل انكوايري لازم انت تكون عارف الكنترول بتاع المشتريات عشان تبدا تعمل عنه يا جماعه ها انكوايري. فبيقول لك مجرد ما بتحدد الكنترول ابدا بقى اعمل ايه، اعمل انكوايرز اوف ابروبريت بيرسون من الشخص المناسب. من ضمن الحاجات اللي بنعملها بتعمل حاجه اسمها اكزامين دوكيومنتيشن. ما معنى كلمه اكزامين دوكيومنتيشن؟ فحص المستند. يعني ايه فحص المستند؟ يعني امسك المستند كده افحصه. الفحص بقى فيه نوع من انواع التحري والدقه، اشوف المستند تاريخه صح، التوقيع صح، السيريال نمبر صح، مكتوب بشكل سليم ولا لا، مسلسل ولا لا، ده كلمه الاكزامين فحص المستند. ممكن نعمل حاجه اسمها اوبزرف كنترول. اوبزرف يعني ايه؟ ملاحظه. زي ايه؟ اشهر حاجه بنعمل لها ملاحظه عمليه الجرد. ساعات انت بتنزل تشوفهم هما بيجردوا، بيجردوا صح ولا لا، عمليه الجرد ده اللي بيحصل، بيسموه اوبزرف، بيلاحظ عمليه الجرد او متابعه. لا ده بياخدوا كمان من الاكسترنال اوديت، بياخدوا واحد بيبقى يكون حاضر عمليه الجرد. اه هو بيلاحظ او بيشرف على عمليه الجرد يعني، مش كده بس، مش هو اللي بيجرد بنفسه، هو بيشير يعني بيلاحظ. بيشوف حازم حسن كده بينزل معانا كده في المكان ده، دي اوبزيرف نوع من الرد، دي اجراءات مراجعه كمان. في برضه حاجه اسمها ريبر فورم. ايه ريبر فورم ده؟ يعني ايه ريبر فورم كلايد بروسيدرز؟ ها اول مره اسمع. ريبو فورم يعني مثلا شركة حسبت الإهلاك، أنا أعيد حسابه مرة تانية، هم عدوا النقدية أنا ممكن أعيد عدها مرة تانية. فكلمة ريبو فورم يعني بتعيد تنفيذ المهمة مرة أخرى. العميل عمل الحاجة أنا عشان أتحقق الحاجة صح ولا غلط، فضل لي يمين المراجع بيعمل ريبو فورم. أنت حاسب الإهلاك فانا اعمل ريبو فورم ريكالكوليشن، عديت النقدية، أنت بتقول النقدية في الخزنة $100، أنا أخش أعد النقدية تاني، فده بيسموها يا جماعه ها ريبر فورم. مش ده اجراء بيتعمل ولا لا؟ وخلي بالك انا كمراجع داخلي او حتى المراجع الخارجي الاثنين مع بعض، سواء مراجع داخلي او مراجع خارجي يا جماعه، الاثنين دول بيوفر لك حاجه اسمها ريزونبل اشورنس. ده كده ان مفيش اخطاء، مفيش لكن ما يدكش ابدا ابسولوت ايه. ويجوز جدا ان انا انزل اراجع شركه وانا ماشي منها بعد ما امشي يطلع فيها مصيبه. ازاي يا عم انت مش راجعت؟ اقول لك اصل انا رجعت بالعجينه، فلما جيت اراجع العجينه اللي انا اخترتها خلاص يا ابني مفيش مشكله، طالما اخترت العجينه بشكل سليم مش هقول لك حاجه. ان وانا براجع اشتغلت باسلوب الماتيريالتي اللي هي السيجنيفيكانت النسبيه فاهم طبيعي. لكن ابدا اوعى كمراجع
تفترض، اوعى كمراجع تفترض ان الشركه اللي انت بتراجع عليها او ان الاداره اللي بتراجع عليها ما فيش اخطاء، يبقى عمرك ما هتقوم بعمليه المراجعه. دايما وانت نازل بتفترض وجود معاها، لا بسوء النيه، ان الاخطاء ما هو بيسموها، في الاداره على فكره حاجه اسمها بروفيشنال اسكبتيزم، يعني شك مهني. يعني انا دلوقتي ما اعرفكش، ممكن تكون غلطان وممكن تكون ايه مش غلطان، فبشتغل معاك عادي خالص. غلطان بجيب الغلط، مش غلطان، لكن ما افترضش مسبقا اقول ده محمود طيب وبتاع ما فيش اخطاء، ده يعتبر خطا مهني فادح. لكن ممكن ما اكتشفش الخطا لان العينه اللي انا اخترتها مش كبيره، مش شفتش الخطا لان في اهميه نسبيه، او ما اكتشفش الخطا لان، لكن ما تفترضش ابدا ان ما فيش يا استاذ ايه اخطاء. كلام واضح في هذه الجزئيه يا فندم ولا لا؟ هنقف هنا شويه. احنا عندنا جزء الانترنال اوديت بشكل عام، احنا خدناه محاضره كامله يا اخي الانترنال اوديت كتير قوي، لكن مش دي الرابعه. الانترنال اوديت بشكل عام الاسئله اللي عليه من 90% انا اتوقع ان في سؤالين ما اتحلوش ولا اكتر. الناس اللي بتعلم على الاسئله من 90% ها يا سلام عليك، كم 100 يا سلام عليك، يا سلام عليك. خد 100 وكم؟ ناخد 100. حد حل 100؟ فين الجواب ده؟ احنا فاضلنا صفحه واحده وخلص؟ معلش اسئله عشان كده 100 خلاص؟ خلاص خلاص بقول لك انت خد معاك اللابتوب عشان اذاكر معايا. هو بص خلاص الفولدر الاحمر 30 سواء دي حاجه خلاص. ايه كنا نقول ايه خلاص عندك 100؟ مش عندك مش مصوره اللي فيها 100 وفيها 98 ناخد 98 اللي حل 100 يخش على 98. تمام يا سعيد، بيقول لك ايه ضمن الاوديت فيلز فاشن تو ديسكفر ان امبلوي فرود يعني غش او خداع او اغتيال ديورينج ان اشورنس انجيجمنت. اشورنس يعني نازل يقول راي نازل يقول سنن ديسكفر عدم اكتشاف is most likely to suggest يعني بيقترح ان الراجل ده عمل violation للستاندرد المعايير، خالف المعايير، خالف المهنه. نتيجه ايه؟ A failure to perform detailed review of all transactions in the area. الحقيقه انك بتفحص كل الحاجات دي، المعايير ما بتقولش انك تفحص كل حاجه، لان المعايير بتقول ان انا اشتغل باسلوب يا جماعه هزمه العينات مش كده ولا لا؟ فانك ما راجعتش كل حاجه، ده مش خطا مهني، مش مخالفه للمعايير، لان في الاساس ان انا ايه؟ راجع عينات. فده دي مش خطا مني. طب determination that any possible fraud in the area would not involve material amount، ان انا كنت شايف ان لو في اي اخطاء يقصد في الاريا يعني الحاجه اللي انت بتراجعها يعني ما فيش اي حاجه material. C determination that the cost of extending procedures in the area would exceed the potential benefit. يعني انت كنت شايف كراجل بتراجع ان التكلفة هتبقى اكتر من ايه؟ من benefit. طب دي pre-assumptions. Pre-assumptions that the internal controls in the area were adequate and effective. مين في دول؟ كل الاربعة دول على فكرة ممكن يكونوا سبب في عدم اكتشافك للفروض. ان انا مراجعتش كل حاجة، ان انا اشتغلت باسلوب الاهمية الماتيريالتي، ان انا شفت ان الكوست اكتر من البنفيت، او ان انا افترضت مسبقا ان الدول قوي تمام. مين في دول يعتبر مخالفه للمعايير او الاخلاقيات المهنه او ان انت تفترض انك تستخدم حاجه افتراض مسبق ان الانترنال كنترول اديكويت كافي وافكتيف فعال. الكلام ده غلط طبعا. واضحه يا فندم؟ سؤال رقم 93 عشان نقفل بقى الفيلم ده. 93 كان المفروض نقوله زمان، بس اعتمد على قدرتك. اعتقد 93 فكرته يعني ان هو يقول لك ان الانترنال اوديت كمهنه وبتاع مهنه دايناميك، مش بتاع دايناميك؟ بيقول لك ان الانترنال اوديت مهنه دايناميك ومش عارف ايه. على فكره بمناسبه الدايناميك السي اي اي عدلت من نفسها
ومن اول 2013 هتبقى هيبقى امتحان عباره عن ثلاث مواد، هي كانت زمان اربع مواد فهتعدل وهتبقى ثلاث مواد. كانوا لسه بالقلم والرصاص لغايه السنه دي عدلوا نفسهم بقوا. مش عارف ليه اخي السي اي مش عايزه تشد في السوق. انا برضه من الناس اللي بتجيب تطلب اي سي اي. لا انا صاحبي سي اي بس ما بيتحركش في مكانه بقاله سبع سنين. الشهاده ما السوق مقفول عليها بس في الخليج مطلوب على فكره، بيهتموا بالسي اي في الانترنال اوديت والكلام ده. حليت 93؟ هو طبعا الحمد لله 93 بيقول لك ان مهنه تطورت كتير وبتاع ايه. ها في رايك ديسكرايب سكوب ايه افضل حاجه توصف الانترنال اوديت؟ انا قلت لك الانترنال اوديت الافضل ايه بقى؟ لو تفتكر من شويه، مش من شويه، من شويتين كده لما قلت لك ان انا شغال في الشركه اللي براجع عليها وراح محمود سالك قال لك انت شغال ايه والكلام الفاضي بتاعه ده وقعد ينق علينا ان الاداره اسمها ايه عندنا؟ اسمها كده ريسك مانجمنت اند انترنال انترنال اوديتنج اند ريسك مانجمنت. خلاص بقى مفهومها ايه يا استاذ هاني؟ واسع بقى، تاخد في الاعتبار المراجعه الداخليه وكمان اداره الايه المخاطر. فالتعريف الافضل او الحاجه الافضل هتبقى دي انترنال اوديتنج ايفولف، تم تطويرها عشان يشمل اول ريسك مانجمنت كنترول اند جوفرنس. يا جماعه سيستم ده يعتبر الافضل. كلامنا واضح يا فندم ولا لا؟ صح. حضرتك عايز تختار ايه؟ ايه بتقول يا فندم؟ انترنال اوديتنج انفولفز ايفالويتنج افكتيفنس اند افيشنسي which resources are improved. هي ما هي صح، بس مين الاحسن؟ مين البيست؟ مين اللي اتطور؟ الريسك مانجمنت هي اللي دخلت معانا في القصه. الريسك مانجمنت هي اللي دخلت معانا في ايه في القصه يعني. والجوفرنس كمان سيستم هي الاقوى. شكرا لحضرتك كده حلينا كل الاسئله. تايب اوف ريكومنديشن. نعم دلوقتي حضرتك الحته دي بقى اللي هنقولها، الصفحه الاخيره دي كلها انا جايبها من كتاب الاي ام اي. دي الريزلت النهائيه لل جايبها من كتاب الاي ام اي، مش جايبها من كتاب ال. انا قلت لك المؤلفين الحقيقه في جزء الثلاث كنترول اختلفوا، كل واحد ماشي بسيستم مختلف يعني. نشوف مع بعض كده التايبز اوف ريكومنديشن. ايه الريكومنديشن؟ التوصيات بتاعتك بقى. ساعات انت هتنزل تراجع، عمنا محمود قال لك انت راجل بتاع مراجعه داخليه، حلو يا عم الكلام حلو. نزل قالوا روح راجع المشتريات، نزل راجع المشتريات قال لهم دي كده، بعدها بشويه قالوا راجع المبيعات قال لهم دي كده، بعدها بشويه قالوا راجع الاتش ار قال لهم دي كده. ايه يا عم في ايه؟ قال لك مفيش ريكومنديشن، انا ميك نو تشينج. ايه يا عم ميك نو تشينج؟ قال لك يعني الكلام تمام. طبعا بعدها بشهرين رفضوه على طول طبعا، يعني لو في حاجه اسمها ميك نو تشينج يعني عندنا في الشغل اللي ما يطلعش ملاحظات يقول لك انت ما بتشتغلش. مشكله المراجعه كده على فكره ما طلعتش ملاحظات. بس اقول لك على حاجه، بس دي نقطه برضو مش كويسه، ممكن انت تبقى نازل بتتلكك على اي حاجه. احنا اول ما بنقعد مع الناس اللي جايه جديد ايه نقول له؟ ايه نقول له؟ انت احنا مش نازلين نتصيد الاخطاء، احنا نازلين بنراجع. وتلاقيه راح مسكه واخد بالك ورزع له. بتقول له كده يعني مش نازلين نتصيد الاخطاء، احنا عايزين نراجع، واحنا دورنا مع الشركات ان احنا شركائهم وبنتعاون معاهم ومش عارف ايه وبنساعدهم. تعالى كده هات التقرير وقول لي مفيش ملاحظات. فاول نوع من انواع الريكومنديشن ليك نو تشينج، يعني كل حاجه تمام التمام ولا شايف ان الدنيا مظبوطه يعني. فبقول لك زي انترنال اوديتور كان ليك فور تايبس اوف ريكومنديشن، ممكن يعمل اربع انواع من انواع الريكومنديشنز. اول حاجه بيقول لك ميك نو تشينج، يعني ما يعملش اي تعديلات. قال لك اف ذا اوديت ديترماينز ذات ذا اكتيفيتيز الانشطه اللي هو عملها انفستيجيت التحرى عنها دونت ريبريزنت اني سيجنيفيكانت بروبلمز، ما بتمثلش اي مشاكل ايه جوهريه. او ممكن يقول لك عدل، يقترح عمليه يا جماعه تعديل اللي هو الرأي الثاني موديفاي انترنال كنترول او بوليسي بروسيجر. ممكن يعدل، يقول لك عدل الكنترول، عدل الاجراءات، عدل السياسات. يجوز يجوز طبعا. قال لك اف ذا اوديت داز انكفر، انكفر معناها اكتشف، انكفر معناها اكتشف، ما انكفر بيغطي، انكفر يعني بيعري. هو بقى بيكتشف بروبلمز. ذا اوديت ريبورت شود ريكومند يعمل توصيات تشينج ان ذا اريا اوف ذا ريسك اوف اور بور بيرفورمانس، يعني يشوف الاماكن اللي فيها ريسك او فيها اداء ايه ضعيف. بور بيرفورمانس يعني اداء ضعيف. فيها مشكله فنيه؟ ثانيه قول لي اقول لك على طول. ساعات بيعمل ايه برضو بتاع الاوديت؟ ساعات واحنا بنراجع شركات معينه ممكن انا اقترح انك تعمل تامين
على السيارات مثلا، او اقترح انك تعمل تامين ضد الحريق. طب يبقى في اقتراح ان انا اد انشورنس، ان انا اضيف تامين لحاجه معينه يجوز. اه دي بتخش ضمن الريكومنديشن برضه. يعني ساعات كتير جدا بيجي ينزل نراجع شركات فبلاقي مثلا مش مامن على اصول السد، فاقترح عليه التامين على ان هو يعمل تامين اصول السد. بعدها بشهرين تلاقي المصنع ولع ولا حاجه وبتاع، فيبقى بتاع الانترنال اوديت هنا هو اللي يا سلام يا سلام لو بتحصل كده يعني. يقول لك ده هو بتاع الانترنال اوديت ليه؟ لان هو اقترح قال لك ضيف اعمل تامين. وهنا هنا الاوديت قامت بمهمتها في ان هي عملت ايه؟ اد فاليو، ضافت قيمه. يعني على فكره حصلت مع احد الزملاء يعني، مش عايز اقول لك يعني بصوا بيه جدا في الشغل يعني، ان هو كان اقترح ان هم يعملوا تامين وعملوا التامين. او حتى ساعات هو في الغالب بيقترح ان هم يعملوا تامين وما يعملوش تامين، برضه ما عملوش يعني. بس لما حصلت الحريقه اهو احنا قلنا لكم، قلنا لكم اعملوا تامين وقلت له اللي ما عملتوش تامين. بتحصل، حصلت دي على فكره. اد انشورنس فور بوتنشال ريسك ديسكفر ديورينج ذا اوديت، انا بحط تامين لمخاطر تم اكتشافها محتمله، تم اكتشافها اثناء المراجعه. قال ذا اوديت مي سجست يقترح انشورنس اجينست لايبيلتي، يبقى في تامين ضد الالتزام اللي علينا. في بعض الاحيان على فكره انا براجع مثلا، فبراجع المبيعات، فوانا براجع المبيعات اكتشفت حاجه، اكتشفت ان السيلز ريتيرنز عاليه، يعني مردودات المبيعات ايه عاليه، بعدين حاجة مش كويسة يعني. فابتدي تتحرى على الموضوع، فاتضح الآتي، لقيت ان ادارة الشركة حاطة للشباب بتوع المبيعات تارجت عالي. فالواد يجي يعمل ايه؟ بيبيع وخلاص، بيبيع لأي حد. فايه اللي بيحصل؟ بيبيع لأي حد، فبتيجي بعد ما الناس تشتري عشان هو يعمل التارجت بتاعه بيع، تقوم الناس منجعلنا حاجة مرة تانية. فانا ممكن اعمل ريكومنديشن اقول لهم ايه؟ اقول لهم خفضوا التارجت بتاع الناس بتوع المبيعات. فيجي المدير بتاعي يناقشني يقول انت اتجننت، ده احنا عايزين الناس تبيع اكتر. اقول ده لا، انا لما هخفض التارجت بتاع المبيعات الناس بتوع المبيعات هينتقوا الناس اللي هيبيعوا، فهيبيعوا العملاء كويسين، فمرضات المبيعات او مرجعات المبيعات تقل، فده يبقى في مصلحه الشركه. لان يجوز كمان ان انت لو عامل ريكوايرد ريت اوف ريتيرن معدل عائد مثلا الاستثمار لاحد الاقسام عامل له ار او اي 14%، انا ممكن اقترح ان الار او اي ده كمراجع داخلي ممكن اقترح كده ان انا اخفض او اعدل في الريت اوف ريتيرن او معدل عائد على المبيعات او معدل عائد على الاستثمار بما يتناسب مع اهداف الايه الشركه. فقال لك ادجست يعني بيعدل الريكوارد دي في معدل عائد المطلوب وفان اكتيف للنشاط تو ماتش ذا سيت ريسك عشان يتماشى مع المخاطر المرتبطه. قال لك ذا اوديتور مي ريبورت ممكن يعمل تقرير وان اون وان اوف ذا اورجانيزيشن اكتيفز على احد انشطه المنظمه او الشركه انفولز بيشمل more potential risk than justified، يبقى في مخاطر اكتر من هو مبرر by its current projected return بمعدل العائد المرتبطه بيه. يعني مجموعه من الريكومنديشنز ممكن تقولها. الحقيقه مش موضوع اسئله يعني، ما شفتش عليها اسئله عن نفسي لا في السي في ولا في الكتاب. برضه من ضمن كلام عادي يعني ما دبلاش يعني. طب ايه انواع الادله؟ انت عشان تقول راي او تعمل ريكومنديشن لازم يكون في ايفيدنس، احنا بنسميها في الاوديت حاجه اسمها ادله الاثبات. يعني عشان اكون راي بقول ان الراجل ده عمل حاجه غلط او صح لازم يكون في يا استاذي ها ايفيدنس، ادله الاثبات الحقيقيه زي الناس كده اللي مقدمين بلاغات في شفيق لازم يكون في ايه ادله، يعني لازم يكون في ايفيدنس. يعني ايه ادله الاثبات؟ انواع حقيقيه. اشهر او اقوى نوع من انواع ادله الاثبات هو دليل الاثبات اللي بيحصل عليه المراجع بنفسه. يعني المراجع هو بيراجع كده بيلاقي حاجه، فده بيسموه البرايمري. برايمري يعني ايه؟ دليل الاثبات الاولي، او بيسموه الدايركت المباشر. ده معناه ان المراجع هو اللي بيحصل عليه بنفسه، يعني ده دليل اثبات، ده المراجع هو اللي بيحصل عليه دايركت. وفي دليل اثبات تاني ده بقى اللي المصري الشعبي المصري كله شغال عليه اللي هو بتاع قالولو. عارف قالولو ولا لا؟ قالولو حد قال لك كذا، ما عرفت مين اللي بيقول. قالولو اللي هو بيسموه هيرسي، يعني حد بيقول كلام بيتقال يعني، وده بيبقى ان دايركت او بيسموه سكندري يعني ثانوي يعني. فيبقى ناخد الاول نقرا البرايمري ايفيدنس اللي هو دليل الاثبات الرئيسي او الاولي، ده بيسموه دايركت مباشر. قال لك جاذرد باي اوديتورز، بيجمعوا المراجع بنفسه ساتش از اوبزرفيشن، هو اللي قاعده شاف اللي ده بيسرق ده بيعمل، او سيرفيز عمل استطلاع، انترفيوز مقابلات، عمل انسبكشن فحص دوكيومنتس معين او اي وسيله اخرى اذر ميز. وفي حاجه ثانيه بتاعت قالوله بقى اللي هو بيسموه القالوله ده اسمه ايه؟ سكندري ايفيدنس او ان دايركت غير مباشر او هيرسي اللي هو بتاع بالسمع ده. ده جازرد اند سبميتد
by the subject of the audit. Subject of the audit يعني موضوع مراجعة. يعني إيه موضوع مراجعة؟ يعني مثلا برجع إدارة المبيعات هما اللي قالوا لي، الناس اللي في الإدارة هما اللي بيقولوا لي subject of the audit موضوع مراجعة. subject of the audit معناها موضوع مراجعة. أو مش لازم موضوع مراجعة اللي بيقولك على حاجة، ممكن يقولك بمين سيرت إيه؟ بارتس. هما ناس بتقولك يعني ناس بتقولك. في حاجة يسموه إيه؟ ما معنى كلمة circumstantial evidence اللي يسموها أدلة ظرفية؟ ما معنى كلمة أدلة ظرفية؟ الأدلة الظرفية دي حضرتك مجموعة من الحالات أو الأحداث المحيطة بيك اللي بتخليك تشك إن في حاجة حصلت. مؤشرات يعني؟ آه يعني هديك مثال. مثلا مثال دخلت شركة، هاتوا يا جماعة سجل الأصول الثابتة، ما عندناش. هاتوا فواتير الأصول الثابتة اللي اشتريتوا بها الأصول الثابتة مع فلان وغايب. طب يا جماعة ما حضر جرد الأصول الثابتة، حد جرد الأصول الثابتة؟ والله مع فلان وسافر أوروبا يصيف. الحاجات دي كده معناها إيه؟ بتشير إلى وجود خلل في الأصول الثابتة. على فكرة ممكن يطلع الأصول الثابتة اللي موجودة كده ما فيهاش غلطة، ما فيهاش، بس الأحداث اللي حواليها بتشير إلى احتمال وجود. يا جماعة ها مش كده ولا؟ فأنا باجي أكتب إيه؟ عدم وجود سجل الأصول الثابتة. هو عدم وجود سجل الأصول الثابتة مش معناه إن الأصول الثابتة اتسرقت، لا، بس ممكن يؤدي أو يشير عدم جرد الأصول الثابتة. عدم جرد الأصول الثابتة ده مش معناه إن الأصول الثابتة اتسرقت، لا، بس بيشير إلى احتمال إن الأصول الثابتة يا جماعة ها مش موجودة، صح؟ عدم وجود فواتير مش معناه ان الناس دي ما اشترتش، لا، بس معناه ان التقييم ممكن لكن ممكن في الاخر خالص الحاجات دي مش موجوده بس الاصول الثابته ممسوكه، صح؟ فهمنا بيه ولا لا؟ فدي بيسموها ادله ظرفيه. وعلى فكره الادله الظرفيه المحكمه دايما ما بتاخدش بيها، يعني لما تيجي تسمع القوانين يقولك ده دليل ظرفي، ما ينفعش. اه هو وجوده يشير الى الاحتمال وجود خطا لكن ليس بالضروره يكون الخطا يا جماعه ها موجود يعني. فبيسموها كده circumstantial evidence، أدلة ظرفية، هي set of condition، مجموعة من الظروف أو الحالات أو circumstances that make one يعني بتخليك suspect، بتشك يعني لوجود of a particular problem، وجود مشكلة يا جماعة معينة. أخيرا حاجة اسمها analytical evidence اللي هي الأدلة التحليلية، اللي دي عادة بنجيبها بقى عن طريق إيه؟ نحلل نسب مالية، نسبة كذا لكذا وهكذا. زي بالظبط كده حضرتك الإخوان المسلمين، لم أو مش الإخوان المسلمين يعني الناس اللي هم بتوع لما جم قال لك ان زودوا 5 مليون في الناخبين، عرفوا منين؟ عارف منين؟ الناس في الشعب قاعده البيانات، لا مفيش قاعده بيانات قديمه اصلا، ما انت ما عندكش قاعده بيانات. لا جابوا تصريحات عبد المنعم ابو المعز لما كان بيعلن نتيجه مجلس الشعب، قال لك انا عندي لجنه القاهره مسجل فيها كذا ولجنه، فراحوا مجمعين اللجان فطلعت اللجان حاجه و50 مليون في حين اللي كانت الاول 45. يعني هو اللي حصل على ده نوع من انواع الاناليتيكال بروسيس، تحليل اهو، جمع قال لك انتوا زودتوا 5 مليون بس على فكره طلع ما فيش زياده 5 مليون حاجه يعني، لان طلع ابو المعز قال الرقم غلط، بدل ما يقولوا 18000 بدل ما يقولوا 13000 وكسر قالوا 18000. فالمهم هو عمل اناليتيكال هنا، عمل نوع من انواع الايه، وكان ده دليلهم. ولغايه دلوقتي في البعض يقول لك ايه انتوا مزورين، انتوا مش عارف ايه ان إيه في 5 مليون، هم ما فيش 5 مليون زياده ولا حاجه يعني. فكلمه الاناليتيكال ايفيدنس بيجي منين بقى؟ اللي هو التحليل ده include such things as financial ratio، نسب مالية، and vertical and horizontal financial state analysis، تحليل القوائم المالية بشكل رأسي وشكل أفقي. شكرا لحضرتك، ساعدت بيك كده، خلصنا يونت رقم 9 بالكامل يوم السبت ان شاء الله. لحضرتك بس انك تحل ولو في حاجة واقفة معاك السبت الجاي ان شاء الله يونت 10. لا معلش عشان نلحق نفطر المدرسة.